ما في ايه اه خلصنا 3 الا تلت تقريبا صح؟ لا ان شاء الله المره دي يعني ان شاء الله مش هندخل، لا تادي اقصر من النار فيت. بس هو السيكاتري متقسم لمحاضرتين، هو عموما الموضوعات اللي فيه يعني سكيزوفرينيا طبعا وديبريشن، دول اكبر اتنين فيه يعني او اكبر جزئين فيه. وطبعا طالما قلنا الديبريشن يبقى معاه الباي بولر والانكزايتي والانسومنيا يعني، وسليب ديس اوردر كده خفيف، وسابستانس ابيوز ديس اوردر. بس احنا النهارده هناخد بس جزء واحد بس منهم، او يعني حته كبيره منهم بس، اللي هي الديبريشن مع الباي بولر مع الانكزايتي، اللي هي الدايره، اللي هي الجزء ده من الدايره. والمره الجايه ان شاء الله النص التاني من الدايره. احنا النهارده الديبريشن والباي بولر والانكزايتي. الدكاتره الاونلاين كده سامعيني؟ دكتور دعاء، اول حاجه يعني ايه ديبريشن؟ يعني ايه ديبريشن؟ يعني ايه ديبريشن؟ هل الديبريشن اللي احنا بنحس بيه كده ساعات كده كل يوم بالليل قبل ما ننام كده، انا من بكره الصبح هخس ويوم جديد واروح الجيم وهعمل دايت وهركز وهعمل، فيجي لي ديبريشن؟ هل ده الديبريشن المقصود بيه؟ اللي احنا نقصده ده هو ده الديبريشن؟ احنا نقصد بالديبريشن هنا مش الديبريشن، يعني احنا ده نتيجه الاستريس في الكونديشن، نتيجه الاستريس بتاع الشغل والكلام ده، عادي ما بنصحى نروح الشغل. لكن الديبريشن او اللي عنده ديبريشن ده حد مش عارف يبرفورم كشخص طبيعي في المجتمع، كشخص عادي يعني، لا يعني تعتبر ديسيبلنج، بيبقى عنده انطوائيه لانه مش عارف يروح شغله ومش عارف يمارس حياته الطبيعيه خالص. طبعا احنا الحمد لله مش كده، فاللي احنا بناخده في او اللي احنا بيجي لنا ساعات ده مش ده الديبريشن اللي احنا نقصده هنا خالص. الديبريشن ده اسمه، او الديبريشن اللي احنا نقصده هنا اسمه ميجر ديبريسيف ديس اوردر، بيسموه كده ميجر ديبريسيف ديس اوردر، او بيسموه تمام اسم تاني اليوني بولر ديبريشن، اللي هو احادي القطب. امال ايه الثنائي القطب؟ اللي هو الباي بولر اللي هناخده بعد شويه، اللي هو ديبريشن ومعاه حاجه تانيه اسمها مانيا. يبقى الديبريشن اللي نقصده هنا غير الديبريشن خلاص لنتيجه الاستريس او كده، ده مش ده الديبريشن اللي نقصده في الكتب. طيب في حاجه اسمها الامريكان سايكاتريك اسوسيشن، الامريكان سايكاتريك اسوسيشن طلعت حاجه اسمها الدي اس ام 5، طلع تقريبا في 2013. ايه الدي اس ام 5 ده؟ ده زي دايجنوستيك كرايتيريا كده عشان اقول الشخص اللي عنده ديبريشن لازم يكون عنده ايه، 1 2 3 4 5 6 وهكذا. عيان اللي عنده سكيزوفرينيا عنده ايه، اللي عنده انكزايتي عنده ايه. ابتدي دكتور اول ما تحضر معانا. طيب ليه؟ ايه ما حضرتش المره اللي فاتت؟ اهلا بحضرتك، خليك معانا اصلا من الاول. فالعيان اللي عنده ديبريشن عنده ايه، انكزايتي ايه شروطها وهكذا. طبعا لو حد عاوز يقرا الفول كرايتيريا يخش ينزل الدي اس ام 5 دوت، هيلاقي الفول دايجنوستيك كرايتيريا كامله. لكن احنا طبعا هنا بيبقى هدفنا اكتر ان احنا ناخد بس اوفر فيو عن الكرايتيريا، والتريتمنت هو اللي بركز فيه اكتر. طيب عيان اللي عنده ديبريشن اول حاجه عنده حاجه لازم يكون عنده at least 5 of the following symptoms almost every day. خدت بالك من every day دي؟ على طول هو كده for at least 2 weeks، وده بي represent previous changes من الفانكشن. يعني اول حاجه لازم يكون الشخص ده عنده at least 5 من الحاجات اللي جايه دول، 5 من الحاجات اللي جايه دول كل يوم ولمده اسبوعين، وده بي represent a change من النورمال بتاعه. يعني مثلا هو هنا مثلا بيقول لك increase or decrease the appetite with gain، هو الطبيعي ان بياكل بطريقه معينه كل اكتر، ده تشينج يعتبر، مش هو. طب واحد اصلا بياكل كتير اساسا مثلا، او واحد مثلا عنده تشينج في السليب باترن كان بينام كتير اصلا، لا فهي لازم تكون تشينج من البيز لاين بتاعه. طبعا اول اتنين اللي هم ديبريسد مود وماركت ديمينيشد انترست اور بليجر ان يوجوال اكتيفيتي، دول لازم واحده تكون منهم موجوده، واحده من دول لازم تكون موجوده، ديبريسد مود طول الوقت او ماركت ديمينيشد انترست اور بليجر ان يوجوال اكتيفيتي. الطبيعي ان الشخص دوت مثلا كان يحب لما يحب كده يرفع عن نفسه، مثلا يروح يلعب بلاي ستيشن مثلا، يروح مش عارف مثلا ينزل يتمشى مع اصحابه مش عارف ايه، دلوقتي خلاص لوس اوف انترست في الحاجات اللي كانت بتعمله بليجر زمان. كان زمان مثلا يحب يروح مثلا يقعد مش عارف ياكل فين ويشرب فين، لا خلاص الحاجات دي بقتش تعمل له ساتسفاكشن خلاص. فعلى الاقل الخمسه دول حاجه، لازم يكون عنده خمسه من دول، منهم واحده من الاثنين دول اللي هم الديبريسد مود واللوس اوف انترست او ماركت ديمينيشد في البليجرال اكتيفيتي. طبعا وزنه يزيد، وزنه يقل، نومه يبقى متغير، عنده سايكو موتور اجيتيشن اور ريتارديشن، يبقى عنده شويه تاخير. الراجل ده يبقى عنده شويه تاخير في الايه؟ في رد الفعل بتاعه بالظبط. المفروض يعني انا لو واقف
وعربيه جايه تخبطني او عجله جايه تخبطني المفروض هوسع. لا، هو عنده ريتارديشن في الحركه دي. طبعا فاتيج طول الوقت، تعبان طول الوقت، مش قادر طول الوقت، منكمش، عنده فيلينج اوف وورثلسنس وجلت، دايما حاسس ان هو مذنب، دايما حاسس ان لا يعني انا وحش انا وحش انا وحش. كمان ما بيعرفش يركز، ما بيعرفش ياخد قرار. وعنده طبعا اشهر حاجه بتحصل في الدبريشن هي السويسايدال ايديشن، ان هو دايما عنده سويسايدال ايديشن، ميل للانتحار، ان هو يعني يتخلص من حياته. ده نتيجه الجيلتي والورثلسنس اللي حاسس بيه. فكده يعني ايه ديبريشن تاني؟ ممكن مثلا تقول يعني ايه دكتوره ديبريشن؟ ده بيعتبر تشينج من النورمال فانكشن بتاعته. تمام، صح، تمام. ايه تاني الاعراض التانية؟ على الاقل يكون منهم واحده من الاثنين الاساسيين اللي هما بيسموهم الكور سيمتوم، اللي هما اول اتنين، اللي هما الديبريسد مود، تمام، اللوز اوف بليجر في الديلي اكتيفيتي. طبعا زي ما احنا قلنا ان السيمتومز دي بكوز كلينيكالي سيجنيفيكانت ديستريس او امبيرمنت في الفانكشن، ده شرط اساسي ان الاعراض دي. ما انا ساعات عادي جدا يعني بيبقى اصحابي يقول لي لا انا ماليش مزاج انزل النهارده اقعد معاك، وساعات بيبقى وساعات ببقى بنام كتير، وساعات بنام قليل، وساعات باكل كتير باكل قليل، بس كل الحاجات دي ما بتمثلش في حياتي كلينيكالي سيجنيفيكانت ديستريس، ما بتمثلش امبيرمنت يخليني مش عارف امارس حياتي، لا انا خلاص عاوز انقطع عن الشغل، عاوز انقطع، ما احنا بنمر بالحاجات دي، بس ما بتعمليش كلينيكالي سيجنيفيكانت امبيرمنت في حياتي، صح ولا لا؟ لا عادي، بصحى الصبح عادي وبروح شغلي، وبروح بعد كده اقابل اصحابي بالليل، وبعمل وبتحرك وباجي وبخطط، لا بكره عاوز اعمل كذا، والسنه الجايه عاوز اشتري كذا، مش ديبريسد ولا حاجه يعني، صح؟ السيمتومز هنا نو ديو تايب. وطبعا السيمتومز دي ما تكونش نتيجه دواء معين مثلا، او مثلا نتيجه سبستانس ابيوز. دايما العيانين اللي بياخدوا كحوليات مثلا الوزدرول بتاع الكحول بيعمل ديبريشن، بيبقى انكزايتي. بقى ايه تاني ادويه ممكن تعمل ديبريشن؟ هي جايه تحت ايه خالص؟ البي انترفيرون ممكن تبقى اسوشيتد بكده، البيتا بلوكر، الوزدرول بتاع اي ستيمولنت، الكوكين، كل الادويه دي اسوشيتد بادويه ممكن تعمل ديبريشن. يبقى لازم استبعد ان السيمتومز دي ما تكونش نتيجه مرض معين عند العيان، اسوشيتد كونديشن يعني، او دواء معين هو اللي عامل له كده. متفقين على الجزئيه ديت؟ طيب، طب عشان اقدر اقول ديبريشن ازاي الفيزيشن بيقدر ياسس العيان اللي عنده ديبريشن؟ اول حاجه سايكاتريك هيستوري، بياخد منه سايكاتريك هيستوري. دايما في كونديشنز بتيجي مع بعضها كده، زي ما هناخد بعد شويه مثلا البايبولر. البايبولر هو ديبريشن، نفس الديبريشن ده ومعاه حاجه اسمها مانيا، فلازم ياخد سايكاتريك، الدكتور ياخد سايكاتريك هيستو منه كامل عشان يعرف بالظبط هو ايه الحاجه اللي عنده. تاني حاجه لازم ياخد معيار او قياس يقدر يديني هو الدبريشن ده الى اي مدى سيفير ولا مش سيفير. فعملوا حاجه اسمها هاملتون ريتنج سكيل فور ديبريشن. صح، المحاضره دي بتجي لكم على الميل او حاجه؟ بتجي لكم صح؟ بصوا، ده هايبر لينك يعني، انا كنت بعد كده غيرت الطريقه يعني، بقيت احط علامه دايره كده جنب اي حاجه هايبر لينك، بس ده لو دوستوا عليه يعني هيفتح لكم السكيل نفسه. لو حد يعني انترست يعرف ايه هو مكونات السكيل يعني، لو حد مش طبعا فور اكزام بيربز، مش يعني الامتحان مش مطلوب خالص يعني، لا طبعا، بس بس لو حد انترستد انه يفتح السكيل ده. بصوا السكيل اهوت، هاملتون ده بيسالك شويه ديبريسد مود، ويبدا يدي درجات، انسومنيا، نفس الاعراض اللي احنا قلناها بس بيديها درجات. وبعد كده يقدر يحدد ويبدا يقول اهو، مثلا شفتوا هنا السكيل مثلا بيقول لك من 0 ل 1، من 0 ل 7 نورمال، مثلا من 8 ل 13 مايل ديبريشن، من 14 ل 18 مودريت، اكتر من 2 من 32 من 23 فيري ديبريسد مود، وهكذا. طيب في دي اللي بيعملها الدكتور، دي اللي بيعملها الدكتور. في سكيلز تانية بيعملها البيشنت نفسه، البيشنت نفسه سموها البيشنت هيلث كوتشنير. البيشنت هيلث كوتشنير 9 ده يعني بدل ما بقى يروح الحاجات التانية بتحتاج ان الدكتور يقعد بقى كامل، ويبدا يجيب الاسئله، ويبدا يسال، ويبدا يقعد من وقته كده مثلا نص ساعه، ساعه، ساعه الا ربع على حسب السكور وطوله واسره، ويبدا ياخد قرار على اساسه. طب ما فيش حاجه البيشنت يعملها لي كده وهو جاي كده سريعة، اعرف بالظبط كلاسيفاي. فعملوا حاجه اسمها اللي هو البيشنت كوتشنير سكيل دوت، ولو حد عاوز يشوف السكيل ده لو دوست هنا على اللينك هيروح جاي فاتح لك، يقعد يسالك مثلا سؤال يقول لك ليتل انترست او بليجر في الدوينج ثينج، تقول له والله مش عارف مثلا مور ذان هاف دويز مثلا يعني، وهكذا. وتبدا تجمع السكور، وفي الاخر خالص بيبدا يقول لك والله انت عندك
بيبدأ يبقى مايلد من 5 ل 9 تقريبا، من 10 ل 14 مودريت، ومودريت سيفير يعني، وهكذا، والسيفير من 20 ل 27. يعني ده الطريقة اللي بيأسس بيها الدكتور او يكوانتيفاي السيمتوم، عشان لما يجي يديله علاج يعرف احنا بنتقدم ولا بنتأخر على حاجة اوبجكتيف يعرف يمسكها. طيب، ايه الاوبشنز فور تريتمنت؟ اول حاجه الاوبشنز فور تريتمنت السايكوثيرابي والاكسرسايز والفارماكوثيرابي والالكتروكونفالسيف ثيرابي. علاج الدبريشن حاجه من الثلاثه دول، يدي فارماكوثيرابي اللي كلنا عارفينه، يا اما قبلها حاجه اسمها سايكوثيرابي اند اكسرسايز. ايه سايكوثيرابي اند اكسرسايز؟ حاجه مثلا زي انتر بيرسونال سايكوثيرابي او كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. عارفين في حاجه اسمها صح بالظبط، هي دي، في منها حاجه اسمها كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي وانترنال بيرسونال ثيرابي. دول احسن اتنين فعلا. انت تجيب الشخص، بيبقى في الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي هدف الشخص، مثلا انا معتقد مثلا ان دايما اي حد مثلا بيساعدني، مثلا نفرض في الشغل مثلا ده شخص غلط مثلا، انا الكوجنيشن بتاعي بيقول كده، فالشخص الثيرابيست دايما بيحاول يعدل لي الحته دي في دماغي عن طريق سيشن زي دي، ويوريني لا لما حد يساعدك دي حاجه كويسه، لا ما تبقاش خايف قوي كده من الناس، هكذا يعني. فدي اللي هي زي جلسات زي ما في جلسات علاج طبيعي، جلسات العلاج النفسي. الحاجه الثانيه الفارماكوثيرابي، الادويه اللي احنا كلنا عارفينها. اخر حاجه خالص بقى الالكترو كونفالسيف ثيرابي، اللي هو الكهرباء، ان هو يدي العيان علاج بالكهرباء. طبعا ده بيبقى فيري افكتيف طبعا في السيفير كيسز. اول حاجه زي ما احنا قلنا ان السايكو ثيرابي، السي بي تي اللي هو الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي او الالتنال بيرسونال ثيرابي، دول احسن اتنين. بس خدوا بالكم من الحته دي كافكاسي، بيقول لك تيك لونجر تو اتشيف افكتيف ريزلت ويز سايكو ثيرابي ذان ويز فارماكو ثيرابي. يعني السايكو ثيرابي ياخد وقت شويه عشان يعمل افكت، لكن السايكو ثيرابي مي هاف برودر اند لونجر لاستنج افكت زين الفارماكو ثيرابي. يعني اي نعم السايكو ثيرابي بطيء عشان يعمل لي اكشن، الا انه مكمل معايا فترات طويله. طب هل السايكو ثيرابي ده يعني حاجه محترمه ينفع اعتمد عليها كمونو ثيرابي؟ يعني هو يبقى علاج العيان اللي عنده ديبريشن ان يروح جلسات علاج نفسي كده، هل ده حاجه تنفع؟ اه، سايكو ثيرابي از ريكومندد از مونو ثيرابي فور انيشال تريتمنت ان بيشنت ويز مايل تو مودريت. يبقى العيان اللي مايل تو مودريت انا ممكن اوفر هيم سايكو ثيرابي بس. يبقى دي اول حاجه كده عاوزكم تبقوا عارفينها، ان العيان اللي ممكن يكون عنده مايلد تو مودريت ممكن تو اوفر هيم سايكو ثيرابي از مونو ثيرابي، يعني هو لوحده كده ممكن، مفيش مشكله. في ناس تانية بتحب الكومباينيشن حسب الجايد لاين يعني اللي راجع لها. هل ممكن اكومباين؟ اه ممكن اكومباين، كومباينيشن من السايكو ثيرابي والفارماكو ثيرابي يجوز في المودريت تو سيفير كيسز. وده عموما دي الاوت لاين بتاعت العلاج تقريبا، ان المايل تو مودريت عاده بنميل اكتر للسايكو ثيرابي اللي هو الجلسات النفسيه ديت، اما في المودريت تو سيفير لا بنابجريد اكتر ونعمل كومباينيشن من الاثنين. طبعا الفارماكو ثيرابي كلنا طبعا هناخده دلوقتي حالا، بس قبل ما ناخده نيجي للالكترو كونفالسيف ثيرابي. بصوا الالكترو كونفالسيف ثيرابي اول حاجه فيري افكتيف، اكتب جنبه ان هو فيري افكتيف، فعال فيري افكتيف. بستخدمه في الريفراكتوري ديبريشن، في الريفراكتوري ديبريشن، ديبريشن ما بيستجيبش لحاجه خالص، ديبريشن في البريجننسي ممكن استخدمه. في حاجه اسمها السايكوتيك ديبريشن، في بعض الناس اللي عندها ديبريشن عندها السيمتوم دي وعندها سايكوزس. سايكوزس زي ما ناخد المحاضره الجايه اللي هو عنده شويه هلوسينيشن وديليريوم ودلوجن، عنده فوق يعني عنده اعتقادات خاطئة. يعني مثلا هي جزء منها بالظبط، هي هناخدها المرة الجاية. مثلا بصي مثلا دكتورة، دكتورة بتقولي مثلا يعني ان اقول لها بصي يا دكتورة ان لازم طالما القلم ده وقع مثلا لازم يكون حد شال وقعه، ده اكيد حاجة منطقية جدا. لا واقول لها والله امال يعني هيقع لوحده، هي تقول يعني المفروض حاجه ما فيهاش نقاش، هي لا عندها فوكسد فولس بليف ان لا عادي جدا القلم ده يقدر مثلا عنده رجول ويمشي مثلا يعني نفرض يعني. فرغم ان انا عمال اديها كل الاوفرز والادله والبراهين الا انها مش مصدقه، فده بيسموه سايكوتيك ديبريشن. ده ممكن معاه الالكترو كونفالسيف ثيرابي. الالكترو كونفالسيف ثيرابي كمان لما يكون طبعا الميديكيشن مش هي الاوبتيمال او مش افكتيف زي ما احنا قلنا. طبعا عادي ممكن ياخد العيان ياخد يعني سايكل كده، يعني سايكل او ثلاثة او يعني اكتر او اقل، ممكن 5 كمان في الاسبوع،
طبعا بيعملوا شويه كهرباء في المخ، يبقى عددها يبقى ايه سايد افكت بتاعتها؟ لا ده هي نفسها، ده هي بيبقى اسمها ثيرابيوتيك دوز من كونفالجنز، ان انت تخلي العيان تدي له الكتريكال اكتيفيتي ان هي تنديوس ثيرابيوتيك كونفالجنز. فطبعا العيان بيجي بعد الكونفالجن، فاكرين العيان لما كنا واخد امبارح المره اللي فاتت الكونفالجن عنده بوستيكتال فيز، فبيرجع كده شويه عنده امنيزيا كده مش قادر يفتكر الحاجات اللي بتحصل، فهو العيان بيبقى عنده شويه امنيزيا، بيبقى صح خارج من الجلسه دي مش مركز كده، تمبراري ميموري لوس. طيب اول ايجنت هنتكلم عنها هي الانتي ديبريسنت. اول حاجه في الانتي ديبريسنت هنتكلم عنها النهارده هي التراي سايكليك انتي ديبريسنت. زي ايه في السوق التراي سايكليك انتي ديبريسنت؟ تريبتيزول. اه تريبتيزول صح. حد حابب حاجه تاني؟ انا فرانيل ممكن. اول واحد اللي هو طبعا التراي سايكليك انتي بريسن زي طبعا التريبتيزول الاميتريبتايلين والاميبرامين والنورتريبتايلين والحاجات دي كلها. بص هدف كل الادويه دي طبعا هي طبعا بتبلوك السيروتونين والنور ابنفرين ري ابتيك، ودي الحاجه الحلوه يعني اللي هي تقفل السيروتونين والنور ابنفرين ري ابتيك، هي دي الحاجه الحلوه، انا عاوز ازود السيروتونين ودي الحاجه الحلوه. الحاجه الوحشه بقى انها بتقفل لي الالفا 1 ادرينرجيك بلوكر، الفا 1 بلوكر. طب لما تقفل لي الالفا 1 بلوكر هتعمل لي ايه؟ ها اورثوستاتيك هايبوتنشن. لما تقفل لي الهيستامين 1 هتعمل لي ايه؟ ويت جين. لما تعمل لي ماسكارينيك كولينيك، لما تعمل لي ماسكارينيك وكولينرجيك ريسبتور، لما تقفل لي الماسكارينيك كولينرجيك ريسبتور هتعمل لي ايه؟ ها دراي ماوس والحاجات دي ويورن ريتنشن. بالظبط كده بالظبط. فالتراي سايكليك انت ديبريسن هي فيري افكتيف، لكن نتيجه السايد افكت دي احنا مش بنلجا لها قوي قوي قوي. اول سايد افكت عندنا التراي سايكليك انت ديبريسن صح، هو كل واحد بيجي يستخدم اللي بيجي ياخد مني التريبتيزول في الصيدليه، انا مامتي بتاخد التريبتيزول مثلا، هل هي عندها ديبريشن؟ هي الانتي ديبريسنت او التراي سايكليك ليها استخدامات غير الديبريشن في الصيدليات او يعني في الطب يعني ايه؟ بين كنترول، مشهوره جدا في البين كنترول صح، في النيوروباثيك بين. في ايه تاني؟ في الانكزايتي. حضرتك كنت هتقولي حاجه، ما هي فور بين كنترول، ما هي فور بين في النيوروباثيك بين هي التراي سايكليك انتي ديبريسنت فيري افكتيف. احنا مثلا بنستخدمها كتير جدا، بعض العيانين عندنا بيبقى عندهم عشان احنا مستشفى فيها طوارئ ففي حوادث بتيجي، فالعيانين بيبقوا جاي ساعات عندهم ليمب امبيوتيشن، ممكن يكون انديكيت او عيان دايابيتك مثلا عامل ليمب امبيوتيشن، يا اما مثلا عامل اباف ني يا اما بيلو ني يا اما عامل ديس ارتكيوليشن من فوق اصلا. المهم العيانين ده في الاخر بيبقى عنده حاجه اسمها فانتوم ليمب سندروم. فانتوم ليمب سندروم ده بيحس ان الليمب موجود زي ما هم، هو يقول لك انا يقول انت حاسس بالم، يقول لك انا حاسس حاجه بتاكلني في رجليا، ما هي اصلا هي رجلي مش موجوده. فواحده من الاوفر اللي بتوفر هيم التريبتيزول دوت. فالتريبتيزول لي اذر يوزز. طيب الاثر افكت بتاعته طبعا زي ما قلنا اورثوستاتيك هايبوتنشن، فطبعا لو حد كبير في السن ولا حاجه ممكن يقع. سيديشن طبعا سيديشن. انتي كولينرجيك دراي ماوس، ما بتشتغل تقفل الماسكارينيك ريسبتور فتعمل دراي ماوس وكونستبيشن بلور ديفيجن كل المشاكل دي. والسيكشوال ديسفانكشن، سيكشوال ديسفانكشن هنلاقي ان في بعض الميديكيشنز القليله جدا في الانتي ديبريسنت مالهاش دعوه بالسيكشوال اكتيفيتي، وطبعا كارديو توكسيستي وبيزود الريسك اوف سيزرز. حاجه كمان ان هو ممكن يعمل حاجه اسمها ويزدرول سندروم لو انت وقفتها مره واحده، يعني دايما التريبتيزول والحاجات دي ما بتقفش مره واحده، بتعمل العكس. هي كانت من السايد افكت بتاعتها انها بتعمل دراي ماوس وكونستبيشن وبلور ديفيجن، لما انا اوقفها مره واحده تلاقيها قلبت العكس، لاكريميشن نوزيا دايريا انسومنيا ريستلسنس، بدل ما كانت سيديشن بتعمل انسومنيا، فتعمل العكس على طول بتاع الحاجه اللي كانت بتعملها. طيب دي اول كلاس التراي سايكليك انتي بريسن. يبقى نطلع بكونكلوجن منها كده، دي ادويه هي فعلا افكتيف. هي فعلا افكتيف، بس ايه اللي بيخلينا مش مركزين معاها قوي عاوزينها قوي كفيرست لاين؟ سايد افكت بتاعها زي ايه مثلا؟ كارديو توكسيستي. ماشي، مش هي دي الفيري كومن قوي يعني، مش هي دي الكومن قوي. ده كارديو توكسيستي دي مع الجرعات الكبيره، فعشان كده احنا مش بندي منها جرعات كبيره. بالظبط. ايه تاني بقى اللي كومن وكتير قوي؟ انتي كولينرجيك طبعا سايد افكت زي بلور ديفيجن. بالظبط كونستيبيشن صح كده. فتخليني مش عاوزه ايه تاني غيرها؟
الاورثوستاتيك هايبوتنشن، فده يزود لي الريسك اوف فول في الناس، في الناس الكبيره، صح كده؟ عارفين ايه الريسك اوف فول؟ العين يعني يبقى عرضه للسقوط. اي عيان بيخش المستشفى، يعني في المستشفيات الكويسه اللي عندها جوده، يعني المفروض اي عيان بيخش بتعمل له اسسمنت ان هو عرضه للسقوط ولا لا. يعني مثلا انا مثلا شخص طبيعي جدا اهو، انا عرضه للسقوط لو دخلت حجزت في مستشفى، او احنا مثلا لا، لكن مثلا لا، لو مثلا بعد مثلا 20 سنه ببقى كبير بقى في السن مش قادر امشي، ونفض حد عنده باركنسون ولا حاجه ولا الزهايمر، لا ده عرضه للسقوط طبعا، او بياخد دواء بيعمل شويه سيديشن كده وبيالتر الكونشس ليفل، يبقى لا ده اكيد عرضه للسقوط، صح؟ فعشان كده الادويه دي مش هي الفيرست لاين، مش هي اول حاجه بنلجا لها الا انها افكتيف. تاني حاجه الماو انهبيتور. الماو انهبيتور عندنا منهم السليجيلين اللي احنا خدناه المره اللي فاتت في الباركنسون، والفينالزين. الماو انهبيتور برضه هي بتبلوك المونو امين اوكسيديز انهبيتور المسؤول عن الـ عن الديجراديشن بتاعه المونو امينز كلها، اللي من ضمنها السيروتونين والنور ابنفرين والابنفرين وكده. طب سايد افكت بتاعتها هتفرق في حاجه؟ يعني هتفرق في حاجه عن اللي قبلهم؟ هي بس نفس الاكشن تقريبا، فنفس السايد افكت تقريبا. ويت جين موجود، اورثوستاتيك هايبوتنشن، سيكشوال ديسفانكشن برضو نفس الكلام. والحته بس اللي هي حاجه اسمها هايبر تنسيف كرايسيس، بيشنت ماست بي ايدوكيتد اند مونيتور تو افويد الفوت ويز هاي تايرامين. التايرامين ده المفروض حد عارف الحته دي؟ ماشي كملي اتفضلي. قولي حد عارفين التايرامين اللي هو موجود دايما في الكبده والاكل القديم والحاجات دي؟ العينين اللي ماشيين على الادويه دي المفروض لما يجي ياخدوا تايرامين، المفروض ده الدواء بيتكسر بالماو انهبيتور، فانت بالماو انزايم، فانت لما تكسر بتاع فالدواء ده هيرفع لي الضغط جدا فيعمل لي هايبر تنسيف كرايسيس. فالحته اللي مهمه جدا في الماو انهبيتور البيشنت اديوكيشن اباوت الهايبر تنسيف كرايسيس، ان هو ما ياخدش ادويه فيها تايرامين كتير. طيب في حاجه تانية مهمه في الادويه دي، when changing a patient from another antidepressant to mao it's prudent to wait 2 weeks after antidepressant is continued before initiating of mao. يعني لو انت عندك عيان هتغيره من antidepressant هتقلبه على mao لازم تستنى اسبوعين. شوفوا قد ايه الادويه دي عشان ما يحصلش الدراج انتراكشنز وتزيد السيروتونين قوي عند العيانين دول. الحاجة التانية بقى when the patient is changed from to mao to another antidepressant برضو نفس الكلام، بستنى واش اوت بيريود اسبوعين. يبقى انا الماو لو عيان على antidepressant وهبدأ له ماو بستنى، ولو عيان antidepressant وهقلبه على ماو برضو بستنى. طيب الحاجة اللي بعد كده زي ما انتم فاكرين، لو فاكرين السليجيلين المرة اللي فاتت لما خدناه في الباركنسون قلنا ان منه دوزج فورم باتش، هي دي اللي كانت ابروفد فور ديبريشن. نيجي بعد كده بقى للفيري كومن اللي كلنا عارفينها، يبقى تاني كلاس برضو حسينا ان ما طلعناش منه كده بحاجه، ايه من السايد افكت بتاعته ما طلعناش منه بان هو يعني هيكون اوف تشويز ولا حاجه، نتيجه برضو ان السايد افكت بتاعته شبه الاثنين شبه بعض شويتين، صح؟ نيجي بقى للي فعلا هنطلع منه بحاجه مهمه، الاس اس ار اي السلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، زي ايه في الصيدليه دول؟ حد قال البروزاك؟ مين قال البروزاك؟ اه صح البروزاك. وايه تاني؟ باروكسيتين، سيتالو برام، ده اشهر واحد، سيتالو برام وستبراليكس. اه سيبراليكس الغالي يا ابو، كان بكام دلوقتي؟ بقى بكام؟ حد شغال في صيدليه؟ انا فاكر كان زمان ب 185 مثلا ايام ما كنت في تلاقيه، دلوقتي بقى بكام دلوقتي؟ 173. طيب يعني هتلاقيه دلوقتي عدى خالص. طيب ايه بقى الادويه دي؟ اول واحد اللي هم البروزاك اللي هو الفلوكسيتين، واللوسترال السيرترالين، والباروكسيتين السيروكسات، والسيتالو برام، والانانشومار اس من اي اس. بص لما تلاقي قبل الدواء كلمه اي اس كده معناه انانشومار اس. عارفين الادويه بتكون عاده الراسمك ميكشر، في منها الار والاس، فهنا في الدواء دوت الاس هو اللي مور افكتيف، فياخدوا الاس لوحده ويعملوه ما يبقاش راسمك ميكشر يعني. فبين الفكره ما تلاقي دايما قبل الدواء اي اس عاده، زي مثلا اوميبرازول مثلا، والانانشمر اسم الاوميبرازول اللي هو النكسيوم، نفس الحركه ال اي اس اللي في الاول دي انانشمر اس، يعني برضو سيتالو برام وانانشمر اس من السيتالو برام، نفس الكلام. طيب اول حاجه هما طبعا سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، بيمنعوا الابتيك بتاع السيروتونين فالسيروتونين يبقى زايد. ايه بقى مشاكلهم؟ السيروتونين دايما بتاع البطن، يوجع البطن،
دايما كده يعمل لي جي اي تي سيمتوم، حاجه بتزود السيروتونين، يعني حاجه بتوجع لي البطن على طول، جي اي تي، فيعمل لي شويه نوزيا، شويه فوميتنج، شويه دايريا، ودي فعلا الموست كومن. في منهم بقى حاجات بتعمل لي انسومنيا، وحاجات بتعمل لي شويه سيديشن. الحته دي يعني ايه، سال فيها مره قبل كده. عندك مثلا الفلوكسيتين والسيرترالين موست اكتيفيتنج، والسيتالوبرام والانانشومر اسم السيتالوبرام ما لهمش دعوه بالحته دي، ولا سيديتنج ولا افكتنج. اما الباروكسيتين والفلوفوكسامين هم الموست سيديتنج. يبقى معنى كده ان السيتالوبرام والانانشومر اسم السيتالوبرام ادويه حلوه وما لهاش دعوه لا بسيديشن قوي ولا باكتيفيشن قوي، فيبقوا دايما ينفعوا للعين اللي مش فارق معاه الموضوع. اما لو عين عندي شويه سيديتنج فدي له حاجه اكتيفيتنج زي الفلوكسيتين والباروكسيتين. العكس لو عين هو اصلا اكتيفيتنج وعاوز اهديه شويه يبقى اديله باروكسيتين وفلوفوكسامين، يعني ممكن استفيد من السايد افكت ده في كده. تاني حاجه بيعملوا سيكشوال اكتيفيتي، والاثنين في الراجل وفي الستات، وده فيري كومن سايد افكت، تقريبا يتجاوز يعني 40 50% من الناس بيجي لهم الحته دي وبيشتكوا منها. طب هل ليها حل الحكايه ديت؟ اه ليها حل. بس استجابه الاشخاص لبعضهم في الاس اس ار اي عموما مختلفه، يعني انا غير الدكتوره غير الدكتوره غير الدكتور غير كده. مش بس كده، ده استجابتنا جوه الكلاس نفسه، يعني مش بس استجابتنا للكلاس كله كبتاع، لا ايجنت عن ايجنت بيفرق. يعني ممكن نفس الدكتور، انا مثلا اخد واحد مثلا اخد السيتالوبرام ده يديني افكتات، والباروكسيتين يديني افكت، يديني حاجات ما تظهرش عليا، يعني نفس الشخص بيستجيب باستجابات مختلفه للادويه. فعشان كده بنعمل ايه؟ اول حاجه ويت اند سي ميثود. طب ما تديهوله كده ونشوف، يعني هو هيكون من الناس اللي هيجي لها ولا من الناس اللي مش هيجي لها؟ دي اول طريقه. تاني حاجة ان انت تحط له حاجة زي البوب روبيون، وده عاوزين نعرفه. البوب روبيون اكتبه هنا، البوب روبيون لان هناخده كمان شوية. بعد كده ممكن نلور الدوز بتاعت الاس اس ار اي، نقلل الجرعة شوية. هل عندكم دي طريقه فيسب ان انا اقلل الجرعه؟ يعني هو عاده لا، العين بيبقى كنترولد على جرعه معينه من المتحكم في السيمتوم بتاعت الديبريشن بتاعته، مش فيسب ان انا اقلله، مش حاجه يعني متاحه ان انا اقلل الجرعه بالسهوله دي، يعني مش دايما مش حاجه قبلك ان انا اقلل الجرعه، لان هو السيمتوم بتاعت الديبريشن كنترولد على الجرعه دي، فمش مش سهل ان انا اقلل الجرعه بتاعته. واخر حاجه اديله بقى سلدنافيل. سلدنافيل ممكن يبقى مفيد للرجاله، والداتا مش افيلبل قوي على الفيميل. فكده هنعالج ازاي مشكله الاس اس ار اي سيكشوال ديس فانكشن بتاعتها؟ اول حاجه طبعا او قبل البوبروبيون وتندسي. خلينا نشوف الاخبار ايه. ممكن افكر اقلل الجرعه، يعني يا ريت طبعا لو ينفع ما فيش مشكله، الا اذا بس بشرط ما اثرش على الدبريشن سيمتوم. اه المفروض اه، ما عشان كده اصلا، عشان كده بقول لك ان الاوبشن دي مش متاحه، انا اصلا ببدا بالليست دوز وبعد ازود، فيعني عاده مش تبقى دي الحته المتاحه، اقلل الجرعه مش متاحه اصلا. طيب الحاجه الاخيره ممكن اعمل ايه تاني للعيان ده غير ان اضيف له بوبروبيون؟ اضيف اد سلدنافيل، ممكن اضيف سلدنافيل. طيب والبوبروبيون ده مميز قوي، عاوزكم تعرفوه من دلوقتي ان هو ده الحل لموضوع السكشوال اكتيفيتي. جايه دلوقتي، جايه حالا. تاني حاجه ممكن تعملها الادويه دي، ممكن تعمل لي حاجه اسمها سيروتونين سندروم. سيروتونين سندروم، ايه السيروتونين سندروم دي؟ السيروتونين سندروم لان كل الادويه دي بوتنت سيروتونيرجي وشغاله على السيروتونيرجيك، فالكومباينيشن اوف ذيس دراج مع اي دواء تاني اثر على السيروتونين يرفع السيروتونين جدا. طبعا لو انا عملت كومباينيشن بينها وبين الماو زي ما احنا قلنا من شويه، ما احنا الماو عشان كده محتاج اعمل ووش اوت بيريود عشان ما يحصلش السيروتونين سندروم. او مثلا حاجه زي الديكستروميستروفين، موجود في ايه الديكستروميستروفين ده؟ اه تلات ارباع ادويه الكحه، ده جدول اصلا بالظبط. ميبريدين، سيمباسوميميتيك، التريبتانز، خدنا التريبتانز دي فين؟ كانت في ايه؟ في الهيدك، في المايجرين بالظبط، تريبتان، وقلت السايد افكت ده هناك على فكره. كمان مع الليثيوم ومع التراي سايكليك اند بريسنت والاس اس ان راي. ايه بقى السيروتونين سندروم؟ اول حاجه هي حاجه من ثلاثه، نيورو ماسكولار هايبر اكتيفيتي، النيورو الماسلز هايبر اكتيف، تلاقي العيان مايوكلونس. ايه المايوكلونس؟ خدنا المره اللي فاتت. ايه المايوكلونس؟ انا مثلا دلوقتي اهو انا كده كده عندي كده اكني عندي مايكلونوس وانا بعمل كده اهو، كل شويه تلاقيني مثلا عملت كده اهو. ايه ده؟ ايه الانفولنتري ماسل موفمنت اللي حصلت دي؟ دي اسمها مايكلونوس.
مايو كلونوس. تاني حاجه التر ديمنتال ستيتس، عندي مشكله في الكونشس ليفل بتاعي. واوتونوميك انستابيليتي. ايه اوتونوميك انستابيليتي؟ الاوتونوميك فانكشن ده مره هارت ريتو سريع، مره هارت ريتو بطيء، يعرق، حاجات هايبر ثيرميك، هايبو ثيرميك. في اوتونوميك الحاجات اللي مسؤوله عن الاوتونوميك نيرفس سيستم مش ستيبل، اوتونوميك انستابيليتي. كل الحاجات دي تخلي تشك العيان عنده سيروتونين سيندروم. طب حلها ايه؟ ايه هنعمل ايه؟ ده وقفها. لا وقفها، وقف الادويه اللي عملت دراج انتر اكشن ده، اتخلص من الاوفندنج ايجنت اللي عمل لك المشكله دي. طبعا سبورتيف كير، يعني هتعمل له ايه؟ ما فيش حاجه يعني سبيسيفيك قوي للسندروم دي. سبورتيف كير، سبورتيف كير. يعني مثلا انت عندك مثلا عنده مايكلونس، المايكلونس ممكن عليه جاب ايه؟ دي نوع من السيزرز، بنزودايازبين مثلا. هايبر سيرميا، درجه حرارته عاليه، هعمل له ايه يعني؟ كمادات. ضغطه عالي، هعمل له ايه يعني؟ انت هايبر تنسيف ميديكيشن، يعني هعمل ايه؟ سبورتيف كير، دي اسمها سبورتيف كير. طيب طبعا واكسترا بايراميدال سيمتومز، ودي هنقولها المره الجايه، يعني المره الجايه هنقولها. الاكسترا بايراميدال سيمتومز. الويزدرول سيندروم دي تاني حاجه، تاني كلاس عمل لي الويزدرول سيندروم. مين اول كلاس عمل لي الويزدرول سيندروم؟ ها افتكري، تراي سايكليك اند ديبريسن. بالظبط، تراي سايكليك اند ديبريسن. قلنا ان هي ليها انتي ماسكارينيك اجونست، انتو ماسكارينيك انتاجونست، فكانت بتعمل لي بلور ديفيجن ودراي ماوس وكده. لما اجي اوقفها مره واحده تعمل لي كل الحاجات دي بالعكس، زود بقى السلايفيشن واللاكريميشن وكده. طيب ويزدرول سيمتومز سبيشالي الدراجز اللي شورتر هاف لايف، تبان عليها الحركه دي، ادويه اللي عمرها قصير. في جدول هنا بيوريكوا اطول واحد، بلاش خلاص مش مشكله في كده. الفلوكسيتين ده اكتر واحد بيقعد في الجسم على فكره. البروزاك ده الهاف لايف بتاعه طويله. حد ممكن يقول لي حاجه ما ننساهاش بيها؟ ان الفلوكسيتين ده اطول هاف لايف، حاجه ما ننساهاش بيها المفروض ايه؟ في السوق حاجه اسمها بروزاك ويكلي، في حاجه بروزاك ويكلي بيتاخد مره واحده في الاسبوع. بروزاك ويكلي 90 مللي جرام صح؟ لا بروزاك ويكلي تاخد مره واحده بس في الاسبوع، فده عشان الهاف لايف بتاعه طويله جدا. اي نعم هو معمول بفورميليشن وكده، فما تنساش بقى ان الفلوكسين هاف لايف بتاعه طويله جدا من الحته دي. طيب السايد افكت ده بيبان قوي على الادويه اللي هي ليها شورتر هاف لايف، يعني الناس اللي عندها شورت هاف لايف، فجراديوال دوز ريدكشن. سيمتوم طبعا بتبقى عباره عن ايه هنا؟ فلو لايك سيمتوم، شويه نوزيا، شويه شيلز، شويه نيورولوجيكال سيمتوم، شويه باراسيزيا، انسومنيا، شويه انكزايتي كده. طبعا لو البروبلم دي سيفير وبريزيستنت هتعمل ايه؟ لا ده بالعقل، دي ما فيهاش حاجه، دي هترجع الاس اس ار اي تاني اللي انت كنت وقفتها على نفس الجرعه اللي كنت فيها لحد ما تبقى السيمتومز تبقى قليله، تبدا تسحبها واحده واحده. يبقى كده في عندي حاجتين عملوا لي الويزدرول سيمتومز، مين هما؟ اول واحده التراي سايكليك اند ديبريسن، تاني واحده الاس ان الاس اس ار اي. طبعا بتزود الريسك اوف بليدنج، وبتزود حاجه اسمها هايبونيتريميا. خدتوا في شابتر فلويد الالكترولايت؟ خدتوها؟ خدتوا الفلويد الالكترولايت ولا لسه؟ تاخدوا في شابتر فلويد الالكترولايت. انت عارفين الصوديوم ليفل النورمال كام؟ لكام؟ 145. الصوديوم بقى لما يقل بيبقى ليه اسباب كتيره جدا، واحده من اسبابه يعني واحده تخلينا ندور ورا اسبابه ان عيان يكون واخد حاجه من الاس اس ار اي. لو عيان واخد اس اس ار اي دي بتعمل حاجه اسمها صياد سندروم اف ان ابروبريت انتي دايوريتيك هرمون. في المفروض ان الصوديوم اندر كنترول من السيرست العطش بتاعنا، وحاجه اسمها الانتي دايوريتيك هرمون فوق بيطلع من البوستيرور بيتيوتري. فالمفروض اطلع بركته، فالمفروض ان الهرمون دوت بيطلع في اوقات معينه، لما يطلع في اوقات غلط ان ابروبريتلي بيسموها صياد. فواحده من الادويه اللي تعمل الحركه دي الاس اس ار اي. فالاس اس ار اي من الادويه اللي بتعمل هايبونيتريميا ديو تو صياد، وهناخد الصياد ان شاء الله في شابتر الفلويد والالكترولايت. طيب ايه تاني؟ حاجه تانية برضو مهمه، جون في 2011 الاف جي اي كان عندنا اللي هو السيتالوبرام، كان قالت لك خلاص اخرج في الماكسيمم دوز بتاعنا، عملت كابنج 40 مللي جرام، ما تقدرش تعدي 40 مللي جرام، وقالت لك خد بالك ان الحكايه دي عشان موضوع الكيو تي برولونجيشن.
فقالت لك مش بس كده، انت مش مسموح لك انك تعدي 20 مللي جرام في عيانين معينين. زي ايه العيانين دول؟ العيانين اللي الكبد فيه مشكله، العيانين الكبار في السن، العيانين اللي عندهم بور ميتابولايزر للتو سي 19. التو سي 19 ده مسؤول عن الميتابوليزم بتاعه. عارفين في الكبد في بعض الميتابوليتيك انزايم اللي هي السيتوكروم انزايم، التو سي 19 ده مسؤول عن الميتابوليزم بتاعه. فلو انا بور ميتابولايزر، الدواء ده الليفل بتاعه هيعلى. بس طبعا تيل ناو على فكره براكتيكالي مفيش حاجه يعني مفيش في مصر حاجه تقيسها، او حتى اعتقد في اي حته يعني في الدنيا. اعتقد مثلا ممكن في امريكا اندر ريسيرش او حاجه مثلا ممكن يكونوا بيقيسوا الانزايمز دي. عارفين الانزايم ده ايه؟ التو سي 19 ده مسؤول عن حاجه مهمه تاني، ليه حاجه مهمه، ليه دراج انتراكشن مشهور. ها، مع ايه؟ عارفين البلافكس؟ عارفين البلافكس؟ بلافكس المفروض ده برو دراج بيتحول لاكتيف دراج بايه؟ بالتو سي 19. فعشان كده لما كانوا بيقولوا لما ندي معايا دواء سترونج انهبيتور للتي سي 19 زي النكسيام مثلا، بي بي اي قوي، المفروض ده بيعمل له انهبيشن فما يخلوش يتاكتف. فقال لك لا خلاص ندي مودريت انهبيتور ليه زي البانتوبرازول. فده عشان ما تنسوش التو سي 19 دوت، عشان مهم الانزيم ده داخل ناطط في كذا حته. طيب ايه تاني مهم عن الادويه ديت؟ طبعا الادويه دي في الاخر هي طبعا يعني تعتبر من الادويه السيف. عملوا منها بعض الفورميوليشن مثلا زي البروزاك زي ما قلت لكم بيتاخد مره واحده في اليوم، والباروكسيتين عشان يقلل موضوع النوزيا والفوميتنج. طيب كده رايكم ايه عن الجروب ده؟ هل هنستخدمه ولا مش هنستخدمه؟ الاس اس ار اي ايه؟ مع ان الكلام يقول ان هو مش هنستخدمه، لكن هو لا ده هو يعتبر ايه؟ اقل من الاثنين اللي قبله بالظبط، هو شبه اللي قبله لكن اقل من الاثنين اللي قبله. حتى الحاجات اللي بيعملها السيروتونين سيندروم ايه يعني دراج انتراكشن واخد بالي منه ومفيش مشكله خالص، يعني مش حاجه فيري كومن انها تحصل يعني. لكن هي ان جنرال هي الكلاسز اوف تشويز الاس اس ار اي. نيجي بعد كده للكلاس اللي بعد كده الاس ان ار اي، سيلكتيف نور ابنفرين ري ابتيك انهبيتور. دي بتنهبت البلوك الري ابتيك بتاع السيروتونين والنور ابنفرين. مين كان بيعمل كده؟ برافو عليك، تراي سايكليك اند ديبريسنت. ما تراي سايكليك اند ديبريسنت انا لسه قايل برضو من دقيقتين لو ركزنا كده فيها، تعالوا هنا، كانت بتعمل ايه؟ كانت بتبلوك السيروتونين والنور ابينفرين ري ابتيك برضو، ده كان الديزايربل افكت بتاعتها صح. اما الاس ان ار اي برضو ما هي بتعمل نفس الحركه، بلوك السيروتونين والنور ابينفرين ري ابتيك انهبيتور اهو. عشان كده هو دايما عاوز يقارن الكلاس ده الاس ان ار اي بالتراي سايكليك، لان هم اخوات. يعني التراي سايكليك دي لو كانوا طلعوا زمان كانوا حطوهم من ضمن التراي سايكل، الاس ان ار اي دي لو كانت طلعت زمان كانوا حطوهم من ضمن التراي سايكل. ايه اللي خلاهم فصلوهم؟ بيتر سايد افكت، السيفتي بروفايل بتاعهم احسن بكتير، فليه نحطهم معاهم؟ ما بيعملوش بقى المشاكل بتاعت التراي سايكليك. فعشان كده دايما هتلاقوا دايما في الكتب يقارن بين الاس ان ار اي، هيقارن دايما بين الاس ان ار اي والاس اس ار اي والتراي سايكليك اند ديبريسنت. فبيقول لك انلايك التراي سايكليك اند ديبريسنت هم ليهم نيجليكتبل افكت على اذر ريسبتور، ما بيأثروش قوي يعني على الكولينرجيك ولا الانتي هيستامينيك، فكده هيخلصوني من موضوع الدراي فيجن البلور ديفيجن والدراي ماوس والكونستيبيشن واليور ريتينشن وكل الكلام ده، وموضوع الويت جين هنشوف يعني لسه شويه فيه، وكمان موضوع الاورثوستاتيك هايبوتنشن. الادفيرس افكت لو جينا خدنا الفينلافاكسين، الفينلافاكسين ده من الادويه الحلوه شويتين بس عيبه شويه ممكن يرفع الضغط سنه، انكريز البلاد بريشر يوجوالي مايلد ونوت كلينيكالي سيجنيفيكانت. فانليس ذا بيشنت از انكنترولد هايبرتنشن، الاس ان الاس الفينلافاكسين بالذات في الجرعات اللي فوق ال 150 شويه بيبدا يعمل دوز ريليتد انكريز في الهايبرتنشن، فمش محبب، هي حاجه نوت كلينيكالي سيجنيفيكانت. لكن لو عيان هايبرتنسيف مش هو ده اول اختيار، يعني مش هو ده اول حاجه، لان مش كونترا انديكيت يعني، بس ستيل مش ده افضل اختيار. نيجي بقى للمشهور كلنا عارفينه الديلوكسيتين، اللي هو مين في السوق؟ لا ده مشهور جدا ده. مين الديلوكسيتين؟ مين الديلوكسيتين؟ لا سيمبالتا. سيمبالتا بيستخدم في ايه بقى الديلوكسيتين في السوق؟ سيمبالتا بتاع ليلي سيمباتكس، ماشي ده الجينيريك بتاعه، بس انا دايما بحفظ البراند يعني عشان هو اللي بيبقاش فيه خلاف كل الناس تبقى المفروض عارفاه يعني. فده بيستخدم في ايه؟
نيروباثيك بين اف دي ابرود في العينين اللي عندهم نيروباثيك بين. تاني اهو الادويه دي اهو تراي سايكليك اند ديبريسنت كانت برضه في البين، والاس اس ار اي والاس ان ار اي برضه في النيوروباثيك بين. انا عايز افريك ان الادويه دي يعني ما انت يعني مش كل يوم عدد مرضى الدبريشن مش كتير لدرجه ان تخلي الادويه دي تصرف بالكميات دي في الصيدليات، يعني ما ليها اذر يوزز غير كده اصلا. مش لازم عشان انا جيت خدت منك علبه سيمبالتا يبقى انا عندي ديبريشن يعني، صح؟ بس انا عاوز بس يعني تربطه بس الادويه دي بتستخدم فور نيوروباثيك بين. طيب طبعا السيمبالتا اذا هيباتو توكسيك فمش يفضل طبعا في عيانين الهيباتيك انسفيشنسي ما بتستخدمش، وبرضه افويدد في الناس اللي عندها رينال، ويعني عاوز كبده سليمه وكلى سليمه كمان. الديسفيلا فاكسن يعني مش مشهور قوي، والليفو ميلر بنيسين برضه مش مشهور قوي. نيجي بعد كده بقى ليه شويه حاجات ميكسد. اول واحد فيهم الفيلدازودون. الفيلدازودون مشكلته ليه او اول حاجه فيه حلوه هو هيباتو توكسيك، هو والاخوه التاني، بس حالته لور انستنس اوف سيكشوال ديسفانكشن. يعني الفيلدازودون ده اكتر حاجه فعلا عملها لي لور انستنس اوف سيكشوال ديسفانكشن، فانا هحطه جنب الحاجات الحلوه بتاعت السيكشوال ديسفانكشن. كان مين اول واحد فيهم؟ البوبروبيون. تاني واحد فيهم الفيلدازودون. معلش سوري انا قلت فيلا زيدون، سوري انا نطقتها غلط. جاي حالا دلوقتي انتي بريسنت برضه. الحاجه الثانيه بقى الترازودون. الترازودون ده من الادويه اللي كويسه فعلا، بس مشكلته هو ما بيعمل، هو حلاوته ما بيعملش انتي كولينرجيك ولا كارديوك توكسيستي زي الاداي تراي سايكليك اند ديبريسنت، الا انه مشكله برضه ستيل بيعمل سيديشن وبيعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن. فانا ممكن استخدمه فور ايه؟ يوز ذا فور انسومنيا. فاكتر دواء بيستخدم فور انسومنيا الترازودون اللي هو التريتيكو. اتفضل يا دكتور. يعني بص التاني كنت اقدر اقول ان هو بيشتغل مثلا على البري سينابتيك، لكن ده بيشتغل حاجات كتير قوي، حتى تلاقي الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاع حاجات كتير قوي احنا مش عارفين هو ايه. ففي الاخر احنا بنستفيد من الدواء ده ايه؟ اكتر حاجه مميزه فيه ان هو اقل في السايد افكت، هو زيه زي اللي قبله بس اقل مثلا في حته السكشوال ديسفانكشن. فلو انا عنده سكشوال ديسفانكشن ادهوله مثلا مش عارف مثلا التريتيكو. التريتيكو كتير قوي بيستخدم في الادويه الناس اللي ما بتعرفش تنام بالليل، بيستخدم فور انسومنيا فيري كومن لان هو سيديتنج، دواء سيديتنج فبيستخدم فور سيديشن. وبيعمل حاجه تانية رخمه جدا، بيعمل بريابيزم. ايه البريابيزم؟ صح كده، برافو عليك، شكلك شفت الكيس دي قبل كده. لا انا سمعت عنها. طيب تمام، هو بيعملها بقى الترازودون. طيب النيفازودون، طبعا النيفازودون ده يعني والميرتازيبين. النيفازودون يعني من الادويه اللي مش بوبيلر خالص لان هو بيعمل هيباتو توكسيستي اصلا، فما يعني مش من الادويه اللي بتستخدم زيه زي اخوه الترازودون. بس هو يعني عشان الهيباتو توكسيستي بتاعته برضو نادرا قوي لما حد بيستخدمه اساسا. الميرتازيبين بقى اللي هو الريميرون ده فعلا بقى من الحاجات اللي بتستخدم كتير. اول حاجه مينيمال تو نو سيكشوال ديسفانكشن. الله، يبقى ده تالت واحد استخدمته للسيكشوال ديسفانكشن بعد اخوه اللي هو الفيلازودون والميرتازيبين والبوبروبيون، صح كده؟ يبقى انا عاوز اضيف ده كمان عليهم الميرتازيبين. الميرتازيبين يبقى انا عندي اول واحد ملوش سيكشوال ديسفانكشن الميرتازيبين، الفيلازودون والبوبروبيون. متفقين كده على الجزئيه ديت الثلاث حاجات دول؟ عشان دول لازم يعني حاول تكتبهم لوحدك عشان وانت بتذاكر تبقى فاكر الحاجات اللي هي مالهاش سايد افكت في السكشوال ديسفانكشن. طيب لكن هو ستيل برضو بيعمل ويت جين، كونستيبيشن، مفيش مشكله. نيجي بعد كده بقى للبوبريبيون اللي احنا عمالين نقوله اللي هو الويلبيوترين في السوق. البوبريبيون هو ارخم حاجه فيه انه بيزود الريسك اوف سيزرز. يعني هو زي ما كان حلو في حته السكشوال ديسفانكشن اداني عيب قصاده دفع ثمنها لو عيان عنده ابيليبسي او حاجه، مش هيبقى هو ده المفضل ساعتها. هو بيزود الريسك اوف سيزرز، دي اول مشكله ليه. طب هل ليه مشكله تانية حلوه؟ ليه حاجه تانية حلوه. ايه الحاجه اللي حلوه بتاعته؟ ديكريز الابيتايت. ديكريز الابيتايت، فلو عيان ويت جين او حاجه البوبر بيون ده هيكون حلو. يبقى البوبر بيون ده ضرب لي عصفورين بحجر. اول حاجه او يعني عمل لي حاجتين حلوين، زود لي قلل لي الابيتايت وزود لي امبروف السكشوال ديسفانكشن، لكن زود لي الريسك اوف سيزرز.
فالبوبريبيون او الولبيوترين ده دواء حلو، بس عيبه موضوع السيزرز ده. طبعا مش كل يعني الناس عندها لايبيلتي اوف سيزرز، فعشان كده يبقى من الايجنت اللي بتستخدم فيري كوملي. يبقى هنا هناخد البوبريبيون ده ابو اتنين في السكشوال، وحته الابيتايت. نيجي بقى لأرخم حاجة فيهم كلهم. طب أنا لسه قلت من 10 دقايق، يعني لا مش من 10 دقايق أوي الصراحة، هي من ساعة تقريبا، قلنا إن ال قلنا في أول صفحة خالص إن الأنتي دبر إن الدبريشن واحدة من السيمتومز اللي بنأسس فيها السويسايدال أتاك، صح؟ إن بيجيله دايما سويسايداليتي. طب تخيلوا بقى الموضوع معقد أكتر، إن لقوا إن الناس اللي هم الصغننين اللي هو في أعمار مثلا 19 و18 و20 24 كده، الاعمار دي لما بتاخد الادويه، لما بتاخد ادويه الانتي ديبريسنت السويسايدال ايديشن معاهم بتزيد. طب هي وحتى الان مش معروف هو اللي بيعمل الحركه دي هل الدواء نفسه يعني ولا طبيعي اصلا، ما هو المرض بيعمل سويسايدال ايديشن. فراح حكايه الاف دي، ما هو الدواء نفسه بيزود، هل الدواء نفسه اللي زود ولا اعراض طبيعيه من المرض يعني. فراح حكايه الاف دي رايحه دماغها، وراح جاي حاطه لك بلاك بوكس وورنينج. عارفين يعني ايه بلاك بوكس وورنينج؟ يعني زي سايد افكت معين او ورنينج معين الاف دي عاوز تلفت نظرك ليها، تقول لك خد بالك الزواج ده يعني لا بيعمل المشكله دي وركز فيها، عاوز تبقى ميك شور انت عارفها. ان هو كل الانتي ديبريسنت سواء القدام او الجداد بيزودوا اسوشيتد ويز انكريز الريسك اوف سويسايدال ثينكينج. حط خط تحت كلمه اسوشيتد ويز، يعني ايه اسوشيتد ويز؟ يعني ايه الجمله دي لما اقولها في اي سياق؟ يعني ايه اسوشيتد ويز؟ طب ايه الفرق بين ان انا يعني لما اجي اسالكوا سؤال ترو فولز؟ صح، برافو عليكي، هي ده انا عاوز اقوله. يعني لما اجي اقول لك هل الادويه دي بتعمل سويسايدال ايديشن، مش عرفني انا ما اعرفش، انا قلت اسوشيتد ويز. هم لقوا ان الناس اللي بتستخدمها بيجي لهم سويسايدال ايديشن، لكن هي نفسها بتعمل، الله اعلم، ما نعرفش. صح، نفس الفكره مثلا بنقول دايما مش عارف ليفربول بيكسب لما محمد صلاح بيلعب، لكن هل نقدر نقول ان محمد صلاح اللي بيكسب ليفربول؟ ابدا ما اقدرش اقول الجمله دي. عشان اقدر اقول الجمله دي لازم اجيب ليفربول وهو بيلعب والفريق التاني برضه، واثبت كل الفاكتور بنفس الملعب بنفس مستوى اللعيبه، اثبت كل حاجه بنفس الكوتش بنفس الظروف بنفس كل شيء، والعبهم الماتش مره بصلاح ومره من غيره. لو في كسبه ساعه بس صلاح واعمل استاتستيكال اناليسيس والاقي سيجنيفيكانت فعلا، يبقى ساعتها محمد صلاح هو اللي بيكسب الفريق، الموضوع منتهي خلاص، دي كده راندومايز كنترول ترايل خلاص انا متاكد. لكن في الوقت اللي احنا فيه انا ملاحظ ان كل ما ينزل محمد صلاح يكسب الفريق، يطلع يقعد على الدكه يبقى مش كسبان، يبقى دي اسمها اسوشيتد ويز، ما اقدرش اقول ان هو اللي بيكسب. فمفهومه الجزئيه دي؟ فعشان كده الادويه دي بنستخدمها، لان ما اقدرش اقول هي يعني، عشان بس لو حد سال نفسه سؤال ده مرض بيعمل سويسايدال ايديشن وادويه بتعمل مش بتعمل اسوشيتد سويسايدال ايديشن، ازاي استخدمهم يعني؟ لا، ما احنا مش قادرين نقول هي فعلا بتكوز، هي اسوشيتد ويز. مفهوم كده الجزئيه دي؟ يعني ايه اسوشيتد ويز؟ طيب فايتس امبورتنت تو مونيتور البيشنت. والحته دي ظهرت في الناس الصغننين 24 سنه، الناس الصغننين اطفال و24 سنه. فايتس امبورتنت تو مونيتور البيشنت سبيشالي للتشيلدرن والادوليسنت فور تريتمنت فيلير اور وورسنينج سيمتوم اوف ديبريشن سويسايدال ايديشن وين ذيس دراج ار انيشيتد اور دوز انكريز. يعني عاوز يقول لك لما تبدا الادويه دي او تزود الميديكيشن، عينك على عيان قوي عشان تعرف تلقط هو العيان ده يعني لو بدأ يسوء السويسايدال ايديشن بدأ يزيد عنده، لا يبقى هنا ممكن يكون الأدوية دي محتاجة أنت تعدل الريجيم بتاعته، محتاج تبعد عنها، محتاج توقفها، محتاج تروح لحاجة مثلا سايكو ثيرابي بس، محتاج تروح لحاجة إلكترو كونفالسيف ثيرابي بس، زي ما هيبقى الأوبشنز متاحة. طيب حد كده عنده سؤال في الميديكيشن كميديكيشن؟ لا ده كتير، لسه جاي دلوقتي حالا 4 أسابيع، مش أقل أسبوعين من الأربعة. دي من الادويه الاس اس ار اي برضو بالبيشنت اوف كاونسلنج، مش هياخد البروزاك النهارده هيتحسن النهارده، لا ده ان شاء الله يعني 4 أسابيع تقريبا عشان يبدا يبان تاثير. ايه ده سنه ده عشان يبقى لا سنه ده كتير قوي، سنه ده يعني ماكسيمم مثلا ممكن توفر العين 12 اسبوع مثلا عشان تبدا تاخد قرارك تغير، لكن سنه ده كتير كتير قوي، لا 4 أسابيع 6 أسابيع 12 أسبوع. لو شو بارشل ريسبونس يعني جاي دلوقتي بارشل ريسبونس يعني ريسبونس مش كامل، ممكن توفر هيم كمان شهر ولا حاجة كمان تريتمنت، لكن سنة كتير شوية.
طيب تعالوا ناخد كده بعض التيبس وبعض الكي في اختيار الادويه. اول حاجه فول سيلكشن، اول حاجه كل الانتي ديبريسنت ار كونسيدر ايكوالي افيكيشيس كافيكاسي وايز. انا قلت من شويه ان في دواء مش افكتيف فيهم، انا كل اللي عمال العب عليه عمال احط ايدك على ساد افكتات، لكن ما حدش جاب سيره الافيكاسي. هم كلهم افكتيف الصراحه، ودي حقيقه كلهم افكتيف. مش بالضروره، مش بالضروره يعني، مثلا في حاجات مثلا زي السكشوال اكتيفيتي ويت اند سي، هنديه هنستنى نشوف، ممكن يبان دلوقتي ممكن يبان بعد شويه، الله اعلم. مش بالضروره. بص هتلاقي اصلا جمله غريبه جدا بعد شويه، ثواني هوريها لك. اول حاجه فيرست لاين ميديكيشن، اول حاجه ممكن نبدا بيها طبعا الاس اس ار اي، الاس ان ار اي طبعا، البوبريبيون والميرتازيبين، الحاجات اللي هي الحلوه دي، دول دايما عاده بنبدا بيهم. بص بقى دايما بنكونسيدر طبعا بوسيبل دراج دراج انتر اكشن، دراج ديزيز انتر اكشن، كونكرنت النس وبرير ريسبونس وفاميلي ممبر برير ريسبونس وبيشنت بريفيرنس وكوست. من ضمن الاختيارات اللي بنختاره على اساسها الانتي ديبريسنت، مش بس طبعا الدواء ان يكون افكتيف، هل في دراج انتر اكشن مع حاجه تانية، ادي واحده، الكوست طبعا بتاعه، البرير ريسبونس لو العين ده كان بطل الانتي ابيليت بدا الانتي ديبريسنت دراج وكان بيستجيب على كلاسز معينه، طب ليه لما يجي له الابيسود تاني هو ينط احنا ما نديلوش نفس الكلاسز؟ وعشان برضو في حته جيناتيك، طب لو في فاميلي دايما الدبريشن بتلاقوه عند ناس في عائلات دون عن عائلات، فلو في حد من الفاميلي ممبر بيستجيب لايجنت معين هو ينط ان انا بريفير الايجنت ده واجربه ونشوف هل ممكن الناس دي العيله دي عموما بيستجيبوا للثيرابيوتيك كلاس دوت. فدي برضو من الحتت اللي بتحكم الاختيار ده كسلكشن. الاونست الحته اللي بقى سالت عليها، بص هنا بيقول ايه، فيزيكال سيمتومز هي دي بتتاح بدري، فيزيكال انرجي لوس وسليب ديستربنس امبروف بيفور الافكتيف سيمتوم. يعني احنا قلنا ان من شويه في حاجات ليها علاقه بالكونسنتريشن، وفيها حاجات في السيمتومز من شويه، وحاجات ليها علاقه بالديبريسد مود والسايكو موتور ريتارديشن، وفي حاجات تانية فيزيكال اللي هي النوم الاكل والشرب يزيد ويقل، الحاجات دي هتستجيب بسرعه، لكن الحاجات التانية لا، مش اقل من 6 اسابيع. سيمتوم كان ريسبوند از ايرلي از بوسيبل، ممكن تبقى اسبوعين، لكن ان جنرال من 4 تو 6 ويكس تو سي ا فول افكت اوف انتي ديبريسنت جيفن ذا كوركت دوز، حط تحتها خط كوركت دراج كوركت دوز اند ادهيرنس، يعني مش اقل، عشان العيان نقدر نستجيب. ممكن العيان يشو ريسبونس اسبوعين بدري بس ما جابش، مش معناه تغير الدواء خالص، استنى عليه اديله فرصته الكافيه اللي هي تقريبا من 4 ل 6 اسابيع تقريبا بالفول دوز، يعني ما يعني الجرعه بتاعه الدواء الفول ثيرابيوتيك دوز بتاعته، وتاكد الادهيرنس بتاع العيان فعلا بياخده ولا لا. العيان فعلا ممكن يقول لك اه انا ما باخده، ممكن يكون مش بياخده اصلا. طيب فريمبر ات ميك تو اب تو 12 اسبوع عشان تشوف طبعا الفول ثيرابيوتيك افكت. ف مين كان سأله السؤال بتاع الافكت؟ دكتوره ولا دكتوره؟ سأل الافكت اه حقيقي. فكده الفيزيكال الحاجات العاديه اللي سليب والويت والكلام ده، ممكن تلاقي بدا يتعدل شويه، نوم وبدا يتظبط، الشهيه بتاعته بدات تتظبط، الحاجات الفيزيكال الحاجات اللي هي كانت فيها افكتيف المود اللي مسؤول عن المود الديبريشن والكلام ده، لا دي متاخره، ممكن اب في ناس من اول اسبوعين تلاقي في افكت، لكن الطبيعي اللي كل الناس بتقع فيه تقريبا شهر شهر ونص تقريبا، اب تو بقى 12 اسبوع. بس هو بيقول لك هنا انك مدي العيان فرصته الكامله، يعني مدي العيان فرصته، مدي الدواء فرصته الكامله، انك مختار الدواء بالجرعه الصحيحه الماكسيمم توليريتد من غير سايد افكت طبعا للفول ديوريشن دي، ما كنتش انت مثلا اصلا بالمينيمال دود اساسا وقاعد عليها 3 شهور وتقول لي الدواء ما جابش نتيجه، يعني ما انت كده، انت كده ظلمت الدواء، لازم تزود الجرعه بتاعته صح؟ ما هو فعلا بيجي مثلا شهر ما جابش حاجه خالص، بعد شهر ونص مثلا من العلاج ما فيش ولا الهوا، واضح ان الدواء ده مش هيجيب نتيجه. ممكن توفر هيم حاجه من اتنين بقى، يا تيجي مثلا تروح جاي رافع الجرعه للماكسيمم وتكملي الفتره اللي جايه، يا اما لو هو العيان ريحك واداكي بارشال ريسبونس، اداكي شويه ريسبونس، يبقى ساعتها اه والله ده هي مشكله الجرعه، انا ازود الجرعه واستنى تاني واشوف. في الاخر خالص هو الدواء فرصته 12 اسبوع تقريبا، يعني 12 اسبوع ده يعني كام شهر؟ 3 شهور تقريبا. اه 3 شهور. اه بالظبط، بتدي جراديوال. اخر حاجه الحته اللي بعد كده اللي انا باكد عليها اللي هي دي الاديكوت ترايل، اديكوت ترايل اللي هي ترايل انكلود الكوركت دراج فور ذا فور بيشنت اند ثيرابيوتيك دوزز فور ابروبريت ديوريشن. بصوا هنا شويه رفعها، ما انا معايا من 4 ل 6 اسابيع الانست واب تو 12، قال لك ممكن تقول لك من 4 ل 8 اسابيع، خليها شهر لشهرين دواء كده عشان يبقى تمام، يعني يبقى ماشي على الدواء
بالماكسيمم ثيرابيوتيك دوز من شهر لشهرين، يعني كله بيلعب في حته 4 اسابيع 6 اسابيع 8 اسابيع، عاوز تزودها قوي 12 اسبوع. طيب الريسبونس والريميشن، الريسبونس العيان اقول العيان ده عنده ريسبونس يوجوالي ديفايند 50% ريدكشن من السيمتوم، عمال اقول لك العيان وراكي ريسبونس ولا لا، ما قلتش ريميشن ولا مره واثناء ما بتساليني. ريسبونس يعني العيان 50% ريدكشن عن البيز لاين بتاعه، لكن ريميشن لا، ده ريميشن ده رجع على السكورز اللي قلناها ورا اكنه نورمال، عارفه السكورز اللي شفناها ورا لما كنا اول ما بدانا المحاضره خالص. يبقى على دي، لا هو هنا اهي يرجع مثلا على السكور ده مثلا تحت الخمسه مثلا في السكور ده، وعلى الهام مثلا اعتقد تحت السبعه، تحت يعني سبعه، يعتبر تحت السبعه يبقى نورمال، فيرجع على السكورز دي نورمال، يبقى كده ساعتها اقول العين ده عنده ريميشن، لكن ريسبونس 50% ريدكشن عن الرقم اللي كان فيه. طيب نيجي بعد كده ليه طبعا اوبتمايزنج الدوز. اخر حاجه طبعا زي ما قلنا الافيكاسي، الافيكاسي اوف انتي ديبريسنت طبعا عمل لها تيستنج كتير، بغض النظر عن اي دواء انت هتستخدمه، هل كل عيان يعني لازم يكون يستجيب من اول دواء؟ لا، اول محاوله لاي دواء عاده نص العيانين بيستجيبوا، يعني ده كتير شويه 30، بس هو هنا زودها قال من 60 ل 70، عاده يعني مش لازم الدواء من اول مره يجيب نتيجه، يعني عادي جدا معروف ان في جزء كده من العيانين لا لازم تجرب معاهم واحد واثنين وثلاثه، ادي اول واحده ما تيأس من اول مره. الافكتيفنس مور ريفلكتيف اوف كلينيكال براكتس لور اقل. ايه الفرق بين الافكتيف والافيكاسي؟ قبل بس الحته دي ما نعديها، ايه الفرق ما اقول الدواء ده عنده افيكاسي عاليه وافكتيف؟ بص هو هنا بيقول ان الافيكاسي اوف انتي ديبريسنت اكوردنج تو ريجرس كلينيكال ترايل من 60 ل 70% من العيانين ريجاردليس الدراج، والافكتيفنس مور ريفلكتيف اوف كلينيكال براكتس اباوت من 50 ل 60%. ايه الفرق بين الافيكاسي والافكتيفنس؟ لا مش كده. الافيكاسي اللي هي في بيسموها في بصوا الكلينيكال ترايل بيئه ستيرايل، بيئه عقيمه. يعني ايه بيئه عقيمه؟ العين تحت ايد الدكتور، العيان معروف انا ما كنت داخل كلينيكال ترايل، لا ده كل حاجه بالمسطره والقلم والرصاص مظبوطه، الدواء الساعه كذا يعني الساعه كذا، الجرعه يعني الساعه كذا يعني الساعه كذا، مفيش جرعه هتقع، كل حاجه مظبوطه، التحليل مظبوط والمونيتور كل حاجه ستيرايل، حاجه عشان يعني حاجه مقفوله ما فيهاش اي تعديل. لكن في الحقيقة لا طبعا، هو في الحقيقة ما بيحصلش زي ما بيحصل في الكلينيكال ترايل، لا طبعا يعني لا عادي جدا ممكن اخر ساعة بقى وساعة وقع جرعة واخد وكده، ففي فرق. فدايما اللي بتريبورت في الكلينيكال ترايل دي افيكاسي، اما الافكت بتاع الافكتفنس دي اللي هي الكلينيكال براكتس، عشان كده تلاقوا الرقم نازل شويتين، ده طبيعي في اي حاجة على فكرة، ده طبيعي في اي حاجة، يعني ان يبقى في فرق بين اللي في الكلينيكال ترايل وفي البراكتس بتاعنا. طيب ايه تاني عاوز اقوله؟ الريميشن ريت طبعا هو عادة 30%، وده اللي هنشوفه بعد شويه، يعني عاده او يعني متوقع ان العيان ممكن يعني مجرب مع اي واحد من دول الريميشن ريتش يكون 30 في مثلا، لو عندي 10 عيانين 3 منهم هيرجعوا للنورمال تاني، و7 هيحتاجوا ان انا اد اون ثيرابي او ان انا العب فيه. اخر حاجه عاوز اقول لكم عليها الدراج انتر اكشن، جاب فيها قبل كده على فكره سؤال، يعني فدي فور اكزام بيربوز لازم تبقى يعني ايه معروفه، يعني فور اكزام بيربوز لازم تكون معروفه. يعني مثلا عندنا زي ما احنا قلنا، بس في واحد انتوا حافظينه دلوقتي المفروض، مين اللي انتوا حافظينه؟ تو سي 19 كان مع بالظبط موجود، ادي واحد اهو، الفلوكسيتين، سوري الفلوكسيتين اهو. طيب نبدا بعد كده العلاج، يبقى كده في شويه تيبس هناخدها، ان احنا اول حاجه ان في فرق في الافيكاسي بين الادويه وبعضها، تاني حاجه ان الاديكوت ترايل، يعني ايه اديكوت ترايل؟ يعني ايه اديكوت ترايل؟ اللي هي تقريبا قد ايه؟ 4 6 ويكس، 4 تو 8 ويكس، ما فيش مشكله. طيب اختيار الدواء نفسه بناء على ايه؟ هل في فرق في افكاس من الادويه وبعضها؟ لا اكيد طبعا، ده لا مش هنا. تمام مفيش فرق. طب انا هختار الادويه بناء على ايه لما كلهم فعالين كده؟ بالظبط كده. وهل لو في فاميلي ممبر كان بياخد الدواء دوت او كان في قبل كده بريفيوس ترايل؟ صح كده. طيب
متوقع من العينه اشوف ايه، ايه الريسبونس اللي انا متوقعه، اشوف اللي هي اسمها ريسبونس. طب يا اما يخف خالص يعني يرجع للنورمال، اسمها ايه؟ ريميشن. طيب تعالوا، يبقى كده معنى كده ان احنا هنقسم التريتمنت فيز بتاعتي لثلاثه فيز. اول فيز اكيوت فيز، ودي شورت تيرم ومدتها 12 اسبوع. 12 اسبوع هدفي فيها ايه؟ ماي جول ايه في ال 12 اسبوع دول، في اول مرحله من العلاج، اول 3 شهور من العلاج ماي جول ايه؟ اول حاجه ريميشن، محتاج ان انا ماي جول، انا نفسي ان انا اجيب للعيان ده ريميشن، محتاج الايدل سيناريو ان انا اجيب العيان وادي له الدواء ده لمده 12 اسبوع بالجرعات المظبوطه بتاعته وكل حاجه مراعيها، المفروض يحصل ريميشن. ده ماي جول في اول، في الاكيوت فيز. هنشوف ده ايدل، بس ان شاء الله لو ما حصلش عاده، لو حصل يبقى كويس. الحاجه اللي بعد كده في الكونتينيويشن فيز، دي من 4 لـ9 اسابيع، دي انا عاوز الكيب السيمتوم ان ريميشن بالفول ثيرابيوتيك دوزز. يعني في المرحله اللي بعد كده عامل زي ما يكون واحد كان بيحارب، كسبت حته من الارض اول في الفتره الاولانيه، كان هدفي ريميشن، ارجع ارضي، ارجع السيمتومز بتاعتي مره تانية. بعد كده عاوز احافظ عليها بالفول ثيرابيوتيك دوز. طيب بعد كده عاوز امنع ايه؟ عاوز امنع ان انا ارجع لها تاني، صح؟ عاوز احمي نفسي. فهنخش بقى كده في المينترنس فيز، دي فترتها بقى على حسب الشخص، يعني ما اقدرش اقول قد ايه، بس هنا هدفي بريفنت ريلابس. بس خدوا بالكم من الجمله دي كده، لونج تيرم ثيرابي ات فول ثيرابيوتيك دوزز مي بي ريكوايرد ان بيشنت ا هاي ريسك اوف ريلابس انكلودنج رير ايبيسودز اوف ديبريشن اور سترونج فاميلي هيستوري. هنا انا بحاول يا اما انزل بالجرعات، يا اما احاول ان انا انزل بقى بالجرعه، ما انا بدات ابدا اشوف العيان. فعشان كده ان العيان هيقعد قد ايه في الفتره دي وجرعاته قد ايه، هو ساعات العين اللي بيحكمه. لو عين مثلا كل شويه يجيله ريلابس 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 كل كام سنه يخش في في الموضوع ده كل ريكرنت، يبقى خلاص بقى العين ده لا، المينترنس فيز ممكن يمشي على طول على الفول ثيرابيوتيك دوزز. لكن عين هيك ايبيسود واحده او اتنين ايبيسود مثلا من سنين طويله ولسه اول مره يجيله ريلابس من فتره طويله، لا ساعتها ممكن انزل الجرعه واقلل المينترنس فيز. تمام كده في الجزئيه ديت. طيب وقلنا الريميشن خلاص، وقلنا حته الادكوت ترايل اللي هي الفول ثيرابيوتيك دوزز من 6 تقريبا ل 8 اسابيع او من 4 ل 8 اسابيع مفيش مشكله. If one drug has failed, another drug يا اما from another class is often tried. However, patient who don't respond to one SSRI may respond to another. تاني عاوز يقول لك مش معنى ان العيان ما استجبش مثلا للاس اس ار اي مثلا فانت لازم تروح رايح للاس ان ار اي، مش بالضروره. جوه الاس اس ار اي لو جربت ممبر ممكن ممبر تاني هو يستجيب ليه جوه نفس الكلاس، مع ان المفروض ذا سيم افكت، بس فروق في الاشخاص وبعضها للاستجابه بالظبط. فانت ممكن تجرب مثلا مع عيان البروزاك مثلا وعيان ما جابش نتيجه، فانت دماغك تقول لك طب انا اروح ادي كلاس تاني خالص سيمبالتا مثلا، لا ممكن عادي جدا جوه نفس الكلاس ما جابش البروزاك حط مكانه السيبراليكس او السيتالوبرام او الباروكسيتين او او الحاجات دي. مفهومه الجزئيه ديت؟ بص هو الدبريشن غريب اساسا الاطوار كله على بعضه في استجابته للادويه يعني. طيب اخر حاجه تريتمنت ريزيستنت، وتريتمنت ريزيستنت بقى خلاص ده فيلينج تو ريسبونس تو تو اور مور ايجنت من تو ديفرنت تو دو، خلاص العيان ده ما بيستجيب فيه اتنين كلاسز خلاص فشل فيهم. فات ذيس بوينت بقى ساعتها تدي له يا اما الكترو كومبالسيف ثيرابي يا اما كومباينيشن ثيرابي يا اما اوجمنتيشن ثيرابي. ايه كومباينيشن ثيرابي ده وايه اوجمنتيشن ثيرابي؟ حلو، اوجمنتيشن لا لقوا ان بعض الادويه ده كومباينيشن، لقوا ان بعض الادويه اللي هي ملهاش انتي ثيرابيوتيك انتي ديبريسنت افكت اصلا لما تتحط معاهم تزود الافكت بتاعهم، فعشان كده سموها اوجمنتيشن. فالكومباينيشن اجيب اتنين انتي ديبريسنت احطهم مع بعض، و اوجمنتيشن ان انا كومباينيشن ان انا اجيب اتنين انتي ديبريسنت مع بعض، اوجمنتيشن ان انا اجيب واحد ملوش علاقه بالموضوع اصلا لما اجي احطه تلاقيه زود الافكت بتاع التاني. ده ببساطه يعني. فانا ساعتها العين الريزيستنت ده بقى جرب معايا كومباينيشن اوجمنتيشن ريكتو كونفالسيف ثيرابي زي ما يعجبك. طيب في حته الكومباينيشن هنا اكومباين مين مع مين؟ بصوا هنا، هنا بقى مش معروف قوي الموضوع اكومباين مين مع مين. يعني مثلا بيقول لك ايه؟ سيريدروم ادي واحده، برافو عليكي. وحاجه ثانيه الدراج دراج انتراكشن بينهم وبين بعضهم بس خلاص. الاوجمنتيشن ثيرابي ان انا احط ايه بقى؟ حاجه مثلا زي السكند جنريشن انتي سايكوتيك. طب ايه علاقه الانتي سايكوتيك بالموضوع؟ ايه اللي جابها هنا؟ هي دي انتي ديبريسنت؟ لا، فلما احطها مع الانتي ديبريسنت لقوا ان ده بيوجمنت الاكشن بتاعهم،
ده بيدي افكت. حاجه مثلا زي الكيوتابين وكده، حاجه مثلا زي الكيتامين، حاجه زي الليثيوم، حاجه زي اللايوثيرونين. ايه اللايوثيرونين ده؟ ايه اللايوثيرونين ده؟ ثيرويد هرمون. لا وبرده طيب تعالوا ناخد تريتمنت الجوريزم. في ستار، حاجه اسمها ستار دي ترايل، انا بيتهيألي هنا اعمل لكم هايبر لينك ليها للي يحب يقراها. لا مش هعملها. دي ستار دي ترايل حبت تحط طريقه للعلاج او الجوريزم للعلاج. تعالوا نشوف كده اول خطوه بداوا مع العيانين بايه. بداوا اول حاجه في ليفل 1 انيشال تريتمنت والسيتالوبرام. بداوا اول حاجه بالسيتالوبرام. مين السيتالوبرام ده؟ SSRI. طب خلاص ماشي مفيش مشكله. المفروض كان متوقع ريميشن ريت يحصل قد ايه؟ احنا قلنا الريميشن ريت في اي مرحله في اي دواء لوحده قد ايه؟ 30% تقريبا المفروض يحصل ريميشن ريت. فانا متوقع ان في ناس هتكمل معايا ما يحصل لهمش ريميشن، صح كده؟ هتعمل لهم ايه؟ قال لك يا اما سويتش لبوبروبيون او سيرترالين او فيلافاكسن او سي بي تي او اوجمنت بسيتالو برام او بوبروبيون او بوس بايرون. لو انا بدات من الاول باثنين انتي ديبريسنت بيسموه كومباينيشن، لو رجعت حطيت انتي ديبريسنت في النص تاني ممكن يسموه ساعات اوجمنتيشن. فهو هنا عشان كده سماها اوجمنت بسيتالو برام او بوبروبيون او بوس بايرون او سي بي تي. بعد كده قال لك ممكن بعد كده تسويتش للسي بي تي اللي مع البوبروبيون، وفي اخر حاجه خالص قال لك خلاص مش عارف تعمل حاجه سويتش. يعني الموضوع ببساطه يعني انت بتبدا باس اس ار اي ما جابتش نتيجه تقلب لانذر ايجنت اس اس ار اي ما جابش نتيجه، ممكن تروح جاي قالب تحط حاجه تانية اوجمنت ما جابش نتيجه، ممكن تحط كومباينيشن ما جابش نتيجه، تحط اوجمنت ما جابش نتيجه، تعمل الكترو كونفالسيف ثيرابي. يعني دي البلايرز اللي قدامك كلها. طيب نيجي بعد كده ليه اي بي از 25 ييرز اولد وومن، عمرها صغنن، ودايما الدبريشن بيجي في الاعمار ديت. جايه لور براكتس ويز ديبريسد مود ذات هاز وورسند ديورينج ذا باست فيو ويكس. شي ستراجل تو جيت اوت اوف ذا بيد ان ذا مورنينج وين شي هاز نوت سليبنج. شي از ايتينج. She has gained 4.5 kilogram in the past month. تخنت شوية. She is worried about her job and doesn't feel that he is pulling her weight. Even so, she recently received a glowing evaluation. She has passive thought of harming herself, but no definite plan. Her medical history include an anxiety, gastroesophageal reflux disease, hypothyroidism. She is currently take levothyroxine 100 mic per day ولانزوبرازول 30 مللي جرام كل صباح والبرازولام نص مللي جرام 3 times daily for anxiety. Which medication would be treat her symptoms؟ تاني اول اول واحد ماشي، بس ثواني ثواني حد ممكن يقراها تاني معايا؟ ممكن مثلا الدكتوره مثلا قولي لي مثلا اول حاجه ايه، احكي لي الكيس عشان بس نعرف نفكر فيها. اول حاجه هي ويت جين. ماشي. تمام 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 عشان عندها ايه؟ عشان عندها تمام. تمام يعني بس تمام مش بالضروره يعني، بس تعالي نشوف مين احسن اختيار. التراي سايكليك اند بريس انا اقدر اطلعها بره الموضوع اصلا، صح؟ الايه ليه؟ قولي ليه؟ ليه لا غير الوجين اصلا؟ ما كلهم هيعملوا وجين ان شاء الله. كلهم هيعملوا وجين. لا ليه اطلع الديزبرامين اصلا من الاول؟ لا عشان ده تراي سايكليك انت بريسن، عاده ما بداتش بيه من الاول.
يعني ده ما كانش من البوبيلار كلاسز اصلا ان انا ابدا بيها اساسا، فانا هطير الـ البتاع ده من الاول اساسا. طيب المرتازبين ناقص لي كده الاختيار بين الفلوكسيتين والباروكسيتين والمرتازبين. تعالوا ورا، احنا كنا بنقول الفروق بين الباروكسيتين ده الموست سيديتنج صح كده، والفلوكسيتين ده كان الموست اكتيفيتنج، ادي واحده صح كده. طيب ديسفانكشن، يبقى انا المفروض هنا اختار لها ايه؟ الفلوكسيتين بالظبط كده. كلهم والله يا دكتور هم اختلفوا كتير. اول حاجه قالوا مثلا هو اصلا من اعراض ما هو اصلا يعني مش معروف اصلا الويت جين نتيجه الميديكيشن، نتيجه يعني نتيجه الدواء ونتيجه ان المرض اتحسن. اول احتمال ان مثلا دلوقتي انا عندي ديبريشن فانا باكل كتير او ما باكلش، فالمفروض لو اديتني الميديكيشن ضيعت الديبريشن فابدا اكل صح، فيحصل ويت جين. طب هل الويت جين اللي حصل ده اصلا بقى عشان الدواء كان افكتيف ضيع الدبريشن، ولا عشان الميديكيشن هو اللي بيعمل ويت جين؟ فالله اعلم يعني مين ال... لا مش هو يعني مش ما ربطوهاش قبل كده بحاجه زي كده. مش صح ده صح ما ماشي، بس طب لما يعمل كده ما هوش معنى في حاجات تانية بتعمل ويت جين وما بتاثرش على الهيستامين قوي يعني، يعني مثلا ده الكلام ده هيبقى صح فعلا مع تراي سايكليك. طب مثلا الاس اس ار اي لا ليه بتعمل بتعملش وتعمل وتجيل ليه؟ مش معروف يعني الميكانيزم كميكانيزم مش معروف. طيب ناخد بعد كده كانذر كيس. 54 years old man with a sleep apnea hypertension woman sorry type 2 diabetes and chronic pain she is in clinic today. دكتور دعاء اتفضلي. دكتور دعاء ودكتور هدى الصوت واضح ولا لا؟ مش عارف هو في مشكله في الصوت. طيب اي زد از 45 years old woman عندها sleep apnea hypertensive type 2 diabetes و chronic pain. المشكله مش عندي. تمام يا دكتور مرة. She is in clinic today for assessment for her depressive symptom and medication evaluation. She endorses sad mood. يعني قالت ان انا عندي sad mood, appetite, poor appetite, lost تقريبا 6 ل 8 كيلو جرام, poor concentration, feeling of hopelessness and worthlessness for the past 3 weeks. هي كده الكرايتيريا واضحة جدا عليها يعني. She has also stopped going to her book club because she is not motivated to get out of the house. And she has frequent nocturnal awoking. She denies suicidal or homicidal ideation. She denies any use of alcohol, tobacco or illicit drugs. She currently takes hydrochlorothiazide, metformin, hydrocodone, acetaminophen and aspirin. Her current body mass index is 20 and her blood pressure is 152 على 100 على 94. She reports adherence to her current medication اللي هي كانت hydrochlorothiazide ماشي وميتفورمين والحاجات دي كلها تاني. Which is selective serotonin reuptake inhibitor would most likely to interact with his current medication. ايه اكتر واحد ينتراكت مع الميديكيشنز بتاعتهم؟ ده سؤال بقى كان عاوز حد ايه مذاكر الجدول بتاع الانتراكشنز. بصوا في الجدول الانتراكشن ده سؤال فعلا يعني قوي، عاوز حد يكون عنده معلومات. ثانية واحدة. باروكسيتين اندوس. بصوا ملاحظين التو سي دي 6، التو دي 6 هنا انزيم. التو دي 6 مين هو اللي بيانديوس ومين هو اللي بينهبت؟ عندنا الانهبيتور ليه الباروكسيتين صح كده؟ الباروكسيتين از انهبيتور. طب مين من الادوية ديت بيشتغل على بيشتغل على التو دي 6؟ بس دي لو حد عرفها يبقى برافو عليه يعني. مين الأدوية دي بيشتغل بيحصل له ميتابوليزم بالتو دي 6؟ لا دي معلومة بيزكس شوية يعني حد يكون عارفها من الأوبيويد. لو حد اتعامل مع الأوبيويدز، الأوبيويد زي الكوديين والهيدروكوديين الميتابوليزم بتاعها بيتم عن طريق التو دي 6 انزيم. التو دي 6
فهي المفروض سبستريت ليها. فانا لما انهبت الباروكسيتين ينهبت الدواء دوت او ينهبت الانزيم ده، فالادويه دي الليفل بتاعها هيبقى عالي جدا، صح كده؟ فمش هقدر استخدم الباروكسيتين معاها. ده تطبيق مباشر على الجدول، يعني ان الباروكسيتين بيشتغل على 2 دي 6 وانهبيتور ليه، والعينه بتاخد الكودايين، والكودايين نفس الكلام بيحصل له ميتابوليزم بال 2 دي 6. فهنا ده مصدر الدراج دراج انتراكشن. السؤال ده معتمد على حاجتين، انك تكون عارف اصلا الجدول ان الباروكسيتين على 2 دي 6، وان انت يكون عندك معلومه ان الاوبيويدز بيحصل لها ميتابوليزم، معظمها في منها كتير عن طريق 2 دي 6. طب حد هيقول لي كنت اعرفها منين؟ لا، في اثناء الكورس بتتقال الحته دي كتير، يعني اثناء الكورس في حاجات تانية، في حتة تانية بنقول فيها الاوبيويدز، هتلاقي بعد ما تخلص في الاخر خالص هتلاقي الحته دي لازقه في دماغك، هتبقى عارف المعلومه ديت ان ال 2 دي 6 انزيمز مسؤول عن الكوداين والهيدروكوداين. فالسؤال ده فعلا يعني محتاج، يعني مش عارف الجمهور اول مره. طيب which antidepressant would be the most appropriate؟ ايه اكتر antidepressant مناسب ليها؟ هل البوبروبيون ولا الفلوكسيتين ولا الميرتازيبين ولا الفينلافاكسين؟ وليه؟ اول واحد البوبروبيون ينفع ولا ما ينفعش؟ لا، البوبروبيون ملوش دعوه بالضغط. اول حاجه وزنها بور ابيتايت، صح كده؟ هي فقدت وزن 6.8 من 10 كيلو، صح؟ طب تعالوا كده نشوف، نراجع ورا البوبروبيون كان ايه مميزاته. تعالوا كده ورا، انا حفظتها لكم. ديكريز الابيتايت، هل اخسسها اكتر؟ لا، يبقى الدواء ده مش هو الاختيار الافضل. طب تعالوا ناخد اختيار تاني كده، الفلوكسيتين البقالي والميرتازيبين والفينلافاكسين. الفلوكسيتين، هي العينه دي كان عندها مشاكل في النوم او حاجه؟ فين فريكوينت بتصحى كتير من النوم. طب الفلوكسيتين كان بيعمل ايه؟ نرجع لها ورا، فلوكسيتين كان الموست اكتيفيتنج، فما ينفعش. لا، يبقى مش ده احسن اختيار. يبقى ما بقاش الاختيار غير اتنين، اول واحد الميرتازيبين والفيلافاكسين. الفيلافاكسين لا، ليه؟ عشان الهايبرتنشن، رغم ان انا قلت ان هو مش كونترا انديكيت ولا حاجه، الا ان هي العيانه يعني ضغطها اصلا كده هي هايبرتنسيف، فليه اديها دواء بيرفع لها ضغطها؟ فساعتها يبقى الاختيار الافضل والامثل هو الميرتازيبين. ايه انا لسه مش سامع حاجه. اوكي يا دكتوره مروه، حاضر. طيب نرجع للسؤال ده تاني، 25 years old woman جايه للبراكتس with depressed mood، يعني هي عندها depression، صح كده؟ ادي اول واحده، he has worsened during the past few weeks. واحنا في اول المحاضره خالص واحنا بنتكلم عن الدبريشن هو ايه، قلنا ان هو لازم يكون معدي اسبوعين، فعشان كده بقول لك سيفرال ويكس، يعني عشان يقول لك ان هي ميتنج الكرايتيريا، وعندها واحده من الحاجات الموست اللي هي الديبريسد مود. طب تعالى نشوف ايه تاني في الكيس. She struggled to get out of the bed in the morning، مش عارفه تقوم ليه بقى، عشان هي نوت سليبنج، ما بتنامش. ففعلا ادي واحده عندها مشكله في النوم. She is eating بتاكل كتير. She gained من 4.5 كيلو جرام in the past months، ووزنها زاد في اخر 4 شهور، اخر فتره 4.5 كيلو. يبقى هي ما بتنامش وعندها weight gain. هي قلقانه about الجوب and don't feel she is pulling her weight، هي قلقانه في شغلها وحاسه ان هي مش واخده وزعها، يعني even so she recently achieved a glowing evaluation، على الرغم ان هي عندها evaluation كويس. She has passive thought of harming herself but not definitive plan، عندها خط، عندها يعني افكار انها تضر نفسها، كلها ماشيه مع الدبريشن، الا انها ما عندناش definitive plan. She is currently take بتاخد سيروكسين لانزوبرازول every morning والبرازولام 3 times per day للانكزايتي. طبعا very common ان عين الدبريشن يبقى عنده انكزايتي على فكره، يعني عادي، يعني دايما او السايكاتريك ديس اوردر بتحصل مع بعض. طيب اول حاجه خيارك هنا بين الديزبرامين والفلوكسيتين والميرتازيبين والباروكسيتين، اول واحد ده ينفع اصلا؟ ده التراي سايكليك اند ديبريسنت، ده ينفع؟ لو تفتكروا مع بعض لما جيت فكرتكم بان التراي سايكليك اند ديبريسنت كانت بتعمل سايد افكت كتيره، كان الاورثوستاتيك هايبوتنشن، كان السيديشن، كان الانتيكولينرجيك، وقلت لك بعد كده في ملحوظه هنا
قلت لك خد بالك ان هي مش هتكون هي البريفير تراي سايكليك، هي افكتيف لكن الادفيرس افكت ليميت زير يوز. فناو النيورال هم اللي ريبليس الكلاس ده من الادويه، صح كده؟ طيب بعد كده اتفقنا بعد كده على الاس اس ار اي، قلنا فيهم حاجات شويه حاجات مهمه، قلنا ان هم كلهم بيعملوا ويت جين زي ما احنا قلنا، بس في حته الانسومنيا كان عندي الفلوكسيتين والسيرترالين كان الموست اكتيفيتنج، والباروكسيتين والفلوفوكسامين كان الموست سيديتنج، وقلنا ان السيتالوبرام والانانشمر اس سيتالوبرام ما كانش ليهم اي افكت على الموضوع. طب هي العينه دي لوجيكالي كده المفروض اختار لها ايه؟ هي كانت ايه مشكلتها، بتنام ولا ما بتنامش؟ نوت سليبنج، ما بتعرفش تقوم من الصبح، مكمله نوم كتير، فمحتاجه حاجه اكتيفيتنج اللي هي الفلوكسيتين. طيب يبقى عشان كده انا اخترت الفلوكسيتين، صح كده؟ بس عنده سؤال حد كده؟ عندك سؤال يا دكتورة تاني؟ تمام. طيب نيجي بعد كده ليه الباي بولر. ايه بقى الباي بولر؟ اللي احنا قلناه من شويه ده اسمه يوني بولر او ميجور ديبريسيف ديس اوردر، كان بول واحد يعني اللي هو بيسموه احادي القطب. نيجي بقى للباي بولر ده اللي هو ثنائي القطب. ايه القطبين بقى؟ ان عنده الحاجه وعكسها، ملح وسكر وملح كده، ميه وزيت عكس بعض. اول حاجه الباي بولر طبعا كاركترايزد بوان اور مور ايبيسود اوف مانيا اور هايبومانيا اند اوفن ويز ا هيستوري اوف وان اور مور اوف ميجور ديبريسيف ديس اوردر. طبعا هو كده العيان هيبقى عنده ميجور ديبريسيف ديس اوردر زي اللي احنا قلناه، وعنده مانيا. ايه المانيا بقى؟ المانيا دي اللي هي abrupt onset of symptoms escalating during several day، يعني تلاقي العيان مرة واحدة كده في خلال أيام، تلاقي العيان مرة واحدة كده المود بتاعه عالي جدا، المود بقى elevated بقى عالي قوي، حاسس بجراندوزتي، حاسس بالعظمة، حاسس ان هو ايه؟ مبسوط بزيادة، عنده أفكار كتيرة جدا، أنا هبقى رئيس جمهورية مصر في خلال يوم من دلوقتي، هنزل اجمع كده فاهمين، انا هبقى اغنى راجل في العالم فورا، انا عندي افكار، عنده ريسنج سوتس، ريسنج يعني عنده افكار متلاحقه ومتعاقبه، مش عارف ما بينامش من كتر النشاط والحيويه اللي عنده، ما بينامش خلاص، احنا مش هننام، احنا هنشتغل، هو فاهمين قصدي. فهو الراجل ده بيبقى دايما عنده يعني كل حاجه مهيبره، فعنده جراندوزتي، عنده irritability، decreased need for sleep، flight of ideas، عنده افكار متلاحقه من الـ من الـ من الافكار، وريسنج سوتس، بريشرايز ذيس بيت، عاوز يتكلم وخلاص، هو عاوز يتكلم وخلاص، بريشرايز او المفروض ما فيش يعني، هو عاوز يتكلم وخلاص، عنده افكار عاوز يعرضها دايما. كمان الراجل ده عنده طبعا مشكله بقى في ايه؟ حلو قوي ان الواحد يكون عنده افكار متلاحقه وكده ومش عاوز ينام، وكل الكلام ده حلو يعني ماشي، ما فيش مشكله طبعا، بس خدوا بالكم عنده بور جادجمنت، بور جادجمنت يعني ما اعرفش يحكم. ما تيجي مثلا تدي له مثلا مشروع تجاري مثلا، نفرض كذا وكذا، عارفين مثلا فاكرين فيلم اللي هي مسلسل الكبير قوي لما كان بيقول له احنا هنعمل مشروع اقتصادي عملاق جدا، وكان بيتكلم بجد ويبان الراجل يعني هو بيتكلم مع المحافظ، بيتكلم ان انا عنده فعلا مشروع اقتصادي عملاق يقلب الدنيا في القرية اللي كانوا عايشين فيها. فقال له بص احنا هنعرف القلم والرصاص، فقال له عارفه، قال له عارف الاستيكة اللي فوق، قال له عارفها، قال له احنا بقى ولا هنعمل قلم رصاص ولا هنعمل استيكه، هنعمل الصفيحه اللي حوالين الاستيكه. فتخيلوا يعني، بص هو عنده افكار وعنده كل حاجه، بس ستيل بور جادج يعني، هو ده يعني اللي هيعمل؟ وراجل ما بينامش وبتاع، فهي نفس المثال يعني، عنده بور جادجمنت في في الحاجات. كمان انفولفمنت ان بليجربل اكتيفيتي ويز بوتنشال نيجاتيف كونسيكونس، لما تحطه في حاجه بليجربل لا ما يبقاش مبسوط، وعاوز دايما كده شغال فرج. طيب ايه تاني السيمتومز دي؟ طبعا اف سيفير مي هاف سايكوتيك سيمتوم، طبعا لما بتكون سي هي طبعا هي عاده هي بتكون سيفير، تلاقي معاها كمان هلوسه وديلوجنز اللي هي خرافات، وديلوجنز يعني فيكسد فولس بليف يعني اعتقادات خاطئه. كمان العيان دوت ماركت امبير طبعا الحته دي اهم حاجه وباكد عليها، ماركت امبيرمنت في السوشيال والاوكيوبيشنال فانكشن، الاعراض دي عامله له، ما احنا كل يوم قبل ما ننام برضو بتلاقي جاي لنا مشاريع عملاقه نعملها اول ما نصحى من النوم الصبح، والكلام ده ما بيحصلش، بس هل الكلام دوت بيأثر يعني، ده يعتبر بيمنع ان احنا نقوم بوظائفنا واعمالنا وكده؟
لا فده ملوش دعوه بال يعني الهايبر مانيا ملوش دعوه باللي بيحصل لبعض الناس. يعني تلاقي مره واحده كده، لا انا بص انا هنزل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، بص انا مش هنام انا هخلص كذا يعني كده. لا ده ملوش علاقه، لازم يكون في امبيرمنت في ال في الاوكيوبيشنال والسوشيال لايف، دي حته مهمه. يعني هايبومانيك العكس بقى، او يعني يعني اللي فات ده كله بس بمايلد شويه مش العكس ولا حاجه. طبعا ده ليه سيفور فورم من المانيا دي لاست اتليست 4 دايز، يعني على الاقل دي تبقى زي اللي فوق لكن كل حاجه بتبقى اهدى شويه. اللي فوق ده ممكن يحتاج هوسبيتاليزيشن، يعني اللي فوق المانيك ده بيحتاج يخش المستشفى عشان يسيطر على الـ على الـ على المانيك الابيسودز اللي فيه ده. اما الهايبومانيك عاده مش محتاجه ابيسودز. واخر حاجه الميكسد اللي هو عنده الاثنين في نفس الوقت. خليني اسالكم، الهايبومانيك دي مش ممكن تبقى ميس دايجنوزد؟ ادي واحده صح كده. طيب نيجي بعد كده ليه انواع الباي بولر. اول نوع الباي بولر تايب 1. الباي بولر تايب 1 دي كرونيك ديس اوردر فيها واحده او اكتر من المانيك او الميكسد بلس ا ميجور ديبريسيف ديس اوردر. يعني انت عندك ميجور ديبريسيف ديس اوردر ومعاها يا مانيك حاجه فيها لها علاقه بالمانيا، يا مانيك يا ميكسد، يعني لازم المانيا تكون موجوده. تاني بصوا احنا من شويه قلنا، عشان بس ما تتلخبطوش في الحته دي اكتبها بس على البورد احسن. جايه حالا جايه حالا. اول حاجه احنا قلنا العيان ده عنده مانيك صح كده، هو هايبو مانيك او ميكسد صح، او ميجور ديبريسيف ديس اوردر. دي كده اربع الاحتمالات اللي ممكن تكون عند العيان. اول نوع تايب 1 هيبقى عنده مين فيهم؟ تايب 1 بيقول لك لازم يكون عنده 1 اور مور من المانيك او الميكسد اند ميجور، يعني واحده من المانيك او الميكسد مع الدبريشن صح كده. يعني هو يعني ما هو ميكسد يبقى عنده اكيد كانت مانيك اكيد من ضمنها المانيك صح، فكده لازم يكون عنده مانيك مع ميجور ديبريسيف ديس اوردر. ادي تايب 1 ديبريشن مع مانيا، سواء المانيا جايه لوحدها او مانيا ميكسد مع حاجه تانية صح كده. ما الميكسد ايه ماشي مفيش مشكله، بس اهم حاجه تكون فيها المانيا مفيش مشكله. طيب الحاجه اللي بعد كده بايبولر 2. بايبولر 2 بقى 1 اور مور ميجور ديبريسيف ديس اوردر معاها اتليست 1 هايبومانيك ابيسودز. هنا بقى معايا الهايبومانيك، ممكن نعملها بقلم كده مثلا، هايبومانيك مع الميجور ديبريسيف ابيسود. اخر حاجه بقى واخر نوعين بقى ان العين يقلب، اللي هو الرابيد سايكلينج، يقلب بين الاربع حاجات مع بعضها. اما السايكوليميك ديس اوردر دي ان هو يبقى هايبومانيا مع مايل ديبريشن بس مش بيميت اي كريتيريا من الكريتيريات اللي فاتت ديت. يبقى اول حاجه باي بولر 1 ان يبقى عنده يا مانيا يا ميكسد مع الديبريشن. باي بولر 2 انه يكون عنده معاه هايبومانيا، رابيد سايكلينج بيقلب. تمام كده. طبعا بايبولر تايب 1 يعني بارتيكولاري تايب 1 از اوفن مس دايجنوزد از ميجور ديبريسيف ديس اوردر، ذا دايجنوز از امبورتنت بيكوز ذا تو كونديشن ار تريتد ديفرنتلي. الدكتوره قالت لي هو ليه بيحصل مس دايجنوز صح؟ ما هو حسب بقى العيان جاي لك، هو جاي في الديبريسيف مود ولا جاي في المانيك فيز؟ فانت ممكن تبقى مس دايجنوز ليه، يعني لو جاي بالمانيك عاده المانيك هتبقى واضحه مانيا، لكن لو هو اصلا بيجي له هايبومانيا ممكن الاهل ما يوصفولكش الموضوع صح كهيستوري او كده، فانت تمس دايجنوز بالديبريشن. طب هو في مشكله لو العيان ده مس دايجنوز بالديبريشن؟ برافو عليكي صح كده. العيان البايبولر ما بياخدش انتي ديبريسن، بالعكس اكشوالي الانتي ديبريسن هنا هتورسن السيمتومز اكتر. فاحنا مش عشان كده لازم يحصل كلير دايجنوزس انك تميز العيان ده هو ديبريشن يوني بولر ولا باي بولر. تمام كده. امال هنا هنستخدم له ايه بقى علاجات؟ هنستخدم له حاجه من ثلاثه بس، خد بالك حتى اللفظ هيسميها ايه، هيسموها مود استابيلايزر، حاجات بتستابيلايز. هو الراجل ده هو موده عالي وموده واطي، انا عاوز المود يستابيلايز. ايه الحاجات اللي بتستابيلايز المود او اللي معروف عنها كده؟ حاجه من ثلاثه، يا الليثيوم وذا موست افكتيف وان، يا الانتي كونفالجنت
الحاجات بتاعت التشنجات اللي خدناها امبارح المره اللي فاتت. قلنا مين من المره اللي فاتت ليه انتي ليه باي بولر؟ مين مين يا دكتوره؟ اي واحد؟ اه مين؟ ادي واحد لاميكتال صح ولا الفلوكاس؟ برافو عليك، شكرا. صح، والتجريتول قلنا في دوزج فورم معينه منه الكربامازيبين اسمها اكويرتو بتستخدم، يبقى كده خلاص صح كده. يبقى مين من الانتي كونفولجنت اللي ليها استخدام كانتي ديبريشن كانتي مانيك او كانتي باي بولر؟ اول واحد مين؟ اللاموتريجين صح كده، وايه والفالبرويك اسيد والكربامازيبين، تمام كده. يبقى انا ايه يعني عليه كلام بس ما مش قوي برضو عليه. اخر واحد خالص الاتيبيكال اند سايكوتكس. الاتيبيكال اند سايكوتكس، مين الاتيبيكال اند سايكوتكس اللي بيستخدموا لعلاج ايه دول؟ سكيزوفرينيا. السكيزوفرينيا هناخدها المره الجايه، في منها الادويه بتاعتها في حاجه اسمها فيرست جينيريشن القديمه اللي هي بيسموها التيبيكال، والحاجات الجديده الاتيبيكال اللي هي الجديده السايد افكت بتاعتها احسن، اللي هي زي الكيوتابين مثلا في السوق، زي الزبريكسا مثلا في السوق، كل ايه الابليفاي ده البيست سيلر اكتر واحد بيباع فيهم. يبقى المود ستابلايزر حاجه من ثلاثه، ليثيوم انتي كونفولجنت واتيبيكال اند سايكوتيك، ما قلتش انت ديبريسنت خالص اهو، ماشي كده. دي اول كي ديفرنس في التريتمنت. مايلدر فورم منها، مايلدر فورم منها. لا الدبريشن هو موجود عند الاثنين، لكن الاساسي في تايب 1 هي الميكسد او المانيا بالظبط، في تايب 2 بتبقى هايبومانيا، هي دي الاساسي بالظبط. بص هو كلامنا كله على التايب 1 اساسا، تايب 2 ده مش معمول عليه ابحاث كتير فمش معروف قوي يعني اكزاكت استراتيجي في علاجه، هو تايب 1 هو الاكتر. نبدا باول حاجه الليثيوم. الليثيوم الميكانيزم اوف اكشن بتاعه الله اعلم، مش معروف انون، لكن بيقولوا ان هو ليه شويه نيورو بروتكتيف. المانيا هو الجولد ستاندرد فور تريتمنت اوف تايب 1 باي بولر، ده الليثيوم هو الجولد ستاندرد فعلا في العلاج، افكتيف سواء العيان كان في المانيك ابيسود وفي الديبريسيف ابيسود، يعني هو يقدر يعالج العيان سواء جاي لك بمانيك او سواء جاي لك بديبريشن، مش احنا قلنا ساعات يبقى كده وساعات يبقى كده، يقدر يعالج العيان في الاستيت دي وفي الاستيت دي. ايه تاني؟ Also not particularly good antidepressant as a monotherapy in unipolar depression. It's effective in patient with bipolar disorder. طب هو انا جبت سيرته هناك as a monotherapy، انا حطيته مع حد تاني وسميتها augmentation. طب اشمعنى هنا؟ يبقى حتة مهمة جدا ان هو هنا في البايبولر هو effective as antidepressant و antimanic. لكن هو لوحده كantidepressant في الdepression كان effective؟ لا. دي نقطة مهمة. هو كانتي ديبريسنت في الديبريشن في علاج الديبريشن كنت بقدر استخدمه الليثيوم مونو سيرابي مونو لوحده؟ لا، كنت بستخدمه مع حاجه تانية. تمام. ايه تاني برضو مفيد في الليثيوم؟ انتي سويسايدال افكت. طب ما حلو جدا دي، فهو معنى كده الناس دي عندها سويسايدال ايديشن، طب ما كده يبقى حلو. ايه كمان تاني مهم؟ انتي مانيك افكت بيظهر بعد من اسبوع لاسبوعين من العلاج، والانتي ديبريسنت افكت كالعاده متاخر، بيستخدم بيظهر بعد تقريبا من شهر ونص لشهرين من العلاج. يبقى تاني، يبقى عمنا الليثيوم ده ليه ثلاثه انتي، انتي ايه وانتي ايه وانتي ايه؟ انتي ديبريشن بس في الديبريشن كنت استخدمه كمونو سيرابي، خلاص احنا الحته دي مش هنقولها تاني. انتي ديبريسنت، انتي مانيك، وانتي سويسايدال. طيب الانتي مانيك بيظهر بدري ولا متاخر؟ بدري. والانتي سويسايدال والانتي ديبريسنت متاخر. نايس، حاجه بس اخيره، الانتي مانيك في المانيك ابيسودز الدنيا العيان بيبقى هايج جدا، فممكن ان احنا نحط معاها حاجه زي الانتي سايكوتيك او البنزو دايزبين عشان اكفر الاسبوع او الاسبوعين اللي في الاول دول. ممكن حاجه نحط حاجه من الحاجات تشتغل بسرعه زي البنزو دايزبين عشان اقدر يقدر يسيطر على العيان بسرعه شويه. في الاول ما اصل هناك ما عنديش، ما كانش عندي حاجه، ما في يعني كل الاند بريس بتاخد وقت اصلا، فما عنديش الحته دي ان انا اعملها، ما فيش. لكن هنا لا، انا عندي حاجات سريعه، البنزودايازبين سريعه اقدر استخدمها.
طيب الدواء ده طبعا بيحصل له 95% اكسكريت ان اتشينج باي كيدني بالجلوميرال فلتريشن. الدوزنج بتاعه تقريبا من 600 ل 900. مشكلته بقى هي الحته ديت، هو طبعا بيحتاج زي ما انتم عارفين ثيرابيوتيك دراج ليفل، يعني المفروض الليثيوم يتقاس له ليفل في الدم، نارو ثيرابيوتيك اندكس. اول مشاكله جي اي تي، بيعمل نوزيا وفوميتنج ودايريا، بيبقى حلك ساعتها ممكن تقلل الدوز او ايه ده، تقلل الدوز او تراي الاكستندد ريليس برودكت او تقسم الجرعات. الرينال ليه مشكلتين كبار على الرينال. اول مشكله رينال ان هو يعمل لي بولي ديبسيا وبولي يوريا، يخلي العيان يخش الحمام كتير كتير، يفقد ميه كتير، فريديوس الدوز. وهنا هعالجه ب تراي اميلورويد اور هيدروكلوروثيازايد، بس الهيدروكلوروثيازايد بتزود الليثيوم كونسنتريشن. تاني هو بيعمل بولي يوريا، ما تستغربوش، هات دايريتك او هات دايريتك ايه بولي يوريا، يعني يخش الحمام. هقول لك ليه، لان هي الفكره صح، ادي واحده صح مش صح كده، وبيخلي التيوبيولز مش بتلم الميه، بيخلي الكوليكتنج تيوب مش عارفه تلم الميه تاني، فالميه تقع بولي يوريا. فالمفروض ان لما بدي الهيدروكلوروثيازايد او التاني الاميلورويد دوت، لا يخلي التيبيول ترجع تاني مره تانيه، تسيبه ويسيب هو التيبيول وتمسك هي ويرجع يلم مره تانيه الميه اللي بتقع ديت. فهو على فكره فيري كومن ان هي تستخدم في علاج، يعني الناس بتقعد تستغرب ازاي دايريتك، هي دايريتك هي ويك كده كده، وازاي تستخدم لعلاج البوليوريا. البوليوريا ديو تو ليثيوم انديوزد، البوليوريا ديو تو ليثيوم انديوزد دي بيسموها، عارفين بيسموها ايه ديت؟ بيسموها ايه؟ دي الدايابيتس انسيبيدس، نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، ان المفروض ان الفازو بريسن طالع من فوق، فالمفروض يخلي يطلع من فوق من السي ان اس من البرين، يروح يشتغل على الكوليتنج تيول في الكلى، لا ما بقاش يشتغل، فالميه بتقع بوليوريا. فعشان هي عشان هو طالع من فوق تمام مفيش مشكله، والمشكله عند الكلى ان هي ريزيستنت ليه، فبيسموها نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. بالظبط. مش بتستجيب ليه بالظبط صح، ده دي اسمها نيفروجينيك. لو هي المشكله من فوق سنترال بيسموها سنترال دايابيتس انسيبيدس، لو هي مشكله من الكلى يبقى اسمها نيفروجينيك. هو بقى الليثيوم بيعمل نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس دي، فبدي ايه عشان اعالجها؟ بدي الاميلورويد او الهيدروكلوروثيازايد، بس الهيدروكلوروثيازايد مش هو المحبب. ليه؟ عشان بيعمل دراج انتر اكشن مع الليثيوم وبيزود الليفل اوف ليثيوم كونسنتريشن. فين قصدك؟ بالظبط صح كده. صح كده. طيب طيب ايه تاني؟ طبعا بيبوظ الثيرويد فانكشن، بيخلي الثيرويد ما بتشتغلش، ساعات بتزودها وساعات بيقللها. تريمورز، والحاله دي تريمورز اديها بيتا بلوكر، ممكن يعمل راش، ممكن يعمل سي ان اس توكسيستي، وطبعا توتالي افويدد في الفيميل بالذات في الفيرست تريمستر لانه بيعمل تراتوجينيستي. طيب اول حاجه طبعا على الكلى هعمل له ايه؟ همونيتور الكلى طبعا، هيشوف وظائف الكلى، همونيتور وظائف الكلى عن طريق ايه؟ سيرام كرياترين. بالظبط، سيرام الكترولايت هنبص عليها بيريوديكالي، كالسيوم، ثايرويد فانكشن عشان اعرف ان الست حامل ولا لا، اللي هو الاتش سي جي عشان تاثيره على القلب، الاي سي جي عشان تاثيره على البلاد السي بي سي، والليثيوم ليفل طبعا ده اهم حاجه. سيرام ليفل ماست بي مونيتور، ذا هاف لايف از اباوت 1 داي. طيب اي دواء لما بحب اسحبه واقيس له ليفل لازم يكون في حاجه اسمها الستيدي ستيت. يعني ايه ستيدي ستيت؟ والله العظيم رجعي الكوليس تدرس اسقط الكاينتكس، اسقط الكاينتكس. لا لا انت قلتي صح، لا انت بس انت قلتي صح على فكره، بس انت قلتي ليه ماكسيم كونسنتريشن، انت قلتي صح، كملي. لا انت قلتي الداخل قد اللي خارج، صح كده داخل، بس مش ماكسيم كونسنتريشن. ماكسيم كونسنتريشن اسمها سي اس اس ماكس او البيك. ايه الستيدي ستيت؟ الستيدي ستيت يعني هي المفروض ان اي دواء في الدنيا عشان يبقى افكتيف يعني لازم يكون محافظ على ستيبل كونسنتريشن في الدم. عشان اقدر اوصل للستيدي ستيت دوت كلينيكالي محتاج على الاقل من 3 ل 5 هاف لايف، يعني تقريبا من 3 بيقولوا ساعات ل 7 هاف لايف، فخلينا نقول 5 هاف لايف.
فمثلا الدواء لو الهاف لايف بتاعته مثلا ساعة يوم، يبقى انا محتاج اسحب ليفل بعد 5 ايام تقريبا، يعني من 3 لـ5 ايام اوكي، من 3 لـ6 ايام اوكي. لو هو كان مثلا نص ساعتين يبقى 2 في 5 بعد 10 ساعات مثلا اقدر اسحب ليفل واتاكد ان هو كده في الستيدي ستيت. على فكره ده اللي بيفسر في شويه ادويه معينه بنديها لودنج دوز. ليه بدي لودنج دوز عاده؟ عشان اوصل لحاجه شبه الستيدي ستيت دي بسرعه، عشان دايما عشان اخلي اللي داخل قد اللي خارج. طيب ماشي. فالدواء ده المفروض اعمل له مونيتورنج عند بعد طبعا 5 هاف لايف، اللي هو تقريبا بعد 5 ايام. لكن اتس نوت لكن even if it's not in a steady state may prudent to obtain a serum concentration 3 days after dose adjustment. ليه بقى في الحاله دي؟ يعني ممكن ساعتها ان انا اسحب ليفل، اديت العين دلوقتي جرعه وبكره اسحب ليفل، يبقى انا هدفي ادور ورا ايه هنا؟ توكسيستي اكتر، اتاكد ان انا ما اديتش جرعات كبيره. العكس، لكن انا الطبيعي يبقى انا كده ممكن اسحب للدواء في الستيدي ستيت عشان اتاكد ان انا في الثيرابيوتيك رينج. تمام، ممكن اسحبها قبلها لو انا عاوز اشوف التوكسيستي اخبارها ايه. تمام كده؟ على فكره دي جنرال رولز على فكره، يعني برضه هتلاقي مثلا في الايبانوتين، ايه اللي يخليني اسحب ايبانوتين قبل ما يوصل للستيدي ستيت؟ عاوز اشوف انا اديت جرعات كبيره قوي يعني للدرجه دي خليت العين ده توكسيك ولا لا، لكن عشان اتاكد العين ده في ستيدي ستيت وخلاص هيمشي على الجرعه دي لفتره طويله وتمام مفيش مشكله، يبقى اسحبها في الستيدي ستيت. الستيدي ستيت بتاعت اي دواء تقريبا من 3 ل 5 هاف لايف تقريبا، يعني 5 هاف لايف كويس قوي. طيب موست كلينيشن بيقول لك ان انت ممكن تقيم التارجت بتاعك من 8 من 10 ل 1 و2 من 10، ده في الاكيوت، وفي المينترنس يبقى الجرعه اقل شويه، اقل 2 من 10، 6 من 10 ل 1 من 10. طيب الدراج دراج انتر اكشن بتاع الدواء دوت، في واحد قلناه من شويه مش محتاجين نقوله اصلا، السايازايد دايريتكس كان بيزود الليثيوم كونسنتريشن، والاميلورويد لا ما كانش بيزودها، ما كانش بيقوي يعني، ما كانش يعني، كان ساعتها يعني اقل، كان ساعتها باخده عشان خاطر البوليوريا بس، ما كانش في مشكله، ادي اتنين حافظينهم. اخر حاجتين عاوزين نعرفهم النيوروليبتكس او الكربامازيبين، السايوفلين اول حاجه بيقلل الليثيوم كونسنتريشن، والكربامازيبين بيزود السي ان اس توكسيستي. طب هو اشمعنى هنا قال الكربامازيبين بالاسم يعني؟ طيب والنيوروليبتكس اللي هي ايه؟ الانتي سايكوتيك، عشان برضو بستخدمها بالبوتنشيات الافكت بتاعه بالظبط كده، فعشان كده هو اختار الدراج دراج انتر اكشن دول. يبقى اول واحد عندي النيوروليبتكس، هي فعلا الليثيوم بيبوتنشيات الاكسترا، الاثنين بيبوتنشيات التوكسيستي بتاع بعض اللي هي الاكسترا بيراميدال سيمتومز، والكربامازيبين بتزود السي ان اس توكسيستي. طيب نيجي بقى للباشا المهم، الثلاثه المهمين، ثلاث بشوات بقى بتوع الانتي كونفولجنت، اللي هم مين؟ الدايفال برويكس اول واحد كان انتي كونفولجنت. طب كان ايه مشاكله هناك؟ لسه كان امبارح حد كان كاتب كيس كده على الفيسبوك في امتحان الامارات تقريبا او حاجه زي كده، كاتب في ميل جيت بريجننت وكانت ماشيه على الفالبرويك اسيد، فكان ايه افضل اختيار؟ كان بيقول لك مش عارف تقلل الجرعه ولا تسويتش تو اذر دراج، سويتش تو اذر دراج. ده كان سؤال شفته امبارح، فعشان كده قلنا ان الفالبرويك اسيد من الادويه اللي لازم الست الحامل تغيرها عشان هو تراتوجينيك، وكمان ليه ايه تاني؟ هيباتوتوكسيستي، وكمان بيعمل بانكرياتايتس. يعني ايه بانكرياتايتس؟ بالظبط، بعرفها ازاي؟ الاميليز واللايبيز انزيم بيكونوا عاليين. تمام صح كده. بس هو طبعا الدواء ده افكتيف زيه زي زيه زي الليثيوم، بالذات في الاكيوت وكمان في البروفيلاكتيك مفيش مشكله، وكمان حلو كمان في الناس الرابيد سايكلينج. بس حته مهمه هنا برضو ان التارجت سيرم كونسنتريشن بتاعه من 50 ل 125 مايك برميل، ولازم طبعا اقيسه بعدها، يعني هو تقريبا التجري طول بيتاخد كل 12 ساعه تقريبا، فبرضه يبقى يعني يبقى حلو ان انا ممكن اخد ليفل ليه بعد 3 ايام تقريبا، يعني يبقى برضه مناسب مفيش مشكله. الليثيوم للاثنين دوت يترج، ده هتلاقيه ده برضه ينفع للاثنين، بس ينفع يعني ينفع في الاكيوت مانيا، وينفع بروفيلاكتيك من لو عين خلاص حصل ريميشن ما يرجعلوش تاني مره تانيه الباي بولر. طبعا الادويه اللي بتاثر على زي الفينيتوين كده ما كنا بناخده المحاضره اللي فاتت، كان بيبقى هايلي بروتين بايندنج، برضو الدباكين هايلي بروتين بايندنج، اللي هو الفالبرويك اسيد. فلما اجي اعمل له انتربريتيشن للليفل بتاعه لازم اكون عامل كوركشن على الهايبو البومينيميا، برضو ليه ايكويشن في التصليحات بتاعته، دايما بنطلب الدباكين ليفل والالبومين ليفل في نفس اليوم، لان هو الدواء ده هايلي باوند للبلازما بروتين. طيب
تالت اخر حاجتين الكاربامازيبين التجريتول، زي ما قلت لكم ان كان في دوزج فورم كان مخصصه للناس اللي عندها باي بولر اللي هي الاكويترو. اخر حاجه اللاموتريجين، بس اللاموتريجين ده انا هستخدمه، يعني قلت حاجه هناك مميزه عنه قوي. فاكرين اللاموتريجين ده كان بيعمل ايه؟ ماشي، يعني ده في السيفير يعني، ماشي صح. فكنت بقى اتغلب على الحكايه دي ازاي؟ بس خلاص هو ده جو سلو، ستارت لو جو سلو. طب في العقل كده ينفع الدواء ده هنا في عيان مانك استخدمه قوي يعني؟ ما هو اصلا محتاج ابدا واحده واحده، في الاكيوت فيز مش هيبقى هو المناسب يعني، بالعقل كده مش هيبقى هو المناسب. عشان كده هتلاقي ان ممكن الكربامازيبين استخدمه في الاكيوت مفيش مشكله، اما اللاموتريجين مينترنس فيز، في المينترنس ثيرابي. يبقى الكربامازيبين انا كنت ممكن اجري مفيش مشكله، ما كانش في مشكله قوي، او بجري بس بجري بسرعه يعني، ما كانش بيحتاج. لو هعمل تايتريشن في الكربامازيبين مش لازم على مدار اسابيع، ممكن على مدار ايام مفيش مشكله. اما اللاموتريجين لا، ده كان على مدار اسابيع. فعشان كده هو اللاموتريجين انفع استخدمه بس في في المينترنس فيز. فحط بقى تحتها خط يا دكتور زينيا في امتى في اني فيز. طيب ما بص، اللي ينفع في الاكيوت اكيد هينفع في المينترنس عاده يعني، لكن اللي في المينترنس، اللي ينفع في المينترنس مش لازم ينفع في الاكيوت. طبعا كانت مشاكله زي ما كانت مشاكل هناك. اول حاجه ستيفن جونسون سندروم، دي احنا قلناها اللي انت قلتها من شويه، دلوقتي بتحرق الجلد يعني. وطبعا زي ما قلنا اللاموتريجين ماست بي ديسكونتينيود لو حصل الراش بتاعتنا. الراش بتحصل تقريبا بعد يعني بعد من يعني من اسبوعين لثمان اسابيع من العلاج. وقلنا دايما طبعا لازم اعمل دوز تايتريش. حته برضو مهمه، الدوز اوف الدوز تايتريشن ماست بي هاف اف لاموتريجين از جيفن ويز فالبروك اسيد اند دبل اف جيفن ويز كاربامازيبين. تاني، ذا دوز تايتريشن. بصوا انا معايا الايباد بتاعي. بس خلاص، اللاموتريجين بالذات انا قلتها المره اللي فاتت، شايف هي لزقت في يعني لزقت ولا لا؟ شكلها ما لزقتش. بص هوريكم المونوجراف بتاعت اللاموتريجين. بص هنا بيسالني اسئله واضحه. اول حاجه، اول سؤال بيساله لي بيقول لي ايه، هو انت باي بولر؟ باي بولر في المينترنس. بصوا حتى كده لي بين قوسين مينترنس، لان هو كده مش في الاكيوت. اول حاجه بيقول لي الريجيمين نوت كونتيننج، يعني هتدي الدواء ده، هل العيان ما بياخدش ولا تجريتول ولا فينايتوين ولا فينوباربيتال ولا بريميدون ولا بياخد دباكين؟ ادي جرعات. طب عيان بياخد دباكين، طب عيان بياخد دباكين بس ما بي... وما بياخدش ت... بياخد تجريتول بس ما بياخدش دباكين. يعني الفكره ان هو نتيجه الدراج دراج انتر اكشنز حتى في التايتريشن، ان انا ابدا بايه مثلا، مثلا لو انا هبدا مثلا ب 100 مللي جرام، او هبدا مثلا ب 25 وهعلى مثلا 25 50 مع دواء تاني ابقى 50 وبعد كده على مثلا 75 او 50 100. يعني حتى وجود دراج دراج انتر اكشن يخليني يا اما اعمل هافنج للتايتريشن، بدل ما اعلى كل مره 50 اعلى، او اعلى مثلا كل مره 25 بس. فمين قصدي عاوز اقول ايه؟ فمين الجزئيه ديت؟ فدي بترجع للنشره بتاعت الدواء نفسه. لو حد مش متخيلها ممكن يعني تقروا الجرعات دي هتعرفوا ان هو بيسالك. يعني مثلا تعال ناخد مثال، مثلا بيقول لك ريجيم نوت كونتيننج كربامازيبين، حاجه ما فيهاش حاجه خالص يعني، دواء ما فيهوش يعني، هو لوحده كده هيديه اول اسبوع 25 مللي جرام، اول اسبوع لاسبوعين، الاسبوع الثالث هيديله 50 مللي جرام، 25 50. في الريجيم البيئه اللي فيها فالبروك اسيد، الفالبروك اسيد از انزيم انهبيتور صح كده، فهيديله في اول اسبوع لاسبوعين 25 افري اذر داي. يعني شفتوا هناك كان 25 مللي جرام بس لو هو لوحده، لكن مع الفالبروك اسيد قال لك افري اذر داي، يوم او يوم لا. طب لو حطيته بقى مع حاجه انزيم انديوسر كربامازيبين، اول اسبوع بدا بال 50 على طول. شفتوا الفرق في الطريقه؟ هو ده اللي انا عاوز اقوله. فاهمين الجزئيه ديت؟ فدي بترجع طبعا يعني لما تيجي بالذات تبدا لعيان لاميكتال، لازم ترجع للنشره بتاعته تشوف هو ماشي على دواء انزيم انديوسر ولا انزيم انهبيتور. طيب دي الحته اللي هي النوت اللي كنت عاوز اقولها. ماشي، اخر حاجه خالص الانتي سايكوتكس. الانتي سايكوتكس ممكن استخدمها للثلاث حاجات. اول حاجه للاكيوت تريتمنت، ممكن عادي خالص مفيش مشكله في الاكيوت تريتمنت، وممكن استخدمها في الدبريشن. اول حاجه في الاكيوت تريتمنت الانتي سايكوتيك اللي ممكن استخدمها في الاكيوت تريتمنت، يعني اكتر حاجات عليها كلام ممكن الكلوزابين، ممكن الالوبريدون،
دول من الحاجات اللي هي مش واخده اف دي ابروفال، لكن الا كلهم الاول سكند اند جنريشن واخدين اف دي ابروفال ما عدا الثلاثه دول. يعني اي واحد يعجبك خده، ممكن الكيوتابين ما فيش مشكله، ممكن الابريفاي ما فيش مشكله، ممكن الاولانزابين الزبريكسا ما فيش مشكله. الباي بولر بقى في الدبريشن بوس كيوتابين ولورازيدون ار ابروفد فور تريتمنت. هنا بقى الاختيار بدأ ينحصر شويه بين الكيوتابين واللورازيدون. الاولانزابين ابروفد فور تريتمنت اوف باي بولر ديبريشن هو از كومبايند ويز فلوكسيتين. يبقى ممكن ادي الكيوتابين واللورازيدون لوحده، لكن لو هدي الاولانزابين لازم يكون معاه فلوكسيتين تاني. في اكيوت فيز كلهم ينفعوا، في الاكيوت فيز ما فيهوش مشكله باستثناء ثلاثه كده، حتى هم مش مشهورين الثلاثه. لكن في الدبريشن فيز، في علاج الدبريشن، اول واحد ينفع الكيوتابين. الكيوتابين اصلا من الادويه اللي هناخده بعد كده، من الادويه السيديتنج اللي بتهدي العيان شويتين. يعني لما يكون عندنا عيان في الاي سي عنده ديليريوم، ديليريوم حاجه اسمها هايبر اكتيف ديليريوم، هايج يعني شويه، الكيوتابين يهديه شويتين. طب لو عاوز استخدم اولانزابين اوكي فور ديبريشن، بس لازم يكون معاه انتي ديبريسنت اصلا بتاعه اللي هو الفلوكسيتين. طيب اخر حاجه خالص ان انا استخدمه فور مين ترانسفيز. صح، ايوه صح، بس انا هنا ما حطيتوش الا مع الاولانزابين. انا هنا بتكلم على الباي بولر ديبريشن، حطيت معاه الاولانزابين، لكن ما حطيتوش ابدا لوحدها. يعني عادة مش هستعملها لوحدها، انا حطيته مع الاولانزابين، ده الشرط. ده انت سايكوتيك، ده هناخده المره الجايه ان شاء الله. ده علاج سيزوفرينيا صح. ما هو كان من الاول، ما من الاول خالص احنا قلنا من اصلا لا مش اقول خالص. لا اسالك سؤال تاني، مين الادويه اصلا اللي ليها افكت على المود، بتستابيلايز المود؟ حاجه من ثلاثه، يعني عين الباي بولر هياخد حاجه من ثلاثه، يا اول حاجه ليثيوم بمشاكله اللي احنا عارفينها، يا اما هياخد انتي كونفالجنت. مين في الانتي كونفالجنت؟ ثلاثه. مين هما؟ اللامكتال والفالبرويك والكربامازيبين. وقلنا اللامكتال ده للمينترنس. اخر حاجه خالص بقى الاتيبيكال ان سايكوتيك، دي هذا مود ستابلايزنج افكت، غير ان هي انت سايكوتكس السكيزوفرينيا بتستابلايز المود، تمام كده. فعشان كده هي، عشان كده هي تنفع، يعني هي اصلا هي مود ستابلايزر اصلا. طيب احنا وصلنا لحد فين؟ اخر واحد المينتننس. انا ممكن احط حاجات، مثلا في حاجه لونج انت، في حاجات عملوها لونج اكتنج انسايكوتيك انجكشن زي ريسبريدال، كونيستا والابليفاي مينتنا، بس مش عندنا بتالي في مصر الحاجات دي. هاف ابرود فور يوزنج ان باي بولر مينتننس از مونو ثيرابي، مفيش مشكله ممكن احطها از مينتننس. طيب يبقى كده عندي الانسايكوتكس هي افكتيف في الاكيوت، وافكتيف في الديبريسيف فيز، وافكتيف في المينترنس فيز، يعني ما لهمش خلاف. نيجي بعد كده ليه البنزو دايزبين. امتى هدي البنزو دايزبين؟ صح، البريدجنج ثيرابي في الاكيوت، العيان اللي عنده اكيوت مانيا، احنا قلنا الليثيوم مثلا واحد ده جولد ستاندر وفيري افكتيف، بس مشكلته بيبقى الاكشن بتاعه مش سريع، كان بياخد من اسبوع تقريبا لاسبوعين عشان يديني الاكشن بتاعه في حاله المانيك سيمتومز. فانا محتاج اعمل بريدجنج او اوفرلابنج بحاجه تانية سريعه، كانت البنزو دايزبين. طب ليه ما استخدمش البنزو دايزبين لفترات طويله؟ والديبندنس بتاعها والتولرنس بتاعها مظبوط. يبقى البنزو دايزبين هتبقى فعلا هتبقى مفيده امتى؟ في حكايه ان تسيطر على العيان اثناء ما يكون هايبر اكتيف، اثناء ما يكون العيان جاي في الـ في الـ في الـ في المانيك فيز بتاعته اكيوتلي. الانتي ديبريسنت بقى فور باي بولر، الانتي ديبريسنت فور باي بولر استخدامهم زي ما احنا قلنا كونترافيرسال، ذير از بوتنشال فور سويتشنج تو مانيك فيز بارتيكولاري اف البيش ان بيشنت ويز تايب 1 باي بولر ديس اوردر. يعني انا دلوقتي العيان عنده ديبريشن، لما اديله ادويه، لا لما بديله ادويه انتي ديبريسنت يقلب مانيك، يديني بقى المرحله الثانيه من العلاج الون. لا ده الاكسبشن، ما هو هيقولها دلوقتي في السطر الثالث مثلا حاجه هيقولها. بص هيقول لك ان اهو الفلوكسيتين ان كومباينيشن ويز اولانزابين تو تريت الديبريشن اللي اسوشيت، ده الاكسبشن، ده الوحيد اللي لا.
فعشان كده الانتي ديبريسنت شودنت بي يوزد از مونوثيرابي، وطبعا ما ينفعش استخدمها از مونوثيرابي فور باي بولر، لكن الوحيد اللي مسموح له الفلوكسيتين اللي هو هحطه مع الاولانزابين. اخر حاجه التايب 2 ما لهوش يعني كلام كتير قوي، او ما لهوش يعني استادس كافيه، بس طبعا هنا التايب 2 كان هايبومانيا مع الدبريشن بس، فهتعمل له ايه؟ عادي خالص ليثيوم مفيش مشكله، ممكن تستخدمه، ممكن الكيوتابين، ممكن اللاموتريجين، ممكن الانتي ديبريسنت، بس طبعا لازم تكون طبعا ان كومبايند مع الاولانزابين، نفس التريتمنت استراتيجي مفيش مشكله يعني. مع الاولانزابين اعتقد بره حتى في امريكا عاملينه في قرص واحد، ثواني كده اتاكد هقول لك اسمه ثواني، لان هو في مصر ما عندناش الفورمولا ديت. اولانزابين بره موجود في فورمه اسمها سيمبايكس، سيمبايكس بره في امريكا موجود في فورمه اسمها سيمبايكس. انا حاطه في الصفحه اللي قبلها. طب كويس. هو ده سيمبايكس، حتى هم حاطينه بره في فورمه، لكن طبعا مش ما تسالنيش بقى السؤال لو احنا قطعناهم لو احنا جدنا ده وادينا دوت، مش في تو تابلت يعني. اقول لك لا، عشان ممكن العيان يعني ياخد واحد وينسى واحد، وياخد واحد يعرف كده يعني، ما فيهاش عارفين هو مش ضامنين هو بياخد الاثنين ولا لا. طيب نيجي بعد كده ناخد كيسه عشان نلحق الصلاه. خلاص تحبوا نخلي الكيس بعد الصلاه ولا ناخدها قبل الصلاه؟ طيب 31 years old ايه؟ نفس الوقت يا جماعه اراء معظم اقدر سريعا اجيب الانفو، وانفو تكون ليها بيديني سورسات وجايبها منين، مثلا شكيت في المعلومه نفسها اقدر اروح اجيب السورس اللي هو جايب منه المعلومه ديت، بيديني ريسورسز وكده، فهو اب تو ديت، هو اب تو ديت فعلا، هو ابديتد فعلا يعني، بيكتب لي حتى تاريخ لاست ابديت، يعني مثلا لو نزل في الموضوع ده مثلا نفرض اي تشينج حصلت، لا الناس قاعده مركزه ان هي تابديت تضيف الجديد على طول وتشيل القديم، فهم مركزين يعني. فهو يورس اشتراكه في السنه مثلا مش اقل من اعتقد من $450 يعني، رقم كبير مش يعني مش قليل طبعا، عند الامريكان كلام فاضي يعني، $400 مش كتير يعني، لكن بالنسبه لنا حاجه الدول الديفلوبنج كلها بالنسبه لها $400، $400 ده رقم يعني. ما علينا، فالمهم يعني ده الديزيز ده، فانا بفتحه عشان يريفيو بسرعه، يجيب لي بسرعه التوبيك، وكمان شفت خدت بالكم ان هو قد ايه هو اكستنسيف يعني في بعض التوبكس المعينين، يعني ان هو هنا بيتكلم عن الرينال توكسيستي اوف ليثيوم، فاحنا يعني فور فارماكو ثيرابي كورس اكتفينا بس بمعلومتين اتنين بس عنه صح، اللي هي المعلومه الاولى ان هو كان انديوس نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، ان هو يعمل بوليديبسيا، والناحيه الثانيه ان هو يبوظ لي التوبيوز بتاعت الكلى اصلا، اللي هي هنا رينال بوليدوبسيا بوليديبسيا وبوليوريا، ودي كانت الميكانيزم المشهور قوي. الحاله الثانيه اللي هي الانترستيشال فايبروزيس والجلومير، اللي هو هيضرب الكلى نفسها اصلا، هيبوظ تبيولز الكلى. طبعا ده يعني برضو يعني في كل موضوع لازم تبقى عارف الليفل اوف ديبس اللي انت عاوز تجو فيه، فاحنا هنا كان فور كورس بيربوس خلاص كفايه قوي المعلومتين دول، او فور فارماكو ثيرابي اكزام، او فور جنرال براكتيشنر عادي كفايه قوي المعلومتين دول بالنسبه له، لكن هو هنا جايب برين يعني عامل توبيك بقى كامل عن التوكسيستي، بتطلع بقى حاجات كتير عشان كده يعني قلت لكم الانترو دي. اول حاجه مثلا طبعا انا هخش على السمري على طول عشان بس ما ناخدش وقت فيه، بيقول الكرونيك ليثيوم انجيشن مع الباي بولر ايلنس از اسوشيتد ويز ا فرايتي اوف رينال ديزيز بارتيكولار نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس والليس فريكوينتلي الكرونيك تيوبولار انترستيشال نيفروباثي، وبدا يشرح قال ان تقريبا من 20 ل 40% من الكرونيك ليثيوم انتيك عندهم البولي بيبسيا والبولي يوريا، يعني هي دي الفيري كومن. حلو كده، نيجي بقى للليس كومن، ان هو يعمل حاجه اسمها نيفروجينيك سندروم، بيعمل ايديما ديورنج المانيك فيز. بص الميكانيزم هتلاقيه هو مش كاتبه حتى يعني، ما بس لحظه اطلعها ثانيه. بيقول occasionally lithium related patient become edematous in absence of overt renal or hepatic or cardiac disease، يعني العين كلى سليمه وهيباتيك سليم وكارديك سليم وفي نفس الوقت هو ايديميتس. طب ايه الكلام ده؟ هاو ذيس اوكير از نوت واندرستود،
مش فاهمهم الحكايه دي ازاي. هيبدا يشرح شويه حاجات كده، يعني مثلا هيقول but this factor can contribute to marked increase in sodium intake that may induced in a part by mania، ان المانيا هتخلي العين ياخد في المانيك فيز بياخد صوديوم انتيك كتير. ف this perhaps a lithium induced reduction in maximum sodium excretory capacity. بط يعني، لكن الحته بيقول لك يعني الحته اللي في الاخر دي مش مهمه لان الجسم هيقدر يكمبنسيت. فاينل كونكلوجن يعني مش مهم، يعني ازاي لو حد انترستد يفهم الميكانيزمات بتحصل ازاي، يعني ان ممكن الليثيوم يعمل ايديما، بس دي اللي هي اللي مش فيري كومن، يعني مش دي الحاجه اللي كومن انها تحصل. لكن ايه وحاجه مش مفهومه اصلا ليه، يعني هم مش مفهوم اصلا ليه اساسا، هم مش فاهمينها ليه. فلو انترستد قوي تعرفي، لو رجعتي لكل ريفرنس من دول اللي هو من 27 ل 29، لو دوست عليهم كده اللي هما الثلاثه ريفرنس دول، الثلاثه بيبر دول قريتيهم، ممكن الى حد ما جيت سنس يعني هو ليه بيعمل الحركه دي. بس هو يعني الفيري كومن، يعني خلينا فور اكزام فور كل حاجه، يعني ان هو بيعمل بوليديبسيا وبوليوريا، مش كده، بيزود اللي بيخلي الحمام الانسان يخش حمام كتير. الايديما دي حاجه سبيشال، يعني عشان بس انت فتحتي الجزئيه دي. ثانية بس اعمل لوج اوت بس منه. طيب احنا ناخد كيسة. بص ممكن ابعت لك PDF لو تحبي، بس ابعتي لي بس مسج على الواتساب، يعني هو بيسمح ان انت تاكسبورت اللينك، بس اللينك لو بعته لك لازم تخش بلوجن وباسورد وكده. لكن لو خدته PDF ممكن انا اعمل اكسبورت PDF وابعته لك الملف كامل بالريفرنسات بالريفرنس بتاعته بحاجته. طيب ناخد السؤال الاول. كان في حاجه تانية سالنا عليها كانت غريبه شويه في قبل البريك، هدي بس الحته اشوفها. كان في حاجه تانية سالتيني على ايه؟ الصوديوم. دي ما ركزتش فيها. انت قلتي في الاخر هو بيعمل ايديما مفيش مشكله، بس انت قولي الصوديوم في الدم يبقى عامل ازاي. هو موست بروبلي مش هيتاثر، بس مش هيتاثر في الدم، لان الكلى بتعرف عشان الكلى ذكيه بتعرف تلم، يعني حتى لو اتلمت تعرف هي بعد ما تعرف تلم مره تانية، تعرف تلمه من ناحيه من تيبيولز تانية. فكده مش هي هو الكالسيوم هو اللي بيتاثر، يعني مش الصوديوم. طيب 31 years old man. احنا كنا سألنا حاجه تاني ولا خلاص كده؟ او لو في سؤال جاوبنا عليه ممكن، لو ما لحقناش نجاوب عليه يعني ممكن تبعتوه لي على الواتساب، يعني يبقى في وقت اكتر اعرف اجيب السورس بتاعها يعني. طيب 31 years old man with 5 years history of type 1 bipolar بياخد ليثيوم 300 مللي جرام twice daily. He has been adherent to treatment. His lithium serum concentration taken yesterday before his morning lithium dose is 1 microequivalent per liter. He has been without manic symptoms for the past few years. He was admitted for suicide seizure using acetaminophen. For the past few weeks, he has lost interest in his job and is isolating himself from other people. Which medication would best help his with acute symptoms؟ مش معنى عشان القلب بتقول ده انت ديبريشن كنترول، ما هو النقطه بتاعت واللامبرجين ده مينتنس صح، والفيلا فاكسن ده اند بريسن صريح. انت قلت القلب برازول لا ليه؟ مش افكت. تمام صح ماشي مظبوط، يبقى هو فعلا الكيوتابين صح مظبوط صح. خلينا نرجع دي لاحسن، بس حد يسال على حاجه وما ناخدش بالنا، حد من الدكاتره الاونلاين يسال على حاجه كبرها بس. المحاضره بدات يا دكتوره هدى. طيب 26 years old man عنده history of type 1 bipolar disorder who present to inpatient unit. His wife found that he was withdrawing their life saving from the bank. بيسحب كل اللي حاطينه في البنك مدخراتهم بيسحبها. He state he is perfect candidate for presidency. أنا perfect candidate للرئاسة. He is hyper verbal and has not slept in the past 48 hours. بقاله 48 ساعة، بقاله يومين مش بينام. وسحب فلوسه كلها والكلام ده. He has placed on a 72 hour hold for a control of his manic symptom. اتحجز عشان خاطر لمدة 3 أيام عشان يتحكم في المانيك سيمتوم بتاعته دي. He has history of non-adherence to medication and currently take no medication.
جي ال لاست هوسبيتاليزيشن واز 2 مانثس اجو وين هي هاد سيجنيفيكانت ديبريسيف سيمبتومز اند سويسايدال ايديشن. هي واز 3 اور 4 هوسبيتاليزيشن بير يير اند هيز هيستوري اوف ميديكيشن ترايل انكلود كاربامازيبين ولانزابين لاموتريجين. He has been received a diagnosis of hepatitis C, which treatment is most applicable for selecting mood stabilizer at this time. ايه افضل حاجة اختارها للعيان ديت وليه طبعا؟ نبدأ اول واحدة ناخدها واحدة واحدة. اول واحدة ايه؟ بيقول كاربامازيبين should be tried again because it's effective for preventing rehospitalization. الدايفالبروكس should be tried because it's good for maintenance treatment. حد يعرف يستبعد دول من الاول كده؟ صح. وبرده نفس الكلام الكاربامازيبين نفس الكلام هيباتوتوكسيك، الاثنين هيباتوتوكسيك فطلعتهم بره. حاجة التانية الليثيوم should be tried because it can effectively treat the manic phase and prevents future episodes. ولا اللاموتريجين should try it again because it's effective for bipolar maintenance. طب اللاموتريجين ما ينفعش ليه؟ عشان هو في الأكيوت فيز فمش هينفع، ده بتاع maintenance. بالظبط صح مظبوط. قصدي ليه حاجة؟ لا كنت عايز أقول بس مش هو مفيش first line مثلا ليثيوم يتاخد أول حاجة يعني algorithm for treatment. ما هو أصل هما مش كتير عشان نحط algorithm يعني، هو كده كده الليثيوم هو الجولد ستاندرد وبتحطي معايا بنزودايازيبين عشان تكفر في الاول. طيب بعد كده مثلا الليثيوم ليه توكسيستيز عاليه فبتحاول تتجنبيه طول الوقت، فتبدأ تحطي مثلا حاجه من الانتي سايكوتكس مثلا زي العيان ده مثلا، زي الحاله دي مثلا. فالترتيب بيزل على انك تبقى عارفه البروفايل بتاع كل دراج يعني. Which treatment emergent adverse effect would be the most concern would require immediate evaluation where prescribed lithium if لو هو كان خد lithium يعني. طيب hypothyroidism, coarse tremor with severe acne with weight gain. التريمور نوع من انواع التريمور. coarse tremor ليه بقى اشمعنى دي؟ ليه؟ اول حاجه لان الهايبوثايروديزم لو جينا بص خدنا ورا مش عارف انا كاتبها لكم ورا ولا لا، كنت معتمد اقولها لكم في كيسه. الهايبوثايروديزم بياخد وقت يعني عشان يأفكت على الثايرويد بياخد وقت، ونفس والتراتوجينيز طبعا وقت، والسي ان اس وقت. التريمور ما بتاخدش وقت، من الحاجات السريعه شويتين. فعشان كده عشان كده بنخاف منها على طول. طيب ناخد كمان كيسه مش بس اتاكد ان انتوا ماشيين كويس. 3 months later he has take on lithium 900 milligram per day, however during the clinic visit is confused and slurring his words. His lithium serum concentration 1.9 ده كان يعني عالي شوية. كان اخرنا 1.2 بالظبط. He has been taking lisinopril and atorvastatin again for his hypertension and dyslipidemia for 2 months. He take zolpidem for sleep. ده دواء anxiolytic يعني عشان السليب. للانسومنيا. He began running a week ago. He has been replacing fluid using an oral rehydration solution and taking ibuprofen as needed for pain. His medication include risinopril, atorvastatin and zolpidem which most likely contribute to the patient current clinical situation. يعني ايه؟ اول حد تاني يجاوب معايا الكيسه دي تاني؟ حد يقولها معايا؟ ممكن دكتوره كارين عاوز تقولي ايه الكيسه ديت؟ عاوز يقولي ان شخص كان عنده باي بولر صح؟ ادي اول حاجه. ايه تاني؟ كملي معايا. مش عاوز الكيسه رقم اي جي كام؟ اي جي كي لا اللي هو جي ال تقريبا. الكيسه اسمه ايه العيان؟ جي ال. جي ال. احنا في انهي واحده؟ 19 اخر واحده صح؟ قبل الاخيره. تمام. confused والورد ستاتوس مش عارف يتكلم كويس يتلعثم كده في الكلام. ماشي. ايه تاني؟ والكونسنتريشن بتاعه 1.9. تمام عالي.
العيان ده ماشي على لايزينو بريل الهايبر تنشن واتورفاستاتين حلو وديسليبيديميا وبياخد الزولبيدم فور سليب. حلو قوي. وبياخد بيجري فبياخد ري هايدريشن سوليوشن وبياخد ايبوبروفين فور بين. حلو قوي. يعني لما بيحس بتعب اثناء ما هو بيجري. بعد كده حلو تمام حلو قوي. العيان ده الليسيم بتاعه عالي صح؟ صح كده الليفل. وواحده من المشاكل الليسيم الدراج دراج انتر اكشن قلناها دي صح؟ واحدة من الدراج دراج انتر اكشن اللي اتكلمنا عنها كان ال NSAIDs. ادي واحدة. وايه تاني؟ لحظة. والايس انهبيتور الاثنين موجودين. هي فين بس الجدول؟ هنا الايس انهبيتور وال NS وال NSAIDs والاثنين بيزودوا الليثيوم توكسيستي. فمين منهم هنا بقى اللي عامل المشكلة؟ ايوه مين بقى؟ الايبوبروفين. ما هو عنده هايبر تنشن من زمان واضح. لو هو حطه واضح انه كان متظبط والدكتور كان مراعي الجرعه ومظبطين الليفل. بتبدا المشكله تظهر امتى؟ لا يبدا يجري وياخد الايبوبروفين ده لما يتعب اثناء الجري. فدايما الايبوبروفين هو المربوط بالحته دي. الدفء الايجنت اللي اتضاف في الاخر هو الايبوبروفين. فهو الايبوبروفين هو اللي عامل المشكله. تمام كده؟ كده فهمتوا الجزئيه دي؟ طيب تحب ناخد كمان كيس ونخش في الموضوع اللي بعده؟ صح مظبوط. هو بقاله اسبوعين شهرين بياخد الادويه دي اساسا. واللي اتضاف جديد دلوقتي هو الايبوبروفين. فالايبوبروفين اكيد هو اللي يعني لو انا هختار مين اللي بوظ الدنيا. ما هو لو هو كان الليزينوبريل هو اللي عامل المشكله كان كونفيوزد من شهر مثلا. لكن هو بعد ما خد الايبوبروفين باسبوع بدا يبقى كونفيوزد وكده صح؟ ايه؟ ماشي اوكي. ما هو ولا برضو الليزنوبريل كلامك صح. بصي بس هو دلوقتي تختاري اكتر حاجه من الاثنين افكت. في الاثنين بيزودوا الليفل بتاعه. بس انا عندي عيان ماشي على هايبر تنشن الليزنوبريل بقاله شهرين ومفيش اي مشكله خالص. ولما بيجي بقى انت تبدا المشكله تيجي تظهر له امتى؟ لما بدا يجري وياخد الهايدريشن بدا ياخد الايبوبروفين مثلا. النهارده راح يجري مثلا تعب شويه فخد الايبوبروفين. خد النهارده مثلا وبكره خد مثلا يومين او لمده يوم كامل مثلا او از نيدد. مفيش مشكله ما بيحس بالتعب لمده يوم او يومين مش لازم على طول. يبقى مين هو اللي سبب المشكله؟ لما بياخد الايبوبروفين التركيز بتاع لكن التاني لا. يعني مثلا اقول لك على حاجه مش كتير قوي مثلا بندي العيان دواء بينتر اكت بس احنا بنكون مظبطين الليفل عشان الانتر اكشن ده يكون مظبوط. يعني مثلا عادي جدا انا ممكن اكيد ده حصل اكيد يعني عدى شهرين اصلا على الموضوع بس. طيب ناخد بعد كده الموضوع اللي بعد كده نكمل الكيسز. طب لا ماشي خلاص ناخد كمان كيس. لا ناقص حاجه بس مش كتير. لا ناقص موضوع واحد كمان. 26 years old man عنده history. احنا حلينا الكيس دي ولا لا؟ حليناها. ناخد الكيسه دي كمان. 28 years old woman 2 months ago وزنها زاد 2 months ago with a history of type 1 bipolar. She take lithium 450 ملي جرام twice for the past 6 months. Her last serum concentration من 3 شهور كان 0.7. She present today for annual examination. The lab result الصوديوم 138 والبوتاسيوم 4.7 والسيرم كرياترين 9/10 والجلوكوز 124 والثايرويد التي اس اتش 24. اديشنال ميديكيشن انكلود اولانزابين والات بيت تايم ايثانيل استرادايول اللي هو الياسمين اند مالتي فيتامين. واتش موست لايكلي اكاونت فور اوبجكتيف فايندينج. هي العيانه دي اول حاجه ايه اكتر حاجه خلى العيانه ديت عندها مشكله؟ ليه علاقه طبعا بالليثيوم توكسيستي. يعني بالليثيوم توكسيستي ايه من كل اللي احنا بنحكيه ده ليه علاقه بالليثيوم توكسيستي؟ هو كده عالي برافو عليك. هو لا هو الليفل بتاعه مثلا
ستة بيبقى عالي، ممكن مثلا تلاتة اتنين اربعة الحاجات دي، تي اس اتش بيبقى في الرينج دوت، لكن 24 ده عالي، وعالي قوي كمان على فكرة. معنى كده ان التي اس 3 والتي 4 قليلين، صح كده؟ يبقى العيان ده عنده هايبوثايروديزم بالظبط. طيب احنا وصلنا لحد، ناخد اخر كيسه، 43 years old woman with rapid cycling bipolar disorder hypertension obesity وازمه، يعني ده عنده كل حاجه. She recently changed from lithium to divalproic sodium 500 مللي جرام daily. She also take lamotrigine 150 twice daily. Aripiprazole 30 ورامبريل 10، البيوتيرول بختين كل ست ساعات، وفلوتيكونازول مع السالميترول برضو مرتين في اليوم. She started prednisolone taper 3 days ago for an asthma exacerbation. Today she present with right side abdominal pain with rebound tenderness, nausea, vomiting, laboratory result sodium 141, بوتاسيوم 3.3، كلورايد 95، كربون دايوكسيد اللي هو البايكارب يعني 26، والسيرم كريات 1، والجلوكوز 72، والتوتال كوليسترول 165، والترايجلسرايد 188، الاي اس تي 27، والاي ال تي 21، والامايليز واللايبيز 456 و387. Which medication is responsible for current clinical picture؟ عرفت منين؟ الامايليز واللايبيز عاليين قوي فعلا، صح. وايه تاني؟ وبطنها وجعاها، فواضح ان في مشكله اهو في فعلا بتاكد كلامك، وفي ريباوند تندرنس ونوزيا وفوميتنج. فمين اللي بيعمل كده من الادويه؟ البالبروك اسيد طبعا. طبعا اكدها ما تخلو، يعني انت قاعد يحكي 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 وازمه وما اعرفش بياخد ايه واكسسوربيشن وكورتيكوستيرويد، بيعمل زي الايه، واحد بيتوهك اساسا، بياخدك كده معاه ويقعد يقول لك اه بص، عارف دايما ايه، مثلا دايما في المستشفى مثلا تلاقي مثلا حد بيجي يحكي لك الحاله، حد مثلا من زمانك يحكي لك الحاله، فيجي يقول لك بص العيان ده دايابيتك، على هيبقى دايابيتك، بياخد انسولين وكان ان كنترولد، فراح من اسبوعين مش عارف للدكتور، فكان عنده مش عارف فيتس السر كده في رجليه، عمل لها ديبرايدمنت ونضفها، وخد انتي بايوتيك. تاني حاجه هو هايبرتنسيف بقاله 20 سنه، بس المشكله ما كانش كنترولد، فمعمل ايكو من شهر كده بالصدفه، عمل لقى عنده ال في اتش ليفت فنتريكلر هايبرتوفي، الليفت فنتريكل الكبير شويه نتيجه الهايبرتنشن. في نفس الوقت العيان ده كان اسكيميك من 10 سنين، مش عارف راح ركب دعامه، وبعد كده ويجي مثلا يقول لك اصل بص، وكان عنده فاميلي، بص هم اهله بيقولوا ان هو كان بياخد استيرويد عشان صدره كان ساعات ما اعرفش ايه، ويقعد يحكي 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 كل اللي هو عاوزه. بقى اهم بقى سؤال في الموضوع، الكوز اوف اي سي يو ادميشن، دخل بقى هنا ليه؟ ما الحاجات دي واضح انه عايش بيها طول عمره، هو بقى ايه مشكلتي؟ فبرضه في الكيسه ماشي، قول الهيستوري اللي انت عاوزه، بس لازم في الاخر لما اجي اسالك الكوز اوف هوسبيتال ادميشن تقول لي كذا، دخل يعني وقعد في بيته، ايه اللي خلاه قام بعضه وجي دخل من باب المستشفى، ودخل باب المستشفى وزي الفل، ايه اللي بقى دخله ما دخلش في اوضه ليه، دخل عندنا في الاي سي يو ليه، ايه الكوز اللي انت دخلته على اساس، عشان ما اقعدش ان انا اتوه في الكيسه، يعني في ده براكتيكال، يعني في الاخر اه العين عنده 9000 مليار حاجه مش مهم، ماشي عادي، هايبر تنشن هياخد ادويه الضغط بتاعه، دايتك هياخد ادويه، كل الحاجات دي ما تخضنيش، ونقعد اصلا مش عارف خد ايه وخد كل الكلام ده حلو، لكن بقى هساله السؤال المهم، الكوز اوف الهوسبيتال ادميشن دخل من باب المستشفى ليه؟ طب بعد كده ده دخل طول الرعايه ليه؟ الكوز اوف اي سي يو ادميشن ايه؟ يعني كده فاهمين قصدي؟ فبرضه هنا في الكيسه هو عمال يسرح ويقول واصل الازمه وبياخد لها كذا، واصل اكسسوربيشن وانسولون، ماشي كل الكلام ده ماشي، في الاخر ايه الكي؟ مثلا اه بس هنا مش موجوده، هو هنا يعني عاوز اقول لكم الكيسه مهما تكون كبيره قوي كده انت ما تتخضش، اسال نفسك سؤال دايما، هو حاططها ليه؟ عاوز ايه؟ ايه الفايندنج اللي هو قايلها لي دي؟ عاوز نعمل بيها ايه؟ فاهمين قصدي؟ طيب نيجي بعد كده للانكزايتي. اه الانكزايتي بصوا الصفحه دي كلها كده للقراءه فقط، عشان بس هو في الكتاب للاسف دخل اعتبر ان انت عارف يعني ايه جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر، وعارف يعني ايه بانيك ديس اوردر، وعارف يعني ايه سوشيال انكزايتي ديس اوردر، وعارف يعني ايه الكلام ده كله، فبس اضطريت احط لك ديفينيشن بس سريع لكل واحده منهم يعني ايه بس، لكن هو في الكتاب ما ذكرهاش اصلا، هو دخل على التريتمنت على طول اصلا، هو مش ما كانش همه ان يعرف ايه اصلا. طيب فالورقه دي يعني جاست فور ريدنج، يعني اول حاجه الجنرالايزد انكزايتي ديس اوردر، ده عيان عنده اكسسيف انكزايتي وري، دايما عنده قلق، دايما عنده اضطرابات وخوف من ايه؟
اول حاجه for at least 6 months، لمده 6 شهور، about the number of event and activity زي الورك والسكول بيرفورمانس. شخص عنده قلق مستمر وخوف مستمر المده بتاعته طويله شويتين، بيقول لك 6 شهور عن بعض الاحداث زي موضوع المستشفى، زي موضوع ان هو يروح شغله او يروح او يحصل في الدراسه. يبقى اول حاجه هنا الفتره، عشان اقول generalized anxiety disorder طويله حبتين، صح؟ طويله 6 شهور، ماشي كده. طيب الانكزايتي والوري ممكن اسوشيتد بريسلسنس، مش عارف يقعد، حاسس ان هو كين اب اون ايج، حاسس ان هو على الحافه، يعني حاسس ان هو بيضيع كده وخلاص، هيقع خلاص وهينتهي ومستقبله هينتهي في المدرسه وهيسقط، ونفس الكلام برضو في شغله. بينج ايزلي فاتيج، بيتعب بسهوله جدا، كمان ديفيكولتي كونسنت، مش عارف يركز، irritability، وعنده ماسل تنشن وسليب ديستربنس. الانكزايتي والوري برضو الشارت المهم جدا، اللي احنا كلنا بنبقى قلقانين من الكلام دوت، هل يبقى عندنا جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر؟ لازم تاثر، شوف ده الشرط دايما بتوع السايكاتري يحطوه، لازم تاثر على النورمال لايف ستايل. وبرضو احنا ما بتقعدش 6 شهور، يعني احنا اخرنا مثلا لو عندي امتحان بكره ولا حاجه بقى انسى الامتحان وخلاص، يعني اكسبتد الكلام ده. لو مثلا بعد اسبوع، الاسبوع ده وخلاص، لكن ده بيتكلم هنا في 6 شهور، وبيتكلم في ان هي بتبقى ليها كلينيكال سيجنيفيكانت ديستريس او امبيرمنت على السوشيال والاوكيوبيشنال لايف. البانيك ديس اوردر، يعني ايه البانيك؟ انكسبكتد، مش متوقع، الشخص ده خاف ليه؟ جاي لك مره واحده كده، فاكرين اللي كانت ايه؟ الزعر. وتلاقي العيان برضو مره واحده كده لاي سبب، ما حد فاكرين اللي كان في فيلم كانت لا في فيلم كانت احمد، ايوه اكس لارج، ايوه، هي لوحدها كده مره واحده تتجنن، مره واحده كده تلاقي نفسها مش قادره تاخد نفس وتعرق، هربرتها يزيد، مش مفهوم ليه اصلا، ايه مجنونه دي ولا ايه؟ هي كده، هي لوحدها كده مفيش حاجه معينه، راحت جايه مره واحده ضربات حياتها، ضربات قلبها تبقى سريعه، مش قادره تاخد نفسها، مخنوقه كده. فده البانيك ديس اوردر. فالبانيك اتاك هي ابرابت سيرج اوف انتنس فير، بس هو طبعا في المسلسل في الفيلم برضو مش حبكاها هي قوي الصراحه، يعني مش ظابطه هي الحته، مش حبكه قوي حته البانيك اتاك. هي طبعا انتنس فير وانتنس ديسكومفورت وريديوس البيك ويز المينتس ودورينج ويتش تايم فور، يعني اربع مرات، اي حاجه من الاربع حاجات اللي جايين دول، طبعا البالبيتيشن والسويتنج والكلام ده والفير وكده. سوشيال انكزايتي ديس اوردر، ده بقى ممكن تشوفوا ناس كده فعلا، ماركت فور فير او انكزايتي ريليتد تو وان اور مور من السوشيال سيتويشن ان ويتش سكريتني باي اذر از انتسيبيتد. تلاقي الشخص، في بعض الاشخاص كده تلاقي دايما عندهم يخافوا يبقوا موجودين في اماكن مفتوحه لحسن حد مش عارف ينتقدني او حد يقول لي. تلاقي مثلا الناس تبقى شاطره جدا وتخاف تقول برزنتيشن مثلا، تلاقي مثلا الناس تبقى شاطره جدا وتخاف تخش في دايركت ديسكشن مع اشخاص، مش عشان هم مش عارفين الحاجه، عشان هم عندهم مشكله من الاشخاص التانيين ينتقدوهم. فدي السوشيال انكزايتي ديس اوردر. طبعا اكزامبل ممكن طبعا انجيشنج في سوشيال انتراكشن، هافينج كونفرزيشن اور ميتنج مع الانفاميليار بينج اوبزرفت، حتى هو بياكل وهو بيشرب معتقد ان حد يعني بيوبزرف. الارجوفوبيا او الاجروفوبيا ماركت فير في حاجه من الحاجات دي، بس زي البابليك، انه يخاف مثلا في بابليك ترانسبورتيشن، لما يركب مواصلات يبقى خايف، لما يقعد في اماكن مفتوحه، غريبه قوي اماكن مفتوحه، الناس تخاف الاماكن المقفوله، ده بيخاف الاماكن المفتوحه او الاماكن المقفوله. ستاندنج ان لاين اور بيرنج ان كراود، لما يقف في طابور او يقف في صف او مكان مزدحم بالناس تلاقي ظهرت عليه اعراض الخوف. وبينج اوتسايد ات هوم الون، ان هو يبقى يخرج لوحده. فدي كلها انواع، يعني انواع من اول واحده الجنرالايزد الى حد ما يعني مميزه، 6 شهور تقريبا وفي ايفنت معين وسوشيال واكيوبوشنال وكده. البانيك اتاك ملهاش ميعاد، ايرج مره واحده كده انتنس فير وتروح جايه رايحه لوحدها زي ما كانت بتحصل لها في المسلسل، في الفيلم قصدي. السوشيال انكزايتي ديس اوردر دايما يخاف يقعد في يعني يبقى خوفه اكتر التعامل مع الناس، بيخاف لحد ينتقده يعني. واخر حاجه طبعا سبيسيفيك فوبيا، في ناس عندها فوبيات من حاجات تانية، مثلا واحد يقول لك انا مش عارف عندي فوبيا من مش عارف الاسانسير. برضو احمد حلمي في فيلم تاني كان بيطلع على الاسانسير، كان اسمه ايه الفيلم ده؟ ظرف طارق، بالظبط. كان بقى انت استاذ، بالظبط، بس انا عمال افتكر وانت تساعدني كده. ظرف طارق، بتلاحظ ان هو كان يجي يطلع على يجي يطلع يبقى قدامه اسانسير وقدامه السلم، يطلع السلم، فده عنده فوبيا من طرق الاسانسيرات يعني، فنفس الكلام يعني. فده كده ايه؟
المهم ايوه بالظبط. فبقول له في اسانسير، قال له مش مهم المهم يكون في سلم. بالظبط. فهو ده السبيسيفيك فوبياز. اخر حاجه بقى الاوبسيسيف، قبل حاجتين الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر. ايه بقى الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر؟ عارفين اللي هو بيسموه الوسواس القهري؟ لا مش ما تقلقوش يعني، احنا كلنا بنشك كده، بس مش لو راجعنا الكرايتيريا كامله مش هنلاقي نفسنا بنميت الكرايتيريا يعني. اول واحده اللي هي الاوبسيشن، ان انت تحس ان انت عندك ايرج انك تعمل، يعني انك تخيلت حاجه محدده. مثلا كنت انت نسيت مثلا انت تقفل الباب، او مثلا متخيل مثلا ان انت الميكروبات ماليه الدنيا، فده اعتقاد مش صح يعني. انا مش فده يخليك كل شويه يبقى عندك بقى الكومبالسيف ان انت تروح تغسل ايديك كل دقيقه، كل شويه راح اغسل ايديا، راح فين اغسل ايديا، ما انت قدرت تغسلها يا ابني، راح اغسل ايديا تاني. هو ده مثلا المتوقع مثلا مرض سايكاتري. سايكاتريك إلنس. يعني هو عنده خلل. طبعا عنده خلل. بقى ما هو لا مش كل، ما هو مش كل، شكلك بيبقى عندك وسواس من حته معينه، بس زي ما بقول لك برضه مش لازم عشان تميت الكرايتيريا. يعني مثلا انا مثلا من الناس اللي ساعات مثلا يبقى مثلا ساعات مثلا لما حد يقولوا لي مثلا في المستشفى اللي عنده تي بي، حاجه من الاثنين، تلاقيني مهووس ما فيش خالص، انا دماغي ما خلاص مش عاوز اقرب ناحيه، ما ساعات بسيب الوحده كلها وبطلع اصلا بره. وساعات لا، في اوقات تانيه، ده في اوقات، في اوقات تانيه تلاقيني لا عادي رايح ومن غير ماسك وكده فما لا، عشان تميت الكرايتيريا فورها لازم تجيب الكرايتيريا كامله وتشوفيها. فكلنا بيبقى فينا حته كده، بس هي مشهوره في النظافه قوي. تلاقي مثلا شخص يعني هي نظيفه يعني، مثلا تلاقي مثلا هي لوحدها كل شيء تجيب حاجه وتعمل تنظف البتاع دي، ماشي اول مره عديناها، طب بعد شويه عملتها تاني، تسمع لا هو في ايه، هي عندها اعتقاد خطا ان المكان ده مش نظيف. فده اللي بيسموه الاوبسيشن، اللي هي ريكارنت سوتس، عندها افكار ايرج او ايماجن متخيله that are experienced as intrusive and unwanted. يعني هي يعني حاجه مش حقيقيه موجوده في دماغها او متخيلها او شايفاها، فده بتؤديها الشخص بيفكر ان هو بقى عشان يريح نفسه يعني، فكر ان هو لما يجيب الحاجات دي ويمسح ان الفكر ده هيروح من دماغه. فالبيرسون attempted to ignore or suppress these thoughts, urge or imagine by neutralize them. ان هو يعمل الحاجه اللي بتقول له، اللي هو يعمل الحاجه اللي بتقوله مثلا، يعمل كومبالشنز بقى، يعمل مثلا المكان ده مش نظيف فعنده وسواس بكده، ان هو كل شويه عمال يجيبها يمسحها، كل شويه عمال يجيبها يمسحها، معتقد ان كده هو بي يعني هو مرحلتين، الاوبسيشن بيبقى الافكار، والافكار دي بتبقى يعني زي ما تكون حاجه بتهجم عليه كده وهو بتفضل تدور لغايه لما يعمل كومبالشن. بالظبط كده، صح كده. يعني الكومبالشن ده هو بيعملها الحركه كل شويه عمال يمسح كده، اعتقاد بيحاول يعني هو حاسس ان دي مش نظيفه فبيستجيب ليها انه عمال ينظفها وهكذا يعني، اللي هو الوسواس القهري الاو سي دي. اخر حاجه بوست تريماتيك ستريس ديس اوردر، دي بتحصل نتيجه تروما. والتروما هنا مش لازم تروما، اي حد مر بمرحله اليمه مثلا زي دخول الاي سي يو. دخول الاي سي يو تعتبر مرحله اليمه في عمر البني ادم، العيان بيفتكر بعد ما بيخرج. في ناس كتير قوي بتجي لهم بوست تروماتيك ستريس سندروم، هي واحده من الانكزايتي ديس اوردر، بتبقى يعني فولود بتروماتيك ايفنت، حاجه يعني تروما. والتروما هنا مش لازم تروما ان يتخبط. عارفين مثلا هقول لكم على حاجه مثلا ايه مثلا ممكن يجي لهم ده ايفنت قوي، او مثلا وهو في الرعايه مثلا النائب هو بيركب له السي في بي مثلا او الانبوبه ما عملوش ديشن كويس، فهو فبعدها بقى العيان بالظبط، اللي هو عنده هوس من حد، لو حد حاول يعمل حاجه زي كده تاني لا عنده هوس منها خلاص، بقى عنده اكسجريتد. لو مثلا هو كان مثلا عمل حادثه عربيه مثلا نفرض، فبقى اكسجريت انه بيتجنب العربيه بطريقه غير عاديه يعني، فاهمين قصدي كده. طيب فهي فولو التروماتيك ايفنت طبعا. هي بص بيقول لك هي تروما وستريس، يعني ممكن ستريس الاي سي يو نفسه تخليه ما بقاش يكره خلاص، كاره انه يخش. تيجي تقول له تعالى نخش المستشفى، يعني مثلا واحد مثلا يكون عيان وتعبان قوي، تيجي تقول له يلا نخش المستشفى، يقول لك لا 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 مش هروح، انا اموت في البيت، مش هروح ما تحاولش خلاص. هو الهيستوري القديم، في ناس طبعا غير المعتقدات الناس يعني لا، في ناس واحده من الاسباب ان الهيستوري القديم بتاعه في المستشفى ما كانش وحش. عشان كده واحده من الموست يعني امبورتنت ثينج في الاي سي يو البين كنترول والسيديشن، لان ده اللي بيريليف ان يخلي العيان ما يحصلوش اكسبيرينس لحاجه زي كده.
عشان العيان يرضى يخش مره تانية او كده. فدي من الحاجات اللي لازم تتراعى في وجود العيان يعني في الاي سي يو، ودي مش مربوطه بتروما، مش لازم يكون عامل حادثه او حاجه، الاستريس ايفنت اللي كان فيه. طيب ماشي، هنعالجها بقى ازاي الانكزايتي؟ اول حاجه البنزو دايازبين طبعا 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 يعني، بس طبعا هتبقى نفس المشكله المعتاده بتاعتها ايه بالظبط، ان هي ليها تولرانس او ديبندنس، بس هتتفاجئوا دلوقتي على حاجه فيها. انتي ديبريسنت، البوست بايرول، والميسلينياس ايجنت، والسي بي تي، الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. اول حاجه نبدا البنزو دايازبين. اول حاجه البنزو دايازبين طبعا هي فيري افكتيف طبعا في تريتنج سواء السوماتيك او الاوتونوميك سيستم، يعني سواء ان السيمتومز دي كانت اللي هو مش عارف ينام او بياكل كتير او مش عارف ياكل او الكلام ده، او كانت هي اوتونوميك بالبيتيشن وسويتنج وكده، افكتيف في النوعيتين من السيمتومز. بس هي don't adequately address the underlying cognitive أو psychological pathology، لكن هي مش بتقدر تعدل في النيورو ترانزميتر وكده. فأنا بستخدمها بس عشان أسيطر على الأكيوت كيس. طبعا البنزودايازين احنا بنستخدمها كأنكزيوليتيك زي ما هنستخدمها دلوقتي، هيبنوتيك تنيم العيان، ماسل ريلاكسيشن، أنتي كونفولجنت في المحاضرة اللي فاتت، وليها أمنيستيك أكشن إن هي بتعمل أمنيزيا. المفاجأة بقى إن التوليرانس أوف أنكزيوليتيك أكشن إز أنكومن، بس التوليرانس أوف ذا هيبنوتيك إفكت ديفولب رابيدلي. يعني هي كأنكزيوليتيك إفكت أنا ممكن أستخدمها عادي جدا مفيش مشكلة، مالهاش توليرانس من الأنكزيوليتيك، لكن مشكلتها إن ليها توليرانس في الهيبنوتيك، فمش عارف أستخدمها خلاص يعني كده هي اتضربت. طيب لو أنا هستخدمها بس هما كلهم صح، انكزيوليتيك وهيبنوتيك، هيبنوتيك كونسنتريشنز عاليه، كونسنتريشنز عاليه شويه، وفرق استجابات العيان والله، وحسب برضو الرينال فانكشن، مثلا حاجه زي الميدازولام رينالي اليمينيتد، الدورمي كام رينال اليمينيتد، فلو تاخد في عيان كلا اندستيجنال ديزيز بيقعد فيه فبيبقى تركيزته عاليه. يعني مثلا اقول لك على حاجه، مثلا كان في بيشنت في الاي سي يو، طبعا ملهاش علاقه بالموضوع ده، كانت فكانت الاستاذه بتمر عليها فبتسال النايب هي العيانه ليه مش كونشس كده، فراح جاي بيقول لها دي مشيت على دورميكم، فمشيت على دورميكم قد ايه؟ 5 مللي جرام بير اور، كتير جدا 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 جدا، وكمان هي رينالي امبيرد، فمش متوقع انها تفوق العيانه دي اصلا لبعد يومين مثلا ولا حاجه كده، قبل ما كنت تجيني الكونشس ليفل مره تانية يعني. فبرضه حسب الكوموربيدز اللي مع العيان برضه غير الايجنت نفسه. طبعا الحاجات الشورت اكتنج او الهاي بوتنسي او اللونج اكتنج، الحاجات الشورت اكتنج مشاكلها اكتر الوزدرول، يعني الحاجات الشورت اكتنج وزدرول ار كومن، لما تكون حاجه شورت اكتنج واوقفها الوزدرول يبان بسرعه لانها ما بتنزلش واحده واحده، هي بتنزل مره واحده ما بلاقيش دواء في دمي. لكن مشكله الحاجات اللونج هاف لايف، لا هنا هتبقى الوزدرول سيمتوم مي بي ليس طبعا برونونسد، لكن هنا ممكن يحصل انتر دوز بريك ثرو، سيمتومز ار ليس لايكلي هاويفر مور هانج اوفر، لكن لما بطلها احس ان انا كده مقريف بقى. لا لان الحاجات اللونج اكتنج بتعمل ديبندنس. يعني ايه ديبندنس؟ يعني ايه تولرنس؟ يعني ايه ديبندنس؟ تولرنس ان انا احتاج دوز اعلى علشان احصل على نفس الايفكت، صح. وديبندنس يعني من غير الدواء يبقى عنده ايوه مش عارف يبرفورم حلو. فالحاجات طبعا اللونج يعني مثلا انا عشان يبقى مزاجي انا تمام وكل حاجه وشغال كويس، مثلا نفرض يعني عشان يعرف كده يبرفورم شغله كويس، يقول لك مثلا انا ما اعرفش اشتغل الا ما اخد مش عارف نص قرص مش عارف من ايه، فده مع انه هو بيشتغل حلو من غيره، بس ده اسمه ديبندنس خلاص، الفيزيكالي هو بقى معتمد عليه. فطبعا الحاجات اللونج اكتنج مشاكلها اكتر الهانج اوفر او الديبندنس دوت عن الشورت اكتنج. طيب طبعا لو مسموح لي استخدم الايجنت ديت، لو مسموح لي استخدمها هتبقى قليله جدا، اللي هي تقريبا من 3 ل 4 اسابيع. يبقى فور ذس ريزون اتس جنرالي ريكومندد فور تريتمنت بيريد ريستريكتد تو 3 تو 4 ويكس or about time of adequate trial of antidepressant، زي ما احنا شايفين بعد شويه او زي ما احنا هنشوف ان هي بستخدم فيها الانتيدبريسنت فور الانكزايتي، عقبال ما الانتيدبريسنت تبدا تشتغل هكفر نفسي هنا بايه؟ بنزو دايازبين. طب هنا اشمعنى بكفر بنزو دايازبين؟ انتي ديبريشن. وعلى فكره في الديبريشن لو يعني الموضوع شديد قوي كده ممكن احط بنزو دايازبين، ممكن مفيش مشكله ممكن يعني، بس تبقى في الديبريشن ما تبقاش الموضوع يعني مستاهل ان احنا نعمل بريدجنج كده، بس عادة ما بنعملش لان كلهم بيعملوا نفس الحركة. طيب in patient with history of substance abuse disorder or risk for substance abuse disorder try to avoid the benzodiazepine. يعني لو عيان اصلا
انت عارف ان هو عنده history of substance abuse disorder. يعني ايه substance abuse disorder؟ ادمان. بالظبط، كان عنده history of ادمان بالعربي كده، يعني عنده history of ادمان. يعني لو هو عنده history of الادمان فبلاش بقى البنز دايزبين، لانها اصلا ليها abusive effect، فبلاش ان انت تديها له فهو يابيوز عليها، فحاول تتجنبها خالص. طيب اول حاجة طبعا الحاجات اللي ينفع استخدمها كل الحاجات مفيش مشكلة، يعني الزاناكس، اباتريل، فاليوم، اتيفان، كلهم. نيجي بقى للحاجات اللي احنا بنستخدمها فعلا بجد. الانتي ديبريسنت هي الباك بون بتاع الانكزايتي، سواء الاس اس ار اي والاس ان ار اي والتراي سايكليك انتي ديبريسنت. عاوز اقول لكم في معلومتين مهمين. اول معلومه ان بيحصل سام انيشال امبروفمنت، سام انيشال سيمتوم مي بي امبروفد ويزن دايز، بات الفول افكت ات مي تيك ويكس از فور ديبريشن تريتمنت. يعني الادويه دي برضو زيها زي بتاعت الدبريشن، بتاخد وقت عشان تجيب نتيجه. عشان كده كنت بعمل بريدجنج في الاول بي البنزو دايزبين. الحته المهمه اللي لازم، يعني مهمه جدا اللي جايه دي، 25% من العيانين اللي عندهم اكزايتي ديس اوردر هاف هايبر ستيمولاتوري ريسبونس للانتي ديبريشن which can be confused with worsening of anxiety symptom. يعني العيان في الاول بيقول لك ربع العيانين لما بياخدوا انتي ديبريسنت في الاول بيبقوا هايبر اكتيف، يعني ممكن، فانت ممكن تفتكر ان الموضوع حصل وورسننج للانكزايتي. لا ما تخدعش، هي معروفه عن بعض العيانين اللي بيحصل لهم هايبر اكتيفيتي افتر يوزنج اوف انتي ديبريسنت. فذيس ريسبونس مور كومن في اول العلاج يوزنج لو دوز ات فيرست كان هيلب، ابدا جرعات قليله. فعشان كده لازم في الانتي ديبريسنت تبقى عارف عنها معلومتين. معلومه مهمه، اول معلومه ان هي كافكت بتاخد وقت، وفي استخدامها في الانكزايتي مش بس بتاخد وقت، دي ممكن تسوق الحاله في الاول، فعشان كده بنبدا ستارت لو. طيب ايه تاني مهم عن الادويه ديت؟ مفيش حاجه تاني مهم عنها. البوسبايرون اللي هو البوسبار ده دواء كده بقى مش مفهوم له، يعني دواء كده ايه، ليه انكزوليتيك افكت وممكن استخدمه فعلا في الجنرالايزد انكزايتي ديس اوردر، لكن ليه ليتل افيكاسي في الاذر انكزايتي. يعني هو في الجنرالايزد اوكي، في البانيك مش قوي، في السوشيال مش قوي. هو لو هنستخدمه في الجنرالايزد، المون دروباك بتاعه ان هو ات هاز لونج اونست اوف اكشن، عشان يشتغل بيحتاج وقت اسابيع. فمعنى كده ان الانكزايتي ماست بي كفرد بانذر ايجنت، مثلا وليكن البنزو دايازبين. فبيقول لك سام بيشنت فعلا بتستخدم الشورت اكتنج بنزو دايازبين كبريدج انتل البوسبايرون البوسبار ان هو يدي النتيجه بتاعته. اخر حاجه بقى شويه ايجنت كده مالهاش علاقه ببعض، مثلا البيتا بلوكر للبانيك، بالذات للبانيك ابيسودز، بالذات للبانيك ابيسودز. انتوا لاحظتوا ان البيتا بلوكر دايما بيستخدم في الحاجات اللي هي مش مفهومه. بصوا، والحاجات اللي فيها سمباستيك اكتيفيتي زايده، شايف مثلا تريمور، مش عارف مثلا عاوز اتحكم في البانيك، في الخوف. وحتى برضو لو انتوا عاوزين تربطوها يعني بطريقه مش علميه قوي، في الخوف الهارت ريت بيزيد وكده، فهديه شويه بيتا بلوكر يعني، ده يعني عشان تفتكروها. الحاجه الثانيه الماو انهبيتور، بس طبعا اكيد مش هحبها عشان السايد افكت بتاعتها. الانتي هيستامينيك، الباربيتوريت ممكن استخدمها، بس طبعا لا برضو عشان السايد افكت بتاعتها. انتي سايكوتكس دي فعلا بقى بتستخدم، بس هي طبعا مش فيرست لاين ايجنت فور تريتمنت، ممكن استخدمها يعني بعض الحاجات كادون ثيرابي لو انا كنت استخدمت مثلا انتي ديبريسنت ما نفعتش اضيف عليها، بس ستيل الانتي ديبريسنت هي الباك بون. واخر حاجه، نعم، لا مش فاهم حضرتك، لا اللي بتكلم على الانسايكوتكس، بس الانسايكوتكس في البانيك اتاك ممكن استخدمها. لا لوحدهم، بس لو مشكله العيانه يعني عاده، لا لوحدها دي لو مشكلتها مثلا ان هي شويه هارت ريت زايد، لا لوحدها عاده ممكن في البانيك اتاك اوكي، في البانيك اتاك اوكي، لكن في بقيه الحاجات التانية لا، هيبقى دايما محتاج حاجه اس اس ار اي، اس ان ار اي كده. لكن لوحدها بيتا بلوكر في الجنرالايزد مثلا لا، ما مش تبقى بينيفيشال، لكن هي في البانيك اوكي. انا فاكر مره كان في كيسه يعني كنت بحل فيها على النيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، في فكرني اقول لكم على النيو انجلاند النهارده كام حاجه كده، بس لو عايزين تمشوا ايديكم في الكيسز بتاعت النوعيه، لو حد انترستد بالنوعيه دي من الامراض، في حاجه اسمها نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن. نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن ده جولد ستاندرد بمعنى الكلمه، يعني اللي هو ده جورنال علمي. بصوا، بنصنف الجورنال العلمي الجرايد العلميه عشان نعرف مين الجامد ومين القليل،
بحاجه اسمها امباكت فاكتور. يعني الامباكت فاكتور بتاع يعني الجورنال ده اللي الناس اللي بتنشر فيه بعد ما نشروا قد ايه الناس بتحتاج تعمل سايتيشن اليوم تستعين باللي نشروه دوت. فكل ما كان الرقم ده عالي يعني ان جنرال برضو برودلي كل ما كان احسن، بس طبعا ليها دروباكس الحكايه دي. فالرقم ده كل ما كان عالي كل ما كان احسن. فالامباكت فاكتور بتاعه مثلا 72، في حين مثلا ان مثلا لما حد مثلا بينشر في جورنال امباكت فاكتور 3 ده بيبقى جامد، 4 ده بيبقى حد خطير، 5 ده بيبقى برضو اسطوره. فتخيلوا 72 فده جولد ستاندرد بمعنى الكلمه يعني. فده بيعمل ايه؟ بيجيب مثلا كلينيكال كيس ويبدا يجي، بس بيجيب طبعا حد اكسبرت فيها ويبدا يقطعها لك بقى، يبدا يقول لك هو عنده او سي دي عشان كذا وكذا 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 وكذا، طب احنا ايه الافيلابل اوبشن اللي هنعالجها؟ هنختار عشان كذا وكذا وكذا. اسلوب فيري انترستنج يعني، ففكروني اوريها لكم يعني لما عشان تحبوا تشوفوها. اخر حاجه ممكن استخدمها طبعا البريجا بالين للجنرالايزد انكزايتي ديس اوردر. طيب نبدا ناخد كده بقى كل واحد منهم نستخدم له ايه. اول حاجه الجنرالايزد انكزايتي ديس اوردر طبعا هي في غير الانتي ديبريسنت، وخد بالك هنا هو حدد لك ايجنت على ايجنت. يعني مثلا قال لك الانتي ديبريسنت طبعا هي الفيرست لاين، وقال لك الاس اس ار اي خد منهم السيرترالين والباروكسيتين والانانشمر اسم من السيتالوبرام، الاس ان ار اي خد الديلوكسيتين والفيلافاكسن، متراي سايكليك انتي ديبريسنت ما جابش سيره الام برامين بس. فده هنا نلتزم بالايجنت اللي هو اختارهم، هم دول بس اللي ابروفد ان هم كويسين وافكتيف. الحاجه الثانيه طبعا البنزو دايازبين مش هلجأ لها الا لما يكون محتاج حاجه سريعه وعاوز اعمل بريدجنج، ولو لجأت لها مش هلجأ لها الا لفتره من 3 ل 4 اسابيع تقريبا. اسابيع برضو نفس الكلام البوسبايرون نفس الكلام برضو، هو حلو اوكي بس كان عشان هو بيحتاج وقت ان هو يشتغل كنت لازم اوفرلاب معاه ببنزو دايازبين. فكده واضح برضو ان جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر يعني انتي ديبريسنت على طول كده. اخر حاجتين طبعا ممكن احط البريجا بالانس كسكند لاين، وممكن احط الكترو كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي مفيش مشكله. البانيك ديس اوردر الفيرست لاين برضو الانتي ديبريسنت، بس هنا خدت بالكم ان هو وقع تراي سايكليك اند ديبريسنت، ما حطش التراي سايكليك من ضمنهم. هنا خد الاس اس ار اي زود عليهم شويه حاجات، والاس ان ار اي خدهم زي ما هم، وبرضه ستيل البنز دايازبين از افكتيف، والالكترو والسايكو ثيرابي برضه ستيل افكتيف. لكن هنا في معلومه مهمه حطها لك بقى. قال لك البوسبايرون هنا مش افكتيف. هنا مش افكتيف، البوسبايرون هنا مش افكتيف للعينين دول. يعني هو قال لك في الاول هناك في الجنرالايزد انكزايتي ديس اوردر خيارك عادي خالص، لكن جه هنا قال لك لا، قال لك انا مش هيستخدمهم. طيب بعد كده نيجي للسوشيال انكزايتي ديس اوردر. السوشيال انكزايتي ديس اوردر طب ده عيان بالعقل كده انكزايتي من هو يحتك بالناس، يبقى اكيد فيرست لاين اخليه يحتك بالناس. كوجنيتيف بيهيفير هو عنده مش عارف يتعامل مع الناس في وسط المجتمع، يبقى خلاص اجيبه هو على جنب كده واعمله جلسات علاج نفسي مع حد تريند وكده ان هو يبدا يعالجه في المشكله دي. فعشان كده هتلاقيه هنا في السوشيال انكزايتي ديس اوردر بدا على طول بالكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي از ذا موست امبورتنت موداليتي. بعد كده ممكن مفيش مشكله تحط الانتي ديبريسنت سواء الاس اس ار اي والاس ان ار اي مفيش مشكله. طيب اخر حاجتين عندنا الاو سي دي الاوبسيسيف كونفالسيف ديس اوردر والبوست تروما ستريس ديس اوردر. اول واحد الاوبسيسيف كونفالسيف ديس اوردر مفيش مشكله ان انا احط لها الانتي ديبريسنت، بس خدت بالكم هنا ان هو في الانتي ديبريسنت وقع الاس ان ار اي، خدت بالكم وقع الاس ان ار اي وحط مكانهم التراي سايكليك انتي ديبريسنت الكلوروبرامين، خدت بالكم من الحته ديت؟ عشان بس يعني الحته دي هي دي هو دي اللي بيجيب فيها الام سي كيو يعني من الاخر يعني فور اكزام بيربوز يعني. اخر حاجه كنت عاوز اقول لكم عليها البوست تروماتيك ستريس سندروم، نفس برضو الطريقه برضو البوست تروماتيك ستريس سندروم برضو هنا هيبان فيها اهميه السايكو ثيرابي، انك تقعد مع الشخص وتبدا توريه لا يعني ده كان بس من نتيجه مش عارف مثلا التروما، ومش معنى ان انت اتخبطت ان انت خلاص تتجنب دايما. يعني مثلا يعني واحد مثلا عمل حادثه بعربيته، واحد عمل حادثه بعربيته مش معناه ان ما يسوقش عربيات تاني خلاص يعني، لا ما هو يعني لازم تعرفوا ان اي عربيه في الدنيا متعرضه لحادثه، لكن في ناس تعمل حادثه بالعربيه خلاص انا مش هركب العربيه تاني الموضوع انتهى، انا مش هسوق تاني خلاص.
طبعا كل الناس تقف في الاول كده، لكن انا بتكلم على الاشخاص اللي هو خلاص انا مش هسوق عربيات تاني خلاص، هو من كتر الحادثه ما كانت فعلا يعني عامله له ستريس رهيب انا خلاص. فده محتاج، لا لا ده حاجه قضاء وقدر، ولازم نراعي اخطائي واخطاء الاخرين، وبعد كده نخلي بالنا نربط حزام الامان، مش عارف مثلا نمشي بسرعات بطيئه وهكذا. يعني محتاج شويه سايكو سيرب، هيبقى جايب معانا نتيجه. وطبعا الميديكيشن الاس اس ار اي والحاجات دي. من الحاجات اللي عملوها شويه والغريبه حبتين، البرازوسين في البوست تروماتيك ستريس سندروم. البرازوسين لقوا ان هو الناس الفا بلوكر، الفا بلوكر الفا 1 ولا 2 اعتقد 1، اعتقد 1 ان هو بيعمل حاجه اسمها اورستاتيك هايبوتنشن. فلما يقفل الالفا 1 فبيعمل بيعمل الالفا 1 لما اقفلها فاز دايلاتيشن، فده بيعمل ريفلكس تاكي كارديا. طيب البرازوسين الادويه من الناس دي بيجي لهم نايت مير، بيجي لهم كوابيس كتير بالليل. من الحاجات الغريبه اللي لقوها افكتيف مع انها تقلل النايت مير، البرازوسين. برازوسين من الادويه اللي لقوها انها بتقلل النايت مير لعيانين البوست تروماتيك ستريس سندروم. طيب طبعا يعني لو عيان يعني اجريشن وانجر وكده اديله طبعا حاجه انتي كونفولجنت، لو عيان عنده ديبريشن اديله انتي ديبريسنت مفيش مشكله. وطبعا ممكن تستخدم البنزودايازيبين برضو لو عنده مشكله في النوم او كده. اخر حاجتين السبيسيفيك ما فيهاش حاجه مميزه، يعني ناخد كيس عليها كده عشان بس تجيت الموضوع يعني وتبقوا فاهمينه. سي بي از ريسنت ايراك وور، ده كان من ضحايا من المحاربين القدامى بتوع العراق بالظبط. has been treated successfully with paroxetine for his major depressive for the past 3 weeks. حلو. He presented to the clinic experiencing nightmare, feeling on edge all the time and have flashbacks on his time on the war. He is evaluated and given a diagnosis of post traumatic stress syndrome disorder. خدتوا بالكم ان هنا ملهاش دعوه بتروما، انا بس عاوز اكد ان هي يعني ستريس ايفنت، كان في حرب مثلا، كان في، مش لازم يعني يكون اتخبط، يعني اسم التروما دي مش مقصود بيها تروما حادثه، بس الحادثه مش حادثه عربيه او تروما. He has no history of substance dependence and no significant medical history. فبيقول لك which medication is most appropriate at this time. Post traumatic stress syndrome ممكن اديله ايه العيان دوت؟ طيب حلو قوي، هو بياخد ايه؟ وده ايه؟ اس اس ار اي. خلاص كمل على اللي انت عليه كده يمكن يجيب نتيجه. يمكن هو دلوقتي اتشخ، هو كان ماشي عنده ديبريشن وبياخده وجاله بوست تروماتيك ستريس. طب خلينا كده نشوف ايه الاخبار، واتش اند سي كده، لما ناخد على البروكسي لفتره اطول شويه ولا حاجه هيضيع البوست تروماتيك ستريس سندروم ولا لا؟ فين عشان كده هيقول لك كمل على البروكسي. طيب سي بي هاز ادهيرنت تو ميديكيشن يو ريكومند ايرلير بات ستيل فيل فيري اريتابل اند هاف بين اجريسيف at the time at work toward other، بقى عنيف against الاخرين، which medication هي ابروبت للحاله دي دلوقتي. صح، احنا قلنا الانتي كونفولجنت بتقدر تتحكم في الاجريشن، الانتي كونفولجنت فور اجريشن، والديبريشن كنت هديهم حاجات انتي يعني ممكن فالبرويك اسيد او كده. طيب فانا عشان كده هقدر افكر اديله انتي كونفولجنت حسب بقى هو مديني هنا اختيارات ايه. دايفالبرويك اسيد. طب ليه مش كلونا زيبام؟ لا بنزودايازيبين ليه؟ هو قال كده؟ ده قال لك نو هيستوري، لا ما عندوش. عشان انا ما بلجأ لهاش دايما الا لما اكون مضطر قوي، ادويه ليها توليرانس عالي وليها ابيوسيف بيهيفير، وكمان هي يعني مش هو بالظبط مش هينفع استخدمها لفترات طويله، واحنا عملنا كابنج لثلاث او اربع اسابيع، فهنا الاختيار ده هيكون افضل يعني. بعد كده عندنا بعد 8 شهور is not responding to the medication you recommend. Having heard a lot about البوسبايرون he wonder whether this medication might be helpful in his condition, which is the most accurate statement for this patient. هو سمع البوسبايرون ده وعاوز يجربه، فايه رأيك؟ بوسبايرون may be helpful for nightmare. بوسبايرون may work as quickly as 3 days. Buspirone is convenient because it's once daily dosing. Buspirone doesn't have much dependence potential. ايه اكتر اجابه صح ليها علاقه بايه؟ اكتر معلومه صح للبوسبايرون؟ اول حاجه البوسبايرون بيساعد في النايت مير،
احنا قلنا البرازوسين ده اكتر واحد. البوسبايرون بيشتغل بسرعه في خلال 3 ايام، ده احنا قلنا ان بعض الكلينيشن بيمكن يدوا قبل بنز دايازبين فاكيد لا. بوسبايرين كونفينينت بيكوز اتس وانس ديلي دوزنج، لا ما بيتاخدش وانس ديلي دوزنج. بوسبايرون دازنت هاف ماتش ديبندنس بوتنشال، وهي الصح يعني. طيب اخر حاجه لا لسه تاني دكاترة بعد اذنكم اللي فاتح المايك بس عشان واضح ان في حد فاتح المايك. سي بي ريتيرن تو ذا كلينيك اند ستيت ذات هيز ديبريسيف اند انكزايتي سيندوم ار ماتش امبروفد، الحمد لله. هاويفر هي از كونسرند ذات هيز جيرل فريند ويتش هاز او سي دي، مشكلته دلوقتي صديقته عندها او سي دي، is not doing well on her treatment with lorazepam، ومش شغاله حلو على lorazepam. If you are also treating as a girlfriend, what is the most appropriate medication you may initiate؟ هتديها ايه؟ اشمعنى؟ صح مظبوط صح، بس كده يبقى كده حفظتيهم كده. 20 years old woman who presented to the emergency department after experience trembling with sweating with chest pain with shortness of breath panic and intense fear. A myocardial infarction has been ruled out and has been given a diagnosis of panic disorder. Which medication regimen most readily treat her acute symptoms؟ عشان الايه؟ بصوا عشان تجيت سنس الموضوع ده، شاب عندها 20 سنة هي من الخوف راحت الطوارئ، عشان بس تحسوا قد ايه الموضوع كان اكيوب بالنسبه لها، او تحس ان البانيك ده غير موضوع ان يخاف من تحت، يعني من الخوف هي راحت الطوارئ. بصوا كان الموضوع عامل ازاي، كان سويتنج وشست بين وشورتنس اوف بريس وشكوا في ام اي كمان، فشفتوا قد ايه الخوف كان شديد جدا يعني. فعشان كده هنديها البرازولام مفيش مشكله. طيب احنا وصلنا لحد فين؟ اخر كيسه. TR is مفيش مشكلة، لو كان فيه كنت هديه برضو عادي. الزانكس الالبرازولام اللي هو الزانكس بيتاخد شورت اكتنج وسريع على فكرة الزانكس برضو، يعني الزانكس ده سريع مفيش مشكلة، زانكس سريع والله. والميدازولام برضو يعتبر من الحاجات السريعة، بس هو اكشنه طويل حبتين. الميدازولام اكشنه طويل يعني بيقعد فتره طويله في الدم. طيب اخر كيسه 55 years old woman with generalized anxiety disorder concomitant medical condition include history of breast cancer dyslipidemia osteoarthritis vasomotor symptoms. يعني عندها كام سنه؟ 55. ماشي ممكن يكون عندها فعلا فازوموتور. ليه عارفين ليه سالت كده؟ المينوبوز بوست مينوبوزال سيمتوم صح، الفازوموتور، فعشان كده سالت على سنها يعني. اند اوستيوبينيا وطبيعي يعني. بصوا تحس ان الكيسه راكبه على بعضها قوي يعني، بصوا تحس ان الدنيا عيانه عادي بوست مينوبوزال هاي ريسك ان يجي لها اوستيوبروزيس، ففعلا عندها اوستيوبينيا وعندها فازوموتور سيمتومز ونتيجه تطور السن يعني عندها اوستيو ارثرايتس. طيب شي تيك تاموكسيفين سيمفاستاتين ايبوبروفين لورازيبام والندرونيت. Her physician would like her to have a better control of anxiety. He would also like to taper her off lorazepam. ايه افضل دواء ممكن اديه في هذه الحاله في الجنرالايزد انكزايتي ديسوردر؟ واحده ماشيه عندها كل الحاجات ديت وعاوزه بيتر كنترول على الانكزايتي، هل اديها؟ كانت ماشيه على ايه اصلا هو قال؟ على لورازيبام. اديها ايه؟ اديها ايه وليه بقى؟ بريست كانسر. لو رجعنا ورا هنا عن الجنرالايزد انكزايتي ديس اوردر، في الاس اس ار اي ما كانش فيهم الفلوكسيتين، والاس ان ار اي كان ما فيش مشكله، كان موجود الفيلا فاكسن، عشان كده مش هختار عشان بس ما حدش يفكر كتير يعني.
لان هو مش مكتوب ورا من ضمن الايجنت اللي كانت ابروفد في العلاج يعني، فعشان كده هضطر اديها الفيلافاكس مش الفلوكسيتين. تمام. اخر حاجه كنت عاوز اقول لكم عليها لو حد انترستد يعني، لو حد انترستد لا هي مش بس عشان كده، ما انا هديها كده كده انتي بريسن. انت عاوز تديها ايه؟ طب قولي لي. ما البوسبيرون الاكشن بتاعه بطيء حبتين بالظبط. اه ماشي، بس احنا في ورا ما كنا قايلينه ما كانش من ضمن الحاجات اللي يعني كانت الفيرست لاين دايما كنت بلجأ لها، الاس اس ار اي والاس ان ار اي. البوسبروبيون كان يعتبر يعني اوبشن متأخر. طب على فكرة أنا ما خدتش بالي على فكرة إن هو كده، على فكرة هو لو كان على فكرة ما خدتش بالي دلوقتي لما قلتي، وعلى فكرة لو كان طلع أصلا برضو تاني ما كنتش برضو هاخده، لأن هو برضو أصلا كده كده هو ايجنت مش فيرست لاين، هو سكند لاين أساسا. تمام. المحسوبية بتقولي مش أوبشن مطروح عشان خاطر إن هو إن هو طيب نايس. بعد كده الفلوكسيتين والفيلافاكسن، ده اس اس ار اي وده اس ان ار اي. مش هختار الفلوكسيتين لانه مش من ضمن الاوبشنز اللي موجوده اصلا. الانانشومار اس تالو برام والباروكسيتين وسيرترالين بس. الحته الاخيره دي لو حد عاوز يعني يشوفها، بص يعني انا عن نفسي لما بكون بحب امشي يعني احرك مخي اكتر بطريقه ساينتفك وافكر احسن في حاجه بعمل كده دايما الصراحة، بخش على ال على الجو يعني، تنفع مع جورنالز كتير يعني. مثلا لو جيت هنا مثلا واخترت مثلا حد اي حاجة من الحاجات اللي احنا خدناها النهاردة، او يعني عشان دي موجودة عليها في الجورنال دوت، او سي دي مثلا سيرابي يكون او سي دي ثانية عشان أفتح. أو سي دي أيوة أهو. بصوا جاب لي بقى عليها كيسة Obsessive Compulsive Disorder. بصوا هتلاقي الكيسة طبعا هو هنا عشان بس الجورنال ده مش عارف يبقى فاتحها ولا لأ. أهو مش فاتحها، هفتحها لكم دلوقتي عشان بس تبقوا متخيلين يعني. ده معلوماتكم ملهاش دعوة خالص بالكورس او بالامتحان يعني او كده. لما تحب بس تمشي ايدك في نوعية معينة من الديزيزز معينة، تخلي مخك يفكر احسن، او انا صح يفكر بطريقة الفيزيشنز بطريقة مور براكتيكال يعني. او مثلا انت جيت كونفيوزد مثلا في ترتيبة ادوية عن ادوية، فعاوز تشوف ريال كيس ترتب لك دماغك. بس ده سايت كده ايه زي ما تقولي كده، بيعمل زي بيفتح الحاجات اللي مش المقفولة يعني، يفتح الويب سايتس العلمية اللي مقفولة، جرايد علمية معينة بيعرف يفتحها يعني. بس كده كده انا بس عشان السرعة بس مع الطلكوشة ممكن افتحها باكسس، بس عشان بياخد وقت شوية بس لوجن ومش وكده، فهياخد وقت بس معايا، بس عشان اجيبها لكم اسرع كده على طول. فبضطر استخدم الويب سايت ده دلوقتي يعني. بس انا احفظها على الديسكتوب عندي عشان بس اوريها لكم. شكرا كده خلاص. المشكلة الشاشات الكتيرة اللي على البتاع دي ملخبطاني اصلا. شكرا. عاوزة بس كده خلاص اهيت. لا ده دي المحاضرة بتاعتنا اصلا اهيت. هي دي. بصوا جميل قوي. بصوا هنا هيبدأ، بس طبعا بقى اللي بيعمل هنا الكيس حد بقى يعني
حد عالمي يعني، حد اكسبرت في مجال السايكاتري، يبدا يحكي الكيس يقول لك مثلا 19 سنه مان بروت تو هيز برايمري فيزيشن باي هيز فازر هو اكسبلين ذات هيز سان واش هيز هاندز 100 تايمز ا داي انتل نوت تاتش اني ثينج ذات هاز بين تاتش باي سام وان ايلس ويزاوت سكرابينج ات فيرست and has a fear of germs that has left him isolated in his bedroom, unable to eat and wishing he were dead. Although the father reported that his son has always been فينكي مش عارف معناه ايه الصراحة. حد عارف معناه ايه دي؟ فينكي؟ زي الكلمة دي؟ His problem start مش مشكلة his problem start 2 days ago and gradually become completely disabling. How should this patient evaluated؟ هنا بقى بيروح جاي يحكي لك الموضوع كلينيكال بروبلم، يحكي لك الموضوع ده وايه بالظبط ليه هي هتشخص بايه. بعد ما بيحكيها بالطريقه دي بيجيب لك الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعتها المظبوطه من الجي اس ام، بعد كده يجيب لك الاستراتيجي والايفيدنس على كل دواء، بعد كده يجيب لك المانجمنت. على فكره انا واخد الحته دي كوبي بيست منها على فكره، حته التعريف يعني ايه اوبسيشن ويعني ايه كومبالشن من الارتكل دي باي نيم على فكره. بعد كده بقى يبدا في الاخر يديك ادي الاوبشن بتاعت العلاجات، ويبدا يقول لك هو رايه ايه بقى هنا، هيبدا يعالج الحاله دي ازاي. تشويز اوف انيشال ثيرابي، وطبعا اريا اوف انسرتينتي لو في حته في مش معروف عنها ايه الايفيدنس ده احسن ولا ده احسن هيحكيها لك، ويقول لك في الاخر الفاينل كونكلوجن والريكومنديشن بتاعته. فاسلوب حلو جدا يعني، بيبقى يعني دايما ببقى اعمله مثلا لما يكون في ديس اوردر معين عاوز اشوفه بطريقه براكتيكال على صوره كيس يعني. فممكن تستعينوا بحاجه زي كده عموما، مش بس في اي عموما في اي حاجه بتعملوها يعني. تخش على الويب سايت كده وتكتب اسم الكونديشن، على فكره في دي كانت على الاو سي جي انا فاكر، كان في واحده على كل حاجه من اللي بناخدها كيسز. مثلا لو جيت مثلا دورت على احنا كده جبنا الاو سي جي، تعالوا مثلا ناخد اعتقد كان في الجنرالايزد انكزايتي ديس اوردر، بس اعتقد الجنرالايزد انكزايتي ديس اوردر كان ما كانتش كيسه. ثواني كده اتاكد. بس تعملوا سيرش وكده، بصوا كيسز كتير جدا، اكيوت فولجار مش عارف، برايمري هايبر بارا ثايروديزم، كرونيك ليمب مش عارف ثريتنينج اسكيميا، سب كلينيكال هايبو ثايروديزم، اسينشال تريمورز، تينايتس، برايمري جوجرين سندروم. عارفين ايه الجوجرين سندروم؟ جوجرين دراينس، عندهم دراينس في الاي والسلايفا، عندهم ميلي في الاي، جوجرين سندروم، جوجرين اوتو اميون. بس فهيعجبكم قوي البتاع ده الصراحة.